جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، بيت كل الأهلوية. النهاردة هنتكلم في موضوعات كتير مهمة جدا. يمكن النهاردة هنتكلم على منتخبنا لكرة اليد اللي مشرفنا، والنهاردة بيخوض أول مباراة ليه في دور المجموعات الرئيسي قدام الاتحاد الروسي. أمام طبعا النهاردة حقق فوز مهم جدا 28-23، وأيضا النهاردة يمكن هنتكلم بالتفصيل عن فريقنا لكرة اليد. النهاردة كمان برضو هنتكلم عن فريقنا لكرة القدم اللي عنده مباراة مهمة جدا بكرة وتحدي جديد أمام المقاولين. أخبار مهمة في كواليس كتير قوي. طبعا قبل ما ندخل في تفاصيلها برحب بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. أهلا بيك. مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة حلقة جديدة من البيت الكبير. خلينا نقول مبروك لمنتخبنا، منتخب كرة اليد النهاردة بيعمل مباراة ولا أروع على مستوى التنظيم الدفاعي الهجومي يمكن، والفوز بجدارة على منتخب الاتحاد الروسي بفارق 5 أهداف. النهاردة كانوا في تحدي صعب بصراحة، كانت مباراة صعبة جدا في أول مباريات الدور الرئيسي أمام منتخب قوي، المنتخب الاتحاد الروسي، لكن الحمد لله خطوة مهمة جدا جدا لمنتخبنا في مشوار البطولة. أكيد هنتكلم على البطولة ونتكلم على مشوار بطولة كرة اليد، ومنتخبنا النهاردة أدى أداء أكتر من رائع، ويمكن يعني بعد الهزيمة من منتخب السويد يمكن في آخر مباراة في دوري المجموعات أو دور المجموعات، النهاردة منتخب مصر بيقول لكل الناس إحنا في حالة التركيز التام، في حالة الإصرار التام، في حالة القتال على كل كورة، إحنا منتخب مؤهل إن شاء الله للوصول للمباراة النهائية. خليني في البداية نتكلم عن تفاصيل حلقتنا النهاردة إن شاء الله. عندنا في الفقرة الحوارية الأولى عندنا النجم أحمد أبو مسلم، ده لاعب طبعا النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. الفقرة الثانية هيكون معنا 2 من نجوم كرة اليد، الكابتن محمد إبراهيم والكابتن محمد يحيى، دون طبعا منتخب مصر السابقين. هنتكلم معاهم على مشوار منتخبنا النهاردة، بقول لحضراتكم عمل مباراة أكتر من رائعة أمام الاتحاد الروسي وحقق نتيجة جيدة جدا بفارق 5 أهداف. إن شاء الله دي تكون البداية الحقيقية لمنتخبنا بإذن الله يسهم للوصول للمباراة النهائية. طبعا فوز مهم زي ما أنت قلت كابتن، فوز مهم النهاردة بيحققه منتخبنا الوطني لكرة اليد على الاتحاد الروسي في أول مواجهات الفراعنة زي ما قلنا في دور المجموعات الرئيسي. فرحة المصريين بهذا الفوز بصراحة، يعني رجالة كرة اليد ظهروا بشكل أكتر من رائع، قدموا مباراة مهمة وكبيرة على جميع المستويات. كان في روح رياضية وروح كبيرة كده ورائعة ما بين كل اللعيبة النهاردة. المنتخب الوطني سيطر على المباراة من أول دقيقة، يمكن تقدم كمان بفارق كبير، واستطاع الحفاظ على هذا التقدم وتجنب ما حدث في مباراة السويد زي ما انت قلت. ألف ألف مبروك للفراعنة لكرة اليد. كلنا بنتابع، حتى اللي ما بيتابعش الماتش لازم يتابع النتيجة. أكيد. لازم يتابع النتيجة، هو كام النهاردة؟ مصر هتلعب الساعة كده. فالنهاردة يا رب إن شاء الله نواصل هذه الانتصارات في المباريات اللي جاية ونحقق حلم المصريين ونفوز بهذا اللقب الغالي. طبعًا الفوز مش سهل أكيد، وبرضه مش صعب، لأنه يعني أنت النهاردة في لعبة زي ديت لعبة عالمية حققت فيها مراكز عالية جدًا سواء على مستوى أفريقيا أو الوطن العربي، فمش بعيد عليك إن أنت تحقق هذا اللقب وتفرح الناس. ده صحيح. إن شاء الله. البطولة صعبة ما فيش شك، لكن النهاردة منتخبنا ظهر بشكل أكتر من رائع، أثبت فعلا زي ما قلت لحضراتكم أنه هو يعني قادر بشكل كبير جدا في حالة التركيز التام، في حالة القتال على كل كورة، أنه مؤهل إن شاء الله للمباراة النهائية. أكيد عارفين أن في مكاسب كتيرة قوي النهاردة، مكاسب النهاردة لكرة اليد عودة الثقة كمان بشكل أكتر من رائع. عارفين يمكن بعد مباراة السويد والخسارة بفارق هدف كان في بعض الانتقادات، أنا عارف من خلال معسكر منتخبنا أن اللعيبه فعلا اتجمعت مع بعض واتكلموا، كباتن الفرقه زي احمد الاحمر، زي الطيار، زي هنداوي، قعدوا واتكلموا مع بعض. النهارده ظهرت هذه الاجتماعات الحماسيه والتركيز الشديد جدا من اول المباراه، شفنا اداء اكتر من رائع، يعني كان فرق وصل مثلا 6 أو 7 أهداف، لكن على المستوى التكتيكي على مستوى التنظيم كمان اعتقد النهارده الاداره الفنيه بقيادة جاريسيا طبعا المدرب الأسباني أدى مباراة أكتر من رائعة. دايما بنكرر كمان أن
يعني في اعتقادي واعتقاد الناس كتير جدا، لو حتى كان في جماهير النهارده اعتقد كان كمان الفارق هيوسع او كان المباراه هتبقى حماسيه بشكل اكبر، لكن كلنا ثقه في رجالتنا، رجالتنا عارفه ان مصر كلها بتتفرج عليها. النهارده تحقيق انتصار مهم جدا جدا، اعتقد زي ما بقول لحضراتكم على مستوى اللاعبين كمان، احمد الاحمر رجل المباراه بيأدي دور اكتر من رائع، بنتكلم على الطيار اللي عمل اداء اكتر من رائع، كل اللعيبه والدرع، كل ده هنتكلم فيه مع ضيوفنا، لكن هنا من البيت الكبير بنهني منتخبنا وبنقول احنا وراكم، وان شاء الله باذن الله مصر في ان شاء الله النهائي ويتحقق انجاز كبير جدا. انت عارفه يا سهام يمكن اكبر انجاز كان لكره اليد في 2001 الحصول على المركز الرابع، لكن البطولات كبيره جدا لسه المشوار طويل، لكن ان شاء الله احنا قدها باذن الله. والمفروض اصعب بس مش صعب على منتخبنا، لسه أدهب. عندك روسيا، بيلاروسيا، عندك سلوفينيا، سلوفينيا من اول فرق النهارده في البطوله العالميه دي، اصعب الفرق، فان شاء الله احنا يعني باذنك يا رب برضو متاكدين ان احنا هنحتل مركز جيد في هذه البطوله ان شاء الله ونحقق اللقب. وخلي بالك يا سهام كمان يعني خلي بالك كمان دايما المواقف الصعبه بتولد الاصرار، يعني انت عارفه مباراه السويد كانت كمان مباراه مهمه علشان جداً. تطلعي الدور الرئيسي باربع نقاط، هزيمتنا فيها رغم ان احنا عملنا الشوط الاولاني اكتر من رائع، الشوط الثاني كان فيه تهاون شويه، فده اللي زعل الناس شويه، ان المباراه كانت في ايديك امام منتخب كبير، انت عارفه السويد حصل على لا ما هدف بتفرق على يعني نقطة. على هدف السويد اربع مرات بطل العالم، ف اعتقد دي كانت برضو نقطه مش فاصله، لكن كانت نقطه في المشوار انك بتركز، وشفنا نتيجه ده التركيز مع فرقه كبيره بقى الاتحاد الروسي، فرقه كبيره طبعاً. بيعملوا نتيجه كبيره جدا النهارده، اداء اكتر من رائع. على ان شاء الله المباراه اللي جايه بنتكلم على بيلاروسيا، بنتكلم على سلوفينيا، اللي كمان سلوفينيا كل مباراه بتحقق فيها نتيجه كبيره وبتقول انا منافس صعب. ولما يمكن حتى كان معانا الكباتن كابتن محمد عبد الله وكابتن محمد عبد الوارث، كان حتى بيقول لك المباراه ديت هي الاصعب في المشوار، هي ديت اللي احنا يعني عينينا عليها، فان شاء الله كل التوفيق برضو لمنتخبنا. نتكلم اكتر بقى عن البطوله لحد دلوقتي كواليسها مع الكابتن حسين لبيب مدير هذه البطوله العالميه. اهلا بيك يا كابتن، الف الف مبروك على التنظيم، الف الف مبروك على حتى النظام، ويعني الدنيا ماشيه الحقيقه بشكل جيد جدا اكثر من رائع. افتكر يعني كل الناس القائمين والمسؤولين على هذه البطوله بيعملوا شغل يعني ما بتناموش الليل، حاسه كده يعني. الله يخليكي ويكرمك كابتن، الف خيرك وسلامي لحضرتك والكابتن هاني رامز، تنور معانا في البيت الكبير. الله يخليك يا فندم. كلمنا يا فندم اكتر عن الكواليس، التنظيم لحد دلوقتي، ايه اللي يعني بيدور خلف البطوله اللي احنا مش عارفينه حضرتك تعرفه لنا النهارده؟ طيب خليني اقول برضو، ما هو كل الناس خلاص بقى عرفت نظام الفقاعه طبعا انما هيعيش معانا شويه حلوين من الحاجات اللي نفسي برضو كنت اقولها ويمكن اول مره اقولها، ان النهارده احنا تقريبا في 1800 شخص تقريبا من خارج البلاد جم ما بين اللاعبين الدول المشتركه، يعني احنا عندنا اكثر من دوله، يعني لغايه النهارده احنا بنستقبل لاعبين جدد، في بعض اللاعبين بيبقى يا اما تعور يا اما مثلا مش مظبوط، والاتحاد الدولي سامح بعدد اكبر من اللاعبين في هذه البطوله الاستثنائيه، فبالتالي الى الان احنا تقريبا وصلنا 1800 شخص من خارج البلاد، وانا في رايي ان دي في ظل هذه الظروف دي بتدي دفعه قويه جدا، سواء بالنسبه للسياحه والاقتصاد بتاع بلدنا الجميله مصر. دي أول حاجة، نمرة اتنين، إن في من الحاجات اللي الناس كلها مش حاسة بيها اللوجيستكس ورا النجاح، نجاح الحمد لله إلى الآن بشهادة كل الوفود الخارجية، الولاد هنا، ما بقول ولاد أنا أكبر سنا منهم، إنما أنا معايا مجموعة من الشباب ومن الخبراء، يعني نقدر حوالي اللجنة المنظمة تقريبا دلوقتي في حدود برضه 1800 ل 2000 شخص، لان احنا عندنا ناس بتبقى جوه البابل او جوه الفقاعه وناس خارج الفقاعه، يعني دي من البطولات فعلا اللي هي محطوط لها منظومه غير اي بطوله اخرى خالص، لان مثلا النهارده حتى الـ CEOs اللي هم التيم ليدرز بتوع الفرق
بيبقى مع الفريق جوه معاه في الفندق. طب مين اللي بيخدمهم معاه بقى بره لو عايزين اي حاجه من بره، مثلا زي مثلا كروت شحن تليفونات او حاجه اللاعبين الاجانب عايزين يشتروها او حاجه، فعاملين لهم تيم بره خارج الفنادق هم اللي بيتواصلوا وبيروحوا يجيبوا الحاجات دي، بتبقى معقمه على باب الفنادق والله. دول يا فندم متطوعين يعني، مجموعه من الشباب المتطوع. طبعا حلو ده. 18 ل 24 25 سنه، مجموعه من الشباب الصاعد الواعد يعني، زي ما بنقول كده فخر لكل المصريين يعني. طبعا لو حضراتكم مثلا شفتوا الوقود هنا، بقى الوقود مبسوطه جدا يعني، يعني مثلا اللي ماسكين الاقامه والانتقالات عندنا يعني بقياده الكابتن ممدوح الششاوي، يعني فعلا عاملين حاجه يعني انا نفسي فخور بيها بجد يعني. وده يا فندم ده احنا كمان لامسينه يا فندم، عدم حضرتك ده لامسينه من خلال ردود افعال الصحافه العالميه، من خلال الفرق. احنا بنشوف فرق اليابان بتبعت صورها، بنشوف فرق منتخب المانيا مطمنين جدا يعني، حتى الاجراءات الاحترازيه زي ما حضرتك بتقول في كتيبه كبيره جدا جدا بتقوم بيها من شباب متطوع، من طبعا استاذ ممدوح الششتاوي، من القامات الكبيره جدا بيقوم بمجهود اكتر من رائع، حضرتك بتقوم بمجهود كبير جدا. فكل دوت يعني باين وواضح حتى للمجموعه الموجوده او الفرق الموجوده، وكمان على مستوى الدولي من خلال الصحف العالميه، من خلال متابعتنا كمان للتنظيم الرائع اللي لغايه دلوقتي موجود على ارض بلدنا مصر يعني. مظبوط يا فندم، وطبعا مش عايز انسى بقى دور الدوله نفسها. طبعا بدافع من السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الوزراء هو رئيس اللجنه العليا ومعاه مجموعه من الوزراء تقريبا 18 وزير، جمهور انما مصري. انا يعني ما حدش يتخيل ان في بلد كانت تستطيع انها تدخل هذا التحدي، والحمد لله الى الان بلد ناجحه فيه بجميع قياداتها، بجميع وزرائها، بجميع الناس، يعني منظومه متكامله يعني. الواحد فخور ان هو بيشتغل معاهم كلهم بجد يعني. انا اللجنه المنظمه دي انا فخور ان بشتغل مع كل فرد فيهم، سواء اللي عنده 20 سنه 21 بيتفانوا في العمل 24 ساعه شغالين والله، لغايه 2 الصبح و3 الصبح الناس في غرفه العمليات. بشكر برضه هيئه بناء القاهره الجوي، الداخليه قايمه بدور رهيب طبعا، وزاره الصحه قايمه بدور رهيب. لا يعني الواحد حاسس ان دي منظومه بجد حلوه يعني. عارف لما بتبقى كابتن هان وانت يعني لعيب زي ما بيقولوا اسطوره من الاساطير يعني، انا عمري ما شفت منظومه متكامله يا فندم. منظومه متكامله والله يعني صحيح بجد، وبجد مش بقول كده مايس، لا بجد اعني كل كلمه بقولها، وبشكر كل الزملاء اللي معايا وكل الاجهزه. لا يعني الواحد مبسوط وربنا يكمل لنا. بس ده ما هو ان شاء الله على مستوى التنظيم الهائل اللي حضرتك بتتكلم عليه كمان، ولازم ان شاء الله يكون في نجاح على المستوى الفني اللي شفنا النهارده يعني. واعرف راي حضرتك في المباراه الرائعه اللي قدمها المنتخب المصري امام الاتحاد الروسي النهارده، والفوز بنتيجه 28-23، واثرها على كمان العامل المعنوي لحضراتكم، وكمان بيطمنوا الشعب المصري ان احنا ان شاء الله على الطريق الصحيح يعني. يعني خليني اقول ان انت عارف بقى احنا يعني انا كلاعب عمري ما احب اجيب سيره ولا حكام ولا حاجه ابدا. انا بقول ان احنا فرقتنا خسرت ماتش السويد. احنا مش يعني احنا كان عندنا بعض الاخطاء، لان ماليش دعوه بالحكام، الحكام صحيح قصه ما احبش اتكلم فيها خالص. واللي قدرنا نوصله للاعبتنا يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها حكام، ما فيش حاجه اسمها في ملعب، الملعب لازم تنزل تكسب. صحيح احنا كان عندنا اخطاء، بعض الاخطاء سواء من ناحيه المدرب او من ناحيه البلاد نفسهم، وركزنا على الحكايه دي. وبل بالعكس الاتحاد المصري برجالته كلهم برضو قعدوا مع اللاعبين وطلعوهم من الكبوه اللي هي حصلت، ويمكن ده كان واضح النهارده في اداء الفريق المصري واداء المدرب. المدرب عمل فيري جود جيم النهارده ككوتشنج، عمل جيم كويس جدا، اللاعبين كانوا متميزين وقدروا وفكوا مثلا في 4 5 دقائق بس لحقوا نفسهم. اللي مش غير ماتش السويد، فالحمد لله يعني. انا شايف ان شاء الله لو كملنا على كده
لا ان شاء الله يبقى في حاجه. وما ننساش ان روسيا دي من البلاد المتقدمه جدا في كره اليد. صحيح. احنا يعني الاتحاد الروسي، بس هم اسمهم الاتحاد الروسي عشان عندهم بانشمنت من شويه عقوبات. اه فعلا. انما هم اصلا يعني فرقه روسيا، يعني فرقه ثقيله في مجال كره اليد. اكيد اكيد. اللي حضرتك طبعا كنت بتقول مش عايزين نتطرق ليه، وفكره التحكيم وان المنتخب اتظلم في اخر مباراه عشان ضربه الجزاء اللي اتحسبت للفريق المنافس وما كانتش اصلا برضو ضربه جزاء، صح؟ طيب هو ده طبعا دي اكتر من حاجه، بس يعني زي ما بنقول ايه، احنا بايدينا بنكسب، ده اللي اتعودنا عليه بس كده. صحيح بالظبط كده، احنا بايدينا بنكسب. ده المفروض اللي افهمه في الرياضه، الرياضه مكسب وخساره، انا بايدي اكسب او بايدي اخسر. ليه بقول كده سيد حسين؟ لانه عشان برضو اللي ما تابعش قوي واللي مهتم جدا بالمنتخب، بس فكره ايه يعني، يعني اغلب المصريين او اللي مش متابعين اللعبه بيتابعوا النتيجه، بيتابعوا الماتش النهارده الساعه كام، طب عملنا ايه؟ فعشان نوضح اكتر للناس او اللي بيشوفوا البطوله، اللي مش بيشوف يعني مش بيتابع بشكل كبير، المنتخب فين واقف، فين ايه مشاكل شكله، لان دايما طبعا انت حضرتك عارف انه اكتر يعني الفوكس دايما بيكون على كره القدم بطبيعه الحال يعني. طبعا. الحمد لله بنقول ان البطوله دي ان شاء الله من المكاسب اللي ان شاء الله ربنا يكرمنا بيها، ان هيبقى فعلا يعني زي ما احنا في عرفنا ان كره اليد هي اللعبه الشعبيه الثانيه، بس انا متاكد ان شاء الله وربنا يكرم اللاعبين كده ويأدوا اداء ممتاز زي النهارده، هيخلي الفرق كبير بيننا وبين اللعبه الثانيه، لان كره القدم ما فيش مقارنه بقى. بعد البطوله دي يا كابتن. بعد البطوله يعني دي اكيد. بص يا كابتن، يعني كابتن انا بتكلم مع حضرتك، مهم جدا التحكيم واللعيبه لازم تنسى موضوع التحكيم ده نهائي، لكن انا كمان في اعتقادي ان يعني كان من الافضل ان احنا نخسر مباراه السويد عشان اللعيبه تفوق شويه، يعني بيبقى في دايما كده دروبات صغيره بتحصل يمكن في الدور الاول احسن ما بتحصل في الدور النهائي او قبل النهائي، فاعتقادي ان مباراه السويد وان احنا اتغلبنا بفرق هدف مع جدل تحكيمي شويه، ده كان ليه اثر ايجابي جدا جدا على اللعيبه النهارده والجهاز الفني ان هم يبداوا يصححوا من اوضاعهم ويبداوا يركزوا اكتر في البطوله يا فندم. مظبوط يا كابتن، مليون في المية صح، رأي حضرتك مليون في المية. وطبعا المشوار لسه طويل، واعتقد كمان لسه الاصعب جاي، عندنا المباراة اللي جاية مباراة بيلاروسيا، لكن سلوفينيا اللي بتعمل اداء اكتر من رائع من طبعا من دوري المجموعات ولغاية دلوقتي بتقدم اداء اكتر من رائع، بتدل كمان ان احنا لسه عندنا مباراة صعبة امام المنتخب السلوفيني، لكن كان مهم جدا الفوز النهارده يا فندم. مظبوط، وفي نفس الوقت بيلاروسيا مش فرقه ضعيفه، بيلاروسيا فرقه قويه، ويمكن كانت عامله سكور كويس يعني لغايه لما سبت المباراه، انا جيت برضه اكمل الشغل دلوقتي، سبت المباراه كانوا فرق 5 اهداف لبيلاروسيا، بس ما اعرفش النتيجه دلوقتي ايه، انما يعني زي ما بنقول برضه يا كابتن هاني ان احنا المباراه مباراه، بمعنى انا ما عنديش حاجه دلوقتي في ذهن اللاعبين ولا حاجه ولا بنوصلهم فرقه المباراة القادمة بيلاروسيا، نعدي بمباراة قادمة نبص على اللي بعديه. هو ده المباراة بمباراة. بالمباراة بالظبط كده. احنا بنشكرك جدا جدا كابتن حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في القاهرة. شكرا لكل القائمين على الخروج المشرف والصورة المشرفة للبطولة لحد الآن، زي ما قلنا في بداية البطولة قبل البطولة بيوم كان 12 يناير، هي بدأت 13 ومستمرة ل 31 الشهر. احنا بنتكلم في فكرة انه من ساعة جائحة كورونا، واحنا النهاردة الجائحة عايشة معانا بقالها سنة ومش عارفين هتكمل لحد امتى، بس مصر البلد الوحيد اللي لا ارجأت ولا لغت ولا قالت طب ما احنا اللي يسري علينا، يعني اللي ساري على العالم ساري علينا احنا كمان، لا احنا اخذنا في اعتبارنا الموضوع دوت بكل جديه، وده الحقيقه بنحيي عليه برضو من اول وجديد القاده السياسيه اللي يعني اصرت انه هذه البطوله تتم على ارضنا وتنجح بهذا الشكل اللي يليق بصوره واسم وشكلنا في الاخر، شكل مصر. هو ده التحديات اللي بنتكلم عليها، كنت لسه هقول ده نوع من انواع التحدي الكبير. ده طبيعي، ده طبيعي. تحدي عالمي يا كابتن هاني، خلي بالك احنا يعني احنا كمصريين، والواحد ده لمسه كمان، خلي بالك سام اللي عاش بره كمان بيحس بالكلام طبعاً. ده اكتر،
التحديات على جميع المستويات، ودايما المصريين لما بيتحطوا في موقف تحدي اعتقد بينجزوا انجاز كبير جدا وبيبدعوا ابداعات كبيره جدا. طبعاً. نتمنى هذا الاصرار وهذا التمسك ما بيكونش في اوقات التحديات بس، يكون ان شاء الله طول الوقت، ان عندنا قاده سياسيه عارفه قيمه مصر كويس قوي، عارفه قد ايه ان بطوله عالم زي ديت هتسمع على المستوى الاعلامي والمستوى الدولي قد ايه بصوره ايجابيه. عندنا زي ما انت قلتي فريق محترم، جيل جديد من جيل كرة اليد، عندنا أجيال عظيمة في كرة اليد. طبعا. أعتقد هذا الجيل بإيده يكتب تاريخ من ذهب. أول مرة طبعا إن شاء الله نوصل للمباراة النهائية، ده هيكون إنجاز، وإحنا وراهم والدولة وراهم، وطبعا بنحيي كل اللي أقام على هذا التنظيم الرائع، وإن شاء الله يستمر هذا التنظيم والنجاح بإذن الله على مستوى التنظيم وعلى المستوى الفني إن شاء الله. طبعا جدا. نروح بقى لكرة القدم، ونروح لفريق النادي الأهلي كرة القدم طبعا اللي هيشارك في مونديال الأندية، حدث عالمي آخر بيقترب من تحقيق إنجاز جديد النادي الأهلي من خلال مشاركته طبعا في بطولة الموسم الحالي. الأهلي خاض 12 مباراة في مونديال الأندية، وهو تاني أكتر فريق خاض مباريات في مونديال الأندية، في حالة تخطي عقبة الدحيل القطري ومواجهة البايرن كمان، بايرن ميونخ طبعا الألماني في الدور نصف النهائي، هيعادل المارد الأحمر رقم أوكلاند سيتي نيوزيلندي في عدد المباريات في البطولة دي. هو لاعب بطل نيوزيلندا 14 مباراة، وطبعا فرصة النهاردة للأهلي وفرصته بتزيد أفتكر، وده طبعا بعد ما انسحب أوكلاند سيتي من هذه النسخة بسبب طبعا كورونا فيروس. بعيدا عن مونديال الأندية والأرقام القياسية، الأهلي عنده بكرة مواجهة مهمة جدا أمام المقاولين في الأسبوع التاسع من الدوري. الأهلي طبعا بيسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام البنك الأهلي الأيام اللي فاتت، ويمكن في أحداث كتيرة جدا يعني بخصوص لاعبة الأهلي، حالة من الجدل الكبير، ولكن زي ما احنا عارفين أنه الجهاز الفني للأهلي وبالتحديد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بيفصل اللعيبة جدا عن الأحداث اللي حس يمكن اللي حوالين الأهلي، وده اللي أكد عليه النهاردة موسيماني في اجتماعاته مع اللعيبة، أنه ضروري جدا جدا التركيز في المباراة اللي جاية وعدم الانشغال بالأمور الإدارية. ويمكن النهاردة كان في مطالبة لكل اللعيبة بأن هم يستعيدوا مرة أخرى روح الفانيلا الحمراء أمام المقاولين ويحققوا فوز في مباراة بكرة. إن شاء الله يا رب يتم تحقيق الفوز دوت للنادي الأهلي إن شاء الله. طبعا إن شاء الله مباراة مهمة بكرة، مباراة مهمة جدا جدا أمام فريق أعتقد بدأ يرجع تاني لمستواه بعد فوزه طبعا على الإسماعيلي 1-0 نادي المقاولين تحت قيادة المدرب الكبير عماد النحاس. لكن مباراة بالنسبة للنادي الأهلي مباراة مهمة جدا جدا، نازل لازم يركز. وخلينا نتكلم على النقطة اللي انت اتكلمتي عليها سهام، ان كان في بعض الـ يعني اللغط شوية، انت عارفة مشكلة الشناوي والهدف بتاع أيمن أشرف وتعادل مباراة البنك الأهلي، كلها دي أجواء اعتقد النادي الاهلي قادر، ومجلس الاداره دايما، واحنا كلعيبه كنا في النادي الاهلي كنا بنفصل عن الكلام ده خالص، يعني ما عندناش مشكله اداريه يبدا اللعيبه يتكلم على الاداريات، طب الشناوي هيلعب مش هيلعب، طب ايه الكلام دوت، ما اعتقدش موجود في النادي الاهلي، واللعيبه عندها من الخبرات ومجلس الاداره والجهاز الاداري بقياده الكابتن سعد عبد الحفيظ قادر ان هو بيفصل اللعيبه عن الجزئيه ديت، يعني ما فيش، كل واحد بيشتغل في تخصص. ميزه النادي الاهلي التخصص، مجلس الاداره بيقوم بدوره كمجلس اداره، مدي كل الصلاحيات الفنيه للاداره الفنيه، الاداره على مستوى الاداره الكابتن سيد عبد الحفيظ وما يعاونه بيقوم باكبر جهد علشان ينظم الناحيه الاداريه، اما اللاعبين فليهم كمان خصوصيه انك انت مالكش غير التدريب والتركيز في المباريات. صح. مش اكتر من كده. مزبوط. لكن اللغط حوالين طب الشناوي طب هيلعب طب النواحي الاداريه كل دوت، النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي متعودين ان هم يركزوا تماما في مباراه بكره، مباراه قويه جدا جدا، وان شاء الله يعني زي ما قلت لكم المقاولين حقق فوز مهم على الاسماعيلي في المباراه اللي فاتت، وطبعا بيقودهم المدرب الكبير عماد النحاس، وعلشان كده المباراه صعبه، لكن زي ما اتكلمنا ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عارفين مدى اهميه هذا اللقاء، وبيحاولوا طبعا بقدر الامكان ان طبعا التعادلين في اول 8 اسابيع امام وادي دجله وامام البنك الاهلي ان شاء الله ما يتكررش، وتبقى مسيره انتصارات، وده كمان على مستوى الروح المعنويه للنادي الاهلي
قبل ما يوصلوا للدوحه لتمثيل مصر وتمثيل افريقيا في كاس العالم للانديه. مظبوط مظبوط. انت دلوقتي بتشير لنقطه مهمه جدا، وفكره ان بعد المباراه الجدليه ما بيننا وما بين البنك الاهلي كان فيها جدل كبير قوي بسبب التحكيم، واحنا تناولناه هنا اكتر من مره مع اكتر من ضيف. اللعيبه هنا لازم نقول برضو انها بتفصل، لازم بتفصل يعني طبيعي. بعد الماتش صفحه واتقفلت، سواء فزنا سواء اتعادلت، فانت اوريدي بتطوي الصفحه دي سريعا جدا علشان بتركز في الاهم. صحيح. الاهم والمهم اللي جاي، فده طبعا حاجه مهمه جدا جدا. احنا نتناقش هنا، احنا نتناول الظلم التحكيمي، اي امور خص امور اخرى تخص النادي الاهلي، لكن بالنسبه للفريق، فريق النادي الاهلي لا خلاص هو بيركز بقى في اللي جاي. خلي بالك اللي قدامنا دي الشناوي مع موسيماني مع خلاص ده اللي جاي عمرو، هو كمان بيتكلم يعني خلي بالك برضو الشناوي لازم بيتكلم مع موسيماني، بيشرح له، ممكن بيشرح له الظروف. موسيماني بيقوم بدوره زي ما انت عارفه بالدور النفسي المؤهل للشناوي وكل اللعيبه. الشناوي بيتكلم كقائد للفرقه كمان، وخلي بالك اكيد الشناوي اتكلم مع الفرقه، انتوا مالكوش دعوه بالكلام ده خالص. أيوة. وكان سبورت جامد جدا لعلي لطفي كمان، ده الناس لازم تعرفه. صح. زي ما الشناوي حكى لنا قبل كده ان في احد المباريات يمكن الشناوي نسي او عايز يغير الجوانتي بتاعه، اول واحد جري جبل الجوانتي هو علي لطفي. دي روح النادي الاهلي. صح. اللي بيغيب رغم طبعا تاثير الفني ل فكر نهائي لما الكاس قاعد حبيبي ذاكر علي قاعد يذاكر. فده دور مهم بيقوم بيه الشناوي. موسيماني شفنا اللقطه بيتكلم مع الشناوي. الامور ان شاء الله في النادي الاهلي بتتلم بسرعه جدا، الاصرار موجود عند فرقتنا باذن الله يحققوا نتيجه جيده بكره باذن الله امام المقاولين العرب يا رب. قفشه واحد من اللعيبه المهمين جدا في النادي الاهلي، والنهارده طبعا يمكن قفشه خرج امبارح من مران الفريق بعد ما تعرض لاصابه خفيفة في رجلين، النهاردة بيعود وانتظم في المران الجماعي علشان يكون جاهز انه يشارك في مباراة المقاولين بكرة ان شاء الله. طبعا اضافة كبيرة، واحد من النجوم اللي تألقوا في الفترة الاخيرة، وجوده مهم طبعا في مباراة مهمة جدا امام المقاولين. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن ده لقطات من تدريب النادي الاهلي النهاردة، اللي قبليها كان في محاضرة فنية للفريق عن طريق الفيديو. موسيماني بيقعد مع الفريق قبل التمرين اللي حضراتكم شايفينه، اتكلم اكيد كالعاده عن بعض النقاط والامور الفنيه الخاصه بالتحضير اولا لمباراه المقاولين العرب، وكمان اللعيبه شافت ايه السلبيات، بعض السلبيات اللي كانت موجوده في مباراه البنك الاهلي. بيتكلم مع طبعا نقاط الضعف والقوه في فريق المقاولين، اكيد اتفرجوا على مباراه المقاولين والاسماعيلي، بيستعدوا بشكل مباشر وشكل جدي جدا ان شاء الله للمباراه بكره ان شاء طيب الله. نقول يا كابتن هاني بسرعه جدا لقائمه الفريق اللي اعلنها موسيماني المباراه بكره ان شاء الله، اللي بتضم كل من علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء في حراسه المرمى، خط الدفاع احمد رمضان، بيكم، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، محمد هاني، خط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه، قفشه، حسين الشحات، وكهربا طاهر، محمد طاهر كمان، وفي خط الهجوم مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا. واضح طبعا من القائمه كمان عوده مروان محسن. دلوقتي عندنا تقريبا اكثر من 3-4 لعيبه في مركز راس الحربه. موسيماني بيحاول بقدر الامكان انه يدي فرص للجميع، ولكن بكره اعتقاد الشخص ان شاء الله هيكون في تركيز على النواحي الهجوميه. المباراه اللي فاتت كان في استحواذ كبير جدا، لكن ترجمه الاستحواذ وترجمه الفرص اللي بتضيع ديت لازم ان شاء الله تكون اتعالجت، وبكره باذن الله يكون ليها اثر ايجابي ان شاء الله. إن شاء كمان الله. على المستوى فيروس كورونا، الدكتور احمد ابو عبله طبعا طبيب الفريق بأعلن عن سلبيه المسحه الطبيه اللي خضع ليها لاعبي النادي الاهلي النهارده استعدادا لمواجهه المقاولين العرب بكره ان شاء الله. طبيب الفريق اكد كمان هيتم اعاده المسحه الطبيه لاكرم توفيق. اكرم توفيق كان عمل مسحه اولى وكانت النتيجه مش ايجابيه، لكن كان فيها بعض يعني مش متاكدين قوي من المسحه، هيكررها تاني، هيخضع لمسحه تاني ان شاء الله، هتظهر يمكن نتيجتها خلال الساعات المقبله. طبعا كل ده في اطار استعدادات النادي الاهلي لقاء المقاولين زي ما قلنا لحضراتكم. المباراه
مباراة قوية، مباراة صعبة، لكن النادي الأهلي قادر بإذن الله بالتركيز والإصرار إن شاء الله العودة على طريق الانتصارات بإذن الله. إن شاء الله بيصوروا المساحات بضمير بضمير. لا المساحات طبعا موضوع صعب، لكن أنا ما بقدرش أتفرج على أنا الحمد لله رب ما يعني صح. ما حدش يحوجنا للمسحة، ما فيش حاجة تحوجنا للمسحة، بس لقطة صعبة صعبة، وأكتر ناس في البلد عملت مسحات لعبت الكورة لعبت الكورة. لا طبعا. طيب تعالوا مع حضراتكم نروح نشوف تقرير والفريق ازاي بيختتم استعداداته للمباراه المهمه جدا امام المقاولين العرب. نروح للتقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. على خير ان شاء الله. النهارده امير توفيق مدير التعاقدات في النادي بيعلن فسخ عقد اللاعب الانجولي جيرالدو، وطبعا ده كان بالتراضي، كان بتسويه كافه الامور الماليه الخاصه بالطرفين، ووقع جيرالدو على طبعا ما جاء في مذكرة التسوية. في نفس الوقت الجهاز الفني واللعيبة النهاردة طبعا قاموا بواجب الوداع الأنجولي، ووجه لي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة كل الشكر عن الفترة اللي قضاها في النادي، وسام طبعا أكيد مع زمايله في تحقيق العديد من البطولات سواء المحلية أو القارية. كل التوفيق له في المرحلة ومشواره اللي جاي إن شاء الله. طبعا جيرالدو علق طبعا على رحيله من القلعة الحمراء برسالة شكر لجماهير النادي الأهلي وزملائه، كتب على حساب في انستجرام اليوم إنه آخر يوم لي في النادي الأهلي، أود أن أشكركم على أشكر جميع زملائي في الفريق وجميع مشجعي النادي الأهلي على ما عشت هنا في العامين الماضيين، وشكرا لكم. يعني خلينا نتكلم شوية عن الجزئية ديت، وخاصة أكيد جيرالدو طبعا يعني كل الشكر ليه، قدم ما في استطاعته خلال وجوده في النادي الأهلي. النادي الأهلي خلينا نتكلم كمان من خلال السوشيال ميديا سهام، بدأت الناس تتكلم أصل النادي الأهلي دفع كامل عقده وده مبلغ كبير جدا. خلينا نتكلم بكل أمانة، ودي رسالة لجماهير النادي الأهلي، النادي الأهلي بيتعامل بكل احترافية مع أي لعيب على مستوى التعاقد وعلى مستوى فسخ التعاقد. بأكد لكم أن النادي الأهلي ما فرطش في حقه، كمان إدى حق اللعيب لكن بالتراضي، يعني في عملية تمت ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة واللاعب، واللاعب زي ما أنتوا حضراتكم يمكن شفتوا أو تابعتوا من خلال التويتر، من خلال كمان توديع زملائه ليه هو كان سعيد، لكن في بعض وسائل السوشيال ميديا كتبت أرقام كبيرة جدا وأن جيرالدو حصل على ملايين الملايين. أنا بقول لحضراتكم أن إدارة النادي الأهلي إدارة محترفة عارفة بتشتغل إزاي، أن جيرالدو يعني بالتراضي بما يناسب النادي الأهلي وبما يناسب كمان اللاعب. فدي نقطة كان مهم جدا أن أوضحها لحضراتكم، وإحنا عندنا كل الثقة في مجلس إدارته. طبعا هو كمان كلاعب تعامل بشكل كمان طبيعي احترافي طبيعي. آخر طبعا كل الشكر ليه يعني طبعا. يعني كل الشكر ليه على المجهود اللي قدمه، ويمكن كان في بعض الانتقادات عليه، لكن دايما اللعيب يعني خلي بالك هو أضاف، يعني كمان النادي الأهلي أضاف لجيرالدو، لما يخرج من النادي الأهلي أكيد إن شاء الله ربنا يوفقه ويروح أكيد. نادي يعني يقدم فيه مستويات أفضل إن شاء الله طبعا. إحنا هنروح لفاصل بعد الفاصل نكمل طبعا في البيت الكبير، خلصنا أخبارنا لفرقتنا النادي الأهلي، يا رب إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بكرة. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل أخبارنا العالمية في البيت الكبير. هنبدأ أخبارنا العالمية بالأهلي وكأس العالم للأندية، البطولة العالمية اللي النادي الأهلي العظيم هيشارك فيها وهيقابل البايرن في حال تخطي عقبة الدحيل زي ما احنا عارفين وكاتبين امبارح. هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني كان بيتكلم في حوار له للموقع الرسمي للفيفا عن قرعة كأس العالم للأندية الشهر اللي جاي. فليك قال إيه بقى؟ قال إنه بايرن ميونخ هيواجه أقوى فرق في العالم، وانه الامر ده بيكون مختلف لما تلعب ضد فريق سواء من اسيا او افريقيا او امريكا الجنوبيه، وبتكون عقليات الانديه دي مختلفه عن عقليه الانديه الاوروبيه. فليك اتكلم عن القرعه وقال انه لازم يحضر فرقته يعملوا اللي عليهم يتخطوا طبعا نصف النهائي، وبعد كده يفكروا في النهائي طبعا. ده مهم جدا جدا اكيد. المهم كمان يا سهام ان احنا دايما هنا في قناه النادي الاهلي، اول ما النادي الاهلي فاز بالبطوله الافريقيه التاسعه
وقلنا ان النادي الاهلي هيشارك في كاس عالم الانديه من اعظم البطولات ومن اقوى البطولات العالميه وافضل انديه العالم بتلعب في هذه البطوله. يمكن بعض الناس كانوا بيقول لك بطوله ملهاش لازمه، ده اي كلام، ودايما بنقول ان النادي الاهلي بيحط نفسه في مصاف الانديه العالميه. ده بقى مش عن لساني انا، ده عن لسان هانز فليك، ده المدرب الرائع للبايرن، اللي بيقول فعلا ان البايرن هيروح يلاعب اعظم انديه العالم، وبيتكلم اكيد من ضمنهم النادي الاهلي. فالنادي الاهلي منتظر ان شاء الله مشوار عظيم ان شاء الله ربنا يوفقه فيها. طيب من البايرن نروح لروما. حضراتكم عارفين ان روما خسر امبارح من سبيزيا، ده سبيزيا احد الانديه الصاعده حديثا للسيريا اه، خسر امبارح في كاس ايطاليا بنتيجه 4-2 وخرج من دور ال 16. المباراه يمكن يعني كان فيها شوطين اضافيين، لكن حصل فيها شيء غريب جدا، ان يعني فريق روما اجرى 6 تبديلات. حضراتكم عارفين المسموح بس في التبديلات 5، لكن حصل يمكن حالتين طرد في دقيقه واحده للاعبي روما. المدرب فونيسكا قال انه عمل تغيير بس ما خدش باله، يعني التغييرات حصلت سريعا جدا، وحضراتكم عارفين ما فيش يعني الناس تقول لك طب الحكم ما خدش باله، لا ما فيش، الحكم ملوش يعني نص كده في اللائحه ان الحكم يعني ملوش دعوه بعدد التغييرات، والتنبيه لازم يكون على إدارة النادي، والمسموح به طبعا 5 تغييرات، لكن حصل 6 تغييرات. لكن طبعا كده كده روما خسر 4-2، كانت مفاجأة كبيرة كمان في الدوري في كاس إيطاليا قبلها بأسبوع، خروج البايرن كمان من فريق درجة تانية، وزي ما بقول لحضراتكم الكرة ملهاش كبير، خروج البايرن وخروج كمان روما من كاس ألمانيا ومن كاس إيطاليا، ده بيدل فعلا أن الكرة ملهاش كبير. يمكن لما تسأل فونيسكا مدرب روما عن الموضوع قال في المؤتمر مش عارف إيه اللي حصل، لو في خطأ الأخطاء دي هنناقشها داخليا داخل النادي، وأعتقد يعني خطأ غير مقبول على المستوى الإداري لفريق كبير بحجم فريق روما الإيطالي. طيب نروح للنجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش، بعد طبعا ما انضم النهارده رسميا لصفوف ميلان الايطالي في صفقه انتقال حر، تألق طبعا في اول تمرين له، وانضم طبعا للميلان بعد ما فسخ عقده مع الدحيل القطري، وهيشارك طبعا ابراموفيتش في الهجوم. ابراموفيتش قال عن انضمام مانزوكيتش انه دلوقتي ميلان عنده ثنائي بيرعب بيه الخصوم. صحيح صحيح، لعيب طبعا عنده خبرات كبيره جدا رغم يعني تقدمه في السن شويه، ابراموفيتش قرب كمان على 40 سنه، لكن لعيب عنده خبرات كبيره جدا زي ما حضراتكم شايفين، ده بيجتاز الاختبار الطبي عن طريق طبعا وجوده في الميلان. الميلان بيقدم مستويات اكتر من رائعه في السيريا اه، متصدر البطوله لغايه دلوقتي. يمكن احلام الميلان واحلام جماهير ومحبي ومشجعي الميلان انه يشوف الميلان تاني عوده سريعه جدا للتشامبيونز ليج، لانه كمان من الفرق الكبيره اللي حصلت على التشامبيونز ليج، لعيب قدراته كبيره. اعتقد مع وجود ابراهيموفيتش كمان هيقدموا ثنائي مرعب في الدور الثاني من السيريا اه بالنسبه لفريق الميلان. طيب تعالوا نروح مع حضراتكم من الميلان نروح للارسنال. النهارده ارسنال الانجليزي بيعلن توصله لاتفاق فسخ تعاقده مع المدافع اليوناني الشهير سقراطيس. سقراطيس كان انتقل زي ما حضراتكم عارفين برضو من الارسنال، من دورتموند للارسنال عام 2018، لعب حوالي 69 مباراة مع النادي الانجليزي، لكن لغاية دلوقتي يعني سقراطيس عنده فري لايسن، ما عندوش دلوقتي اي عرض، وان هو دلوقتي لاعب فري وبرضه من اللعيبه المميزه، لكن النهارده الارسنال بيعلن او بيفسخ عقد هذا اللاعب سقراطيس، هذا اللاعب اليوناني، ويكون لاعب حر، ممكن بعض الانديه تستفيد بهذا اللاعب في الفترات اللي طبيعي ده بيتم طبعا في فتره طبعاً الانتقالات الشتويه او الصيفيه اللي هتبدا طبعا بعد الموسم الحالي. خلينا نروح انه بقى لميسي، بقى ميسي وبعد ما تم ايقافه مباراتين بسبب انه اعتدى على احد لاعبي بالباو في نهائي السوبر الالماني، رونالد كومن المدير الفني لبرشلونه بيرفض الاستسلام ده. والنهارده يمكن في مؤتمر صحفي له كومن يعني قال احنا مش موافقين على العقوبه دي وهنتظلم عليها. طبعا عارفين حضراتكم ان برشلونه هيلعب بكره مع فريق كورنيل في كاس ملك اسبانيا. أيوه. وده حدث عارف انت لما ايه تسمعه كل 20 سنه مره كده فتكون مستغرب، واحد في المليون بس بيحصل اهوت مع نجم عالمي يعني. صحيح. صحيح.
خلينا لسه مع اخبارنا العالميه، هنتكلم عن التشكيل المثالي اللي اختاره جمهور الاتحاد الاوروبي لعام 2020. شهد التشكيل تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ميسي، نجمي طبعا اليوفنتوس وبرشلونه، ويمكن دي المره اعتقد المره ال 15 اللي بيظهر فيها رونالدو ضمن هذه القائمه على مستوى ميسي، دي المره ال 12 اللي بيظهر فيها ميسي على قائمه افضل لاعبين على مستوى الجماهير في اوروبا. علشان نعرف اكتر معانا تقرير عن هذا الاستفتاء، وبعد التقرير معانا فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نستقبل اول ضيوفنا الكابتن احمد ابو مسلم. برحب بحضراتكم مره تانية في اولى حواراتنا او فقرتنا الحواريه الاولى دي مع الكابتن الكبير طبعا احمد ابو مسلم، اللي مش اول مره يشرفنا في البيت الكبير عشان نتكلم كالعاده في اي حدث يخص النادي الاهلي. وزي ما احنا عارفين يمكن الفتره اللي فاتت بعد مباراه الاهلي والبنك تحديدا كان في حاجات كتيره جدا يمكن شغلت بال الراي العام وجمهور السوشيال ميديا على مواقع الاتصال الاجتماعي، وكان ابرزها فكره التحكيم. انا مش عايزين نكون هنا يعني بنتكلم في فكره بقى ان احنا المظلوميه ومش عايزين نظلم حد. فكره النهارده ان يتحكم على الشناوي او يصدر في حقه قرار بايقافه 4 مباريات وتغريمه غرامه ماليه، ده شيء احنا نقف عنده هنا في قناه النادي الاهلي وفي برنامجنا في البيت الكبير علشان نعرف يعني ما وراء هذه الأحداث من وجهة نظر ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، والمباريات برضو المهمة اللي بتنتظر الفريق، لأن احنا مش هنوقف على مباراة انتهت بالتعادل وخلاص. يعني لسه المشوار كبير يا كابتن أحمد، أنا برحب بيك ومشرفنا في البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضرتك طبعا كابتن أحمد، منورنا في البيت الكبير ودايما بنستمتع بيك. وزي ما قالت سهام يمكن ملفين ثلاثة هنتكلم عليهم. أولا طبعا إن شاء الله مشوار النادي الأهلي استكماله لبطولة مسابقة الدوري العام أمام المقاولين العرب. خلينا نتكلم الأول على شفت إزاي مباراة البنك الأهلي، مش هقول لك من الناحية الفنية اتكلمنا فيها كتير، لكن من ناحية القرارات واللي طلعت على محمد الشناوي وآراء أحمد أبو مسلم في الموضوع ده كلاعب عنده خبرات كبيرة جدا في الدوري المصري على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. هو اكيد يا كابتن الماتش كان، نجينا نتكلم فنيا الماتش كان صعب شويه، كان صعب. اكيد النادي الاهلي البطل، فالفرق كلها حافظه مفاتيح لعب النادي الاهلي والشكل والسيستم اللي بيمشي عليه موسيماني، بس احنا بنتكلم في الاخطر اللي هو القرارات الموجوده. يعني انا مثلا ما كنا موجود حضرتك في اوروبا وما كنت موجود في فرنسا، لما يكون في قرار بيكون اثناء الماتش وبعد كده في لجنه، لازم يكون في لجان، اللجنه الثلاثيه اللي احنا بنتكلم عليها لازم يكون في لجان متخصصه. يعني انا مش هدير كل حاجه لوحدي، صحيح. لازم في تخصص، لازم انا التحكيم لرئيس لجنه التحكيم، لجنه المسابقات ليها رجل المسابقات، لازم يكون في كل لجنه الانضباط، لازم يكون في حاجه. كابتن مش معقول انا كراجل موجود انا اللي هدير كل حاجه، ما دي كده مش موضوع انا داخل واخد المقاوله كلها، ما ينفعش. صحيح. فده اللي احنا بنتكلم فيه. انا مثلا حصل معايا مثلا لما كنت بلعب ماتش بوردو فرنسا، الكره اتحسبت، حكم اداني كارت احمر على طول في فاول، يعني في فاول ما فيش اي حاجه، فطبيعي انت تاخد كارت احمر على طول، تاخد 4 مباريات. صحيح. جابوا شريط الماتش ووديناه بعد ما كانش لسه بقى في فار ولا في اي طبيعي جدا طبعا. يعني النادي اتظلم، جابوا شريط الماتش بعد الماتش ادوني ماتش واحد شافوا اللي هي ما تستحقش حاجه زي كده. فاحنا بنتكلم لما يكون في لجان في حاجه قانونيه موجوده عليها او مستند قانوني لازم كل حاجه موجوده. ما ينفعش ان انا اعمل تقرير الحكم بعد اللقاء، لو حكم كان خد رياكشن ساعه اللقطه كنا نقول ماشي، بس ما ينفعش انا اتاثر بالشكل الداخلي او الحاجه اللي بره اللي انا عايز اخد شو او عايز اعمل حاجه على النادي الاهلي، فما ينفعش. هو تاثر ولا تاثر عليه؟ لا طبعا تاثر عليه الاثنين، خلي بالك. يعني هو اللي احنا بنتكلم في الميديا دلوقتي والموضوع بقى صعب جدا. ففي حالات كتير حصلت قبل كده، في انديه كتير عملت حاجه زي كده، مش معنى ما تاخدش الرياكشن ده قدامها. يعني في ناس مسكت وفي ناس مسكت الحكم من ايديه وفي ناس عملت الفاظ، فالموضوع بيبقى صعب جدا. لو انت محدد المسابقه بمواصفات معينه يعني اللي هياخد اللي هيعمل كده هيتاخد كذا ماتش، اما الموضوع مش هواء شخصيه. ما ينفعش النهارده يبقى انا شايف النادي الاهلي في حاجه، لا انا هطلع البطل على حساب النادي الاهلي، ما ينفعش. لازم يعرف هو بيتكلم مع مين النادي الاهلي، ولازم يتكلم بالظبط. احنا بنتكلم لو الراجل اخطا ماشي ما فيش مشكله، بس بيكون في حاجه لائحه موجوده تحكم بيني وبينك. حتى غير اللائحه احمد، انت بتتكلم على منطق العقوبه الاداريه، انت ما فيش عقوبه اداريه طلعت من الحكم، طالما ما فيش عقوبه اداريه يبقى بالتالي التقرير اللي هيروح ل ما فيهوش حاجه. وبالتالي دي نقطه. النقطه الثانيه اللي اتكلمنا فيها ان طبيعي ان الجوله تخلص، الجوله الثامنه لازم تخلص، وبعدين لو بيكون في عقوبات على
ما ظهر في هذه الجولة من كل الأندية بتبدأ العقوبات، لكن سرعة اتخاذ القرار مع عدم وجود يعني مخالفة إدارية مع تقرير الحكم، كل دي علامات استفهام، والنادي الأهلي مش هيقف عندها على مستوى الفني. لكن احنا في قناة النادي الأهلي ودايما بنقول احنا بنحارب وبنشوف الخطأ فين، ولازم نكون سبورت للاعبتنا وجهازنا الفني اكيد يعني. بالظبط يا كابتن، بالذات خلي بالك اليومين اللي فاتوا احنا شفنا تصريحات الموجوده، اللجنه الموجوده اللي هي اللجنه الثلاثيه بتتكلم، اللي الراجل ما حكمش باي حاجه يعني، لجنه الانضباط او الموجوده قالك ما وصلناش اي حاجه يعني كده، الموضوع تقرير الحكم اكيد اثر عليه عشان كده هو اللي عمل حاجه زي كده. فاحنا بنتكلم فين تقرير الحكم، فين انا بتكلم بس نفسي افهم يعني في الدنيا يعني هو ازاي انا ادير كل الاتحاد كله مع احترام الناس الموجوده يعني، هو انا ازاي ادير كل المسابقات؟ ما اكيد مش هيبقى عندي خلفيه وعندي حاجات كتير جدا يعني. لسه شايفين من ضمن الاسباب قطاع البرامج كله اتلغى يعني. قطاع المسابقات كلها بتاعت البرامج كلها كله اتلغى، اتلغت دي اتلغت، البرامج اتلغت دلوقتي في الناشئين واللي هي 2099 و2001 و2003 و2006 دول عشان في منتخبات جمهوريه. فدلوقتي انت قرار زي كده انت عارف حيثياته ايه؟ انت عارف النشاط هتوقف ازاي؟ فدي انا بتكلم فيها، انا مش معقول انا هدير كل حاجه وانا ما عنديش خلفيات في حاجه زي كده. تاني حاجه عندك انت بدات المسابقه بشروط معينه، ازاي بعد ما المسابقه تبتدي وانا رضيت بالشروط كلها تتغيرها تاني، تغير البند يعني كل البنود التاني وتعمل حاجه مكمله لحاجه زي كده؟ امال كابتن احمد تفتكر القرارات دي بيتم اتخاذها بناء على ايه وانا مش عارف ما وراءها نتيجتها؟ عشان انا شغال لوحدي مش عارف، ما عنديش اي حاجه عن اللوائح الموجوده او مش مدرك بالظبط المشاكل فين بالظبط. فلازم مثلا زي ما بنتكلم بره ولا اي حته بنتكلم في النظام، لازم اكون انا مسؤول لحد عن اللوائح موجود، لجنه الانضباط موجوده، لجنه المسابقات موجوده، لازم يكون عندي الحاجات دي كلها. اصعب يعني اسهل حاجه التحليلات او اللي هي الكورونا. لحد دلوقتي احنا كنا ماشيين بره غلط، عملنا رابط تيست بعد كده رجعنا تاني الغى رابط تيست، ارجع تاني المسحه تاني، ففي تخبط كبير جدا. فلازم اللجنه ديت الثلاثيه لازم يكون لازم استعين باصحاب الخبرات، لو انا مش عارف ادير استعين باصحاب الخبرات. وخاصه ان اللجنه الثلاثيه مع احترامنا طبعا لكل الشخصيات الموجوده فيها، هي لجنه مؤقته لحين انعقاد طبعا انتخابات اتحاد الكوره، وبالتالي لازم تكون كل القرارات اللي بتاخدها قرارات عادله. احنا ما بنطلبش اكتر من حقنا، النادي الاهلي عمره ما طلب اكتر من حقه، احنا بنشوف حاجه بنقول الكلام ده غلط والكلام دوت ما ينفعش، لانه في معيارين دايما المقاييس بمعايير مختلفه بتسبب في السوشيال ميديا، بتتكلم في تعصب للجماهير، بنتكلم كمان على عدم انتظام مسابقه. فنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني كل الامور دي تتحسن. وهرجع معاك للفنيات ومباراه النادي الاهلي بكره قدام المقاولين العرب، شايفها ازاي يا كابتن؟ هي بس كان في نقطة كابتن هاني بس عايز أوضح فيها من ضمن برضك الأسباب بتاعت اللجنة الثلاثية. المفروض ده من وجهة نظري اللجنة الثلاثية أنت موجود فترة مؤقتة اللي هي مثلا شهر ونص أو شهرين أو ثلاث شهور اللي أنت موجود، أنا شايف مش من حقك اللي أنت تشكل منتخبات برضك. أنا أشوف اللجنة الاتحاد اللي جاي جديد لازم هو المدرك عنده السيفيهات كلها، هو اللي يقدر يحدد المنتخبات الموجودة، منتخبات الناشئين والشباب. طبعا كابتن، وخلي بالك احنا من سنة بقالنا خمس ست سنين أو سبع سنين كل المراحل السنية عندنا فيها مشاكل. مفيش إلا كابتن شوقي غريب هي الميدالية الوحيدة الموجودة، لو جينا نضيف قبل كده كل التصفيات الأفريقية احنا طلعنا منها. صحيح. فلازم أكون عندي معايير لاختيار المدرب المنتخب، لعيب دولي أو لعيب مثل منتخب مصر، عنده الإمكانيات، عنده المعايشات اللي بره عشان أقدر أقارن. ما ينفعش انا اقعد شهر ونص اجيب حد ما لعبش ممارس كره قدم، ممارسش خالص بس عشان ارضي حد ادخله جوه. فدي برضك من ضمن الحاجه اللي عليها كومنتات علامه استفهام، يعني ازاي انا شكل المنتخب وانا قاعد شهر ونص وهمشي؟ فدي برضك حاجه من ضمن التخبط اللي هو موجود، وخاصه ان المنتخبات ديت هتشتغل لسهام اكتر من 3 4 سنين. انت بتعمل خطه يعني طويله الاجل 3 4 سنين، عندك على 4 سنين، وبالتالي انت مش ما عندكش الصلاحيات لهذه المده، وبالتالي كان ارجاء شويه. انت كنت شايف ارجاء شويه عمليه تعيين المنتخبات او اختيار مدربي المنتخبات لما بعد الاتحاد، وده اللي بيترتب عليه اللي احنا شايفينه دلوقتي. ما جيني مثلا عندهم تخبط اداري، يطلع منتخب مسافر من غير رئيس بعثه من غير اي حاجه، وبعد كده ترجع تحاسب المدير الفني. طب المدير الفني مش هيعمل كل حاجه؟ ما ده اللي بنتكلم فيه، اللي احنا ماشيين اللي انا شايل كل حاجه، انا شايل الليله كلها يعني. فده اللي بنتكلم فيه ان شاء الله. طيب. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. بنتكلم عن يعني اقل من 24 ساعه مباراه بتفصلنا طبعا، يعني ساعات قليله جدا بتفصلنا عن مباراه المقاولين، ومباراه ما بتقبلش الاسم على اثنين يعني. يمكن بالنسبه للنادي الاهلي لازم يعوض التعادل في مباراته الاخيره مع البنك الاهلي. اكيد طبعا النادي الاهلي اللي جينا نتكلم بس نقول لمقاولين العرب بالفنيات اللي كان فيها كابتن عماد النحاس، كان عنده الفتره اللي فاتت في مشاكل وعنده لود كبير جدا في افريقيا بالذات اللي هو
مسار لعيب القوام الاساسي بتاعه هو اللي بيلعب، فعنده مشاكل في السفر وفي الرجوع وكلام من ده والاصابات وضغط الدوري. فالفتره دي شفت المولين مش نفس المستوى اللي كنا مستنيينه منه. عنده اصابات، عنده ناس مؤثره جدا، عنده ناس مشيت، طاهر محمد طاهر كان مفتاح لعب من ضمن المفاتيح اللي هي القويه جدا عنده. الماتش الاخير رجع له الثقه نوعا ما، ماتش الاسماعيلي اللي قدر يجيب فيه هدف في اخر اللقاء. فشايفين حتى تاثير الكابتن، حتى الكره يعني الصوره اللي جت على الكابتن عماد اللي هو بياخد نفسه شويه، فدي بتدي له ثقه شويه. الماتش ابتدى يخش في الجيم والترتيب اللي هو الطبيعي بتاع نادي المولين. ضيف على كده النادي الاهلي، اللي جينا نتكلم عن النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي عنده الفتره اللي فاتت في ناس ووتر باليا دخل مكان محمد شريف. انا كان من رايي اللي كان لازم شويه نوعا ما ووتر باليا ياخد واحده واحده تدريجي، عشان طريقه لعب جينا نتكلم طريقه لعب نادي الجونه غير طريقه النادي الاهلي. فالراجل اللي موسيماني اداله الثقه. في لعيبه كانت مميزه بشكل كبير، اكرم توفيق ابتدى يخش نوعا ما في التشكيل. التشكيل بتاع النادي الاهلي دلوقتي نقدر نتكلم، ودين الحلقات اللي انا كنت اتكلمتها معاكم اللي هو الدكه دلوقتي بقت قويه جدا في النادي الاهلي. الدكه بتنزل بتاثر بشكل كبير على 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 اللقاء او مجريات اللقاء الموجود. اكيد مستنيين بكره النادي الاهلي شخصيه البطل ان شاء الله. ماتش هيبقى صعب جدا، هنتمنى النادي الاهلي يقدر في اللقاء من اول اللقاء يحسم الماتش من اوله، عشان انت تقعد في اللقاء الثقه بياخدها نادي المقاولين العرب. نادي المقاولين العرب نادي كبير، فاكيد هيبقى قافلك خط الهجوم بتاعك او المنتصف الملعب بنتكلم فيه، اللي عندنا ديانج او حمدي فتحي او السوليه. هيبقى عندنا طبعا نص ملعب فيه زحمه، فلازم يكون في حلول فرديه او في سيناريو للمدير الفني موسيماني لازم يحدده. ايه اللي من وجهه نظرك ممكن النادي ان شاء الله النادي الاهلي بكره يعمله علشان مش هنقول لك ننهي المباراه بدري، لان المقاولين فرقه كبيره برضه عندها طموحات وبدات ترجع تاني لجزء من مستواها، لكن ايه اللي يقدر يعمله موسيماني من خلال التشكيل مختلف شويه عن مباراه البنك الاهلي؟ هو كابتن في موسيماني كان عنده بس نقطه في ماتش بنك الاهلي، اللي احنا كناش بنلعب راس حربه صريح. هو كان بيلعب راس حربه وهمي اللي هو كان بيعملها ساعات مع اجاي فايلر، كان بيعملها مع اجاي. فدلوقتي نوعا ما مش 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 دي المطلوبه دلوقتي. انت دلوقتي عندك راسات حربه مميزه جدا. انت قبل كده كان عندنا مروان محسن كان في نوعا ما ما كانش فيه توفيق. دلوقتي انت عندك ثلاث راسات حربه مميزين جدا، يعني صلاح محسن موجود، محمد شريف موجود، ووتر باليا موجود، فانت عندك الحته دي. مروان بكره في القائمه كمان. فانت لازم العب راس حربه ثابت عشان يقدر يقفل لي الثلاثه او الخط الدفاعي، يقدر يقف يبقى عنده سبورت، يقدر يفتح المفاتيح لعب للناس اللي جايه من تحت. بالذات احنا عندنا مميزات دلوقتي، الو ديانج بيقدر يزيد بشكل مميز جدا، حمدي فتحي عنده ثبات كبير جدا، ناحيه شمال علي معلول بيضطر يطلع بمميز مفتاح لعب. فانا لازم اثبت الحته دي، لو انا بجيب راس حربه مش هو مكانه زي وليد ما كان بيعمل الماتش اللي فات، وليد بينزل لتحت فبضطر بضغط لتحت بنزل لتحت. فدي من ضمن اللقاءات اللي احنا عايزين نلعب راس حربه صريح، اقدر اخليه يفتح لي مفاتيح اللعب اللي جايه الناس اللي جايه من تحت. صحيح. طب بتتكلم عن مباراه يمكن اهم تستعيد نغمه الانتصارات وصداره الدوري مره اخرى، فبنتكلم عن هنا الناحيه الفنيه بالنسبه للمقاولين زي ما اتكلمت عن الاهلي، شايف الامور الفنيه للمقاولين العرب بكره ازاي؟ لا هو بقاده عماد النحاس. طب لا هو المقاول العرب اكيد كابتن عماد عارف اللي بيلعب قدام الاهلي، فهيقدر يوقف لك طريقه اللعب. يعني خلي بالك ماتش البنك الاهلي كابتن محمد يوسف من الخبرات موجوده في النادي الاهلي والفتره كان اضاف في النادي الاهلي كان مميز جدا، فقدر يقفل لك الملعب بشكل كبير، يعني يقدر بلغه الكوره كده يخنقك في الملعب. فالمقاولين هيبقى عنده كده، وعنده مفاتيح لعب مميزه بشكل كبير. فهو هيقدر اول حاجه مش هيعمل ريسك، اول ماتش هيقدر يقفل لك بشكل مميز جدا، عارف بيلعب قدام النادي الاهلي فهيقدر يقفل لك الجيم، وبعد كده هيلعب على الهجمات المرتده. ومع عنصر الوقت هو عايز يوصل الموضوع عنصر الوقت، كل ما عنصر الوقت هو كسبان. فكابتن عماد مش هيقدر يخاطر بشكل كبير، هو عارف بيلعب النادي الاهلي وعايز يمشي على فتره اللي هي الثقه اللي كانت موجوده وكان عنده عدم توفيق ابتدت تمشي معاه شويه، فمش هيقدر يخاطر بكره قدام النادي الاهلي. اكيد مش هيكون في مخاطره، لكن خلينا نتكلم كمان يمكن على انت اتكلمت طبعا من الحاجات اللي انت كنت شايفها سلبيا، ما بداناش بتارجت سترايكر او راس حربه ثابت. بكره ان شاء الله دي نقطه مهمه جدا اعتقد موسيماني هيحلها في خط النادي الاهلي. هنيجي لخط النص، تعتقد وجود اليو ديانج لا غنى عنه، حمدي فتحي ولا عمرو السوليه؟ انت عارف عمرو السوليه كان غايب بقاله فتره، يمكن شارك في المباراه اللي فاتت لكن لفترات صغيره. هيبدا بكره بعمرو السوليه واليو ديانج ولا حمدي فتحي جنب ديانج؟ ده انا شايف نظرك الشخصي، انا شايف لو ممكن لا عمرو السوليه يقعد، يعني استنى شويه، يخش تدريجيا. ده انا من رايي، يعني هو الطبيعي اللي انت بتخش واحده واحده او بتخش على فترات من اللقاء يعني.
فدي النقطه الموجوده، مش عايزين نوصل للمرحله برضك اللي هي يا كابتن انا برضك عندي وجهه نظر اللي هو لما قلت ويتر بقول لازم ياخد وقت تدريجي واحده واحده عشان هو عليه لود، هو جاي النادي الاهلي نادي كبير يعني بكره يبدا محمد شريف مثلا. انا من رايي يبدا محمد شريف يشوف مجريات اللقاء ايه وبعد كده ويتر بقول ياخد تدريجي عشان يقدر يخش في المستوى اللي هو عايزه. هخلق منافسه قويه جدا بين محمد شريف اللي هو ماشي مميز وما خسروش الفتره دي، هيبقى عنده ثقه في نفسه تاني بعد ما هو مستواه ارتفع بشكل كبير جدا، وويتر بواليا اقدر ادخله في المنافسه اللي هو ينافس مع محمد شريف، هبقى عندي اثنين في جزء من المباراه ده يعني جزء من المباراه لازم انزل يعني شويه اشوف. انا عندي ثلاث مراسات حربه مميزين جدا، بس انا دلوقتي شايف الافوق دلوقتي الحاله النفسيه دلوقتي محمد شريف ماشي مميز جدا، فلو جيت قعدته وبدات ويتر بواليا هتلاقي الموضوع برضك شريف الثقه برضك هيبقى بس يقول لك انا ماشي كويس وبعد كده قعدت، فهي انا لازم اعمل جو فيه حماس بين اللعيبه عشان اقدر اكتر. طبعا وده بعيد يعني بعود على الفرقه، نفس الموضوع اللي هو عمل ميزه برضك مميزه جدا اللاعب اكرم توفيق باك رايت وابتدى يشتغل بشكل مميز جدا فيها، فدي برضك محمد هاني لما يرجع هيحتاج جهد اكبر عشان يقدر يقف في الحته دي. من خلال متابعتك لمباريات الاهلي مع مستر موسيماني عايزك تقربنا كابتن احمد اكتر من فكر ميسيو موسيماني في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. لا هو مستر موسيماني هو ما عندوش تغيير كتير زي ما بنتكلم، هو السيستم بتاعه شغال عليه اللي هو اللي من الناس اللي هي بتحب تلعب الكره من تحت في المساحات الصغيره. حتى هتلاقي تعبيرات بتاعته لما بيجيب جون في لعب كره بيكون فرحان جدا ان هو بيحب يلعب الكره ويشاور اللي بنلعب يعني الباص من تحت. فهو ده الشكل بتاعه، ما بيغيرش كتير، عنده مميزات اللي هو بيحب يعملها حتى من ايام سان داونز ما كان موجود فيه، اللي هو لازم طرفين الملعب بيكون سرعه جدا بيقدر ينقله الهجمه في اسرع وقت من اللقاء. فهو راجل عنده مميزات كبيره جدا، عنده شخصيه وعنده سيستم في وقت قصير في النادي الاهلي قدر يعمل شكل مميز للفرقه، فدي من ضمن مميزاته، وعنده ثبات، عنده دكه تقيله جدا بره فبيقدر يستغلها بشكل كويس. انت شفتي بس هي بس النقطه اللي فاتت اللي هي بتاعت وليد، انا كان رايي وليد ينزل على فترات، يعني وليد برضك هو حتى تصريحاته بيقول لعيب كبير ويا ريته كنت حضرته من الشباب يعني صحيح من فتره فوليد كان ممكن ينزل على فترات عشان وليد عنده من الخبرات يقدر يجري امتى، يقدر يقف امتى، يقدر يحرز اهداف امتى، فدي حاجات برضك ممكن لازم تتصلح يعني. للاسف بتبعده النهارده اربع اسابيع عن اي مباراه للنادي الاهلي. طب في المقابل عماد النحاس يمكن النهارده بعد فوزه على الاسماعيلي يعني خلاص جاي بدوافع جديده النهارده خاصه بعد البدايه السيئه شويه في البدايات، بتشوف الموضوع ده ازاي؟ كابتن عماد النحاس هو اكيد كان عنده فلسفه يعني فنيه خاصه كده. طبعا هو كابتن عماد النحاس برضك عنده بي 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 عنده عنصر مميز جدا، هو راجل افريقي اللي هو مميز اللي هو السريع جدا اللي بيقدر يحرز له اهداف في شكل مميز، عنده ثبات محمد سمير ورا في خط الدفاع، عنده لعيبه مميزه بشكل كبير، بس ال 14 لعيب او القوام الاساسي اللي عنده هو دول اللي بيعتمد عليهم، بيلعب افريقيا بيلعب دوري، فعنده اجهاد وعنده اصابات كتير عشان كده المستوى ما كانش واضح المقاولين الفتره اللي فاتت. اول لما بيجيب المكسب بيجيب مكسب زي ما بنتكلم، اول ماتش الاسماعيلي ده بالنسبه له كان عنقه زي اللي هو ابتدي يطلعه للشكل بتاع ميلعب. ايوه فانا شايف الماتش هيبقى صعب، هو هيبقى صعب، عماد حريص عنده شكل ما بيخاطرش بيحب يلعب برضك بيلعب كوره، او المدربين اللي هم عندهم اللي هم الهدوء زي ايهاب جلال بيحب يلعب كوره وبيحب اللعيبه تلعب، بس هيبقى بكره هيحاول على قد ما يقدر يقفل الملعب عشان مش عايز يخسر، مش عايز يرجع نقطه الصفر تاني. طيب عشان اكيد خلي بالك كابتن محمد يوسف زي ما انت قلت عنده خبرات بالنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي، ويمكن كمان كابتن محمد يوسف اتفرج على مباريات ما قبل مباراه البنك الاهلي ولقى ان النادي الاهلي طبعا انك تلعب مفتوح قدام النادي الاهلي فدي فيها ريسك شويه يعني فيها نوع من انواع الريسك، اعتقد ان كابتن عماد النحاس شايف النقطه دي كويس هيقفل خطوطه بشكل جيد جدا. تعال انا وانت نحط من وجهه نظرك ونتناقش فيها التشكيل الامثل اللي انت من شايف ان ممكن موسيماني يبدا بيه مباراه بكره قدام المقاولين العرب. هو اكيد هيبقى لطفي موجود، علي لطفي موجود طبعا في حراسه المرمى، هيبقى مثلا علي معلول، هيبقى ياسر ابراهيم هيبقى موجود برضك، او ايمن اشرف الاثنين هيبقوا مميزين الموجودين. ايمن او ولا ابراهيم ولا ياسر؟ انا صراحه الاثنين مميزين، يعني ايمن هيبقى موجود بس انا شايف ان برضك لازم يدي برضه ياسر برضك عشان ياسر بقاله فتره ياسر من الناس المميزه جدا بتقول يلعب ما فيش مشكله، نفس طبيعه محمد نجيب يعني حتى تلعبه يلعب يقعد ما فيش مشكله، فعايزين برضك يبقى ليه تواجد. بس خلي بالك الجزئيه دي برضه هتناقشك فيها، انت كنت باك شمال عالمي ودايما لو انت بتحب السردباك اللي جنبك يبقى اشول شويه يعني يفضل يكون اشول، دي مش ميزه شويه اللي يمكن لايمن اشرف خاصه ايمن اشرف في الفترات اللي فاتت ماشي بشكل كويس انه يثبت ايمن اشرف
ايمن اشرف وبدر بنون في المنطقه ديت، ومن خلال المباراه ممكن ينزل لو المباراه سامحه انها تنزل. ما انا بتكلم كابتن الناحيه الثانيه، هو ممكن بدر ثابت زي ما هو، ممكن ايمن اشرف لو عشان احنا مش عايزين نخسر حد او اجهاد او حاجه جزء من المباراه، ممكن انزل ياسر ابراهيم عشان اديله الاحساس عشان ما يبعدش. تمام. لو جينا نتكلم الناحيه الثانيه محمد هاني بكرايت، هيبقى عندك حمدي فتحي في نص الملعب، وعندك اليو ديانج. تمام. وناحيه هيبقى حسين الشحات هيبقى ليه تواجد، و شايف ممكن لو طاهر، بس طاهر ما نعرفش حالته ايه بالظبط، طاهر محمد طاهر يعني رجع من الاصابه او لسه ما بقاش موجود، وبعد كده محمد شريف فمتهيألي وقفشه. قفشه طبعا قفشه يعني بتتكلم طاهر في مين؟ طيب حسين الشحات ممكن من خلال يمكن تذبذب المستوى شويه ما يبداش مباراه بكره، ويبدا مثلا بطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين، ويبقى عندك قفشه والناحيه الثانيه كهربا وفي راس حربه، ولا انت شايف انه كمان وجود حسين الشحات مهم جدا في مباراه زي دي؟ هو حسين هيديس لحظه حدين، لو حسين بعته او قعدته هيفقد الثقه في نفسه، وهيبقى عنده بعد كده هيرجع هيبقى في صعوبه لو يرجع تاني بشكل مميز. انا وطاهر محمد طاهر لو نزلناه وادينا له لقاء هو فرقته، فهيبقى عنده حافز قوي جدا، وهينزل عارف اللعيبه اللي بيلعب قدامها ايه، عارف الناحيه اليمين الباك رايت او الباك ليفت لو لعب على الطرفين، عارف المميزات اللي قدامه ايه. فدي من ضمن الحالات، بس هي دي ترجع للمدير الفني الحاله الموجوده دلوقتي عليها ايه، اللي هو حسين دلوقتي يقدر يستحمل يقعد بره او ينزل لقاء المباراه، وطاهر موجود. طاهر بقى لفتره مش عارفين حالته البدنيه ايه او حالته الفنيه ايه بالظبط، فهو ممكن اللي يحكم حاجه زي كده. بتكلم في الخط الهجوم لازم يكون محمد شريف ليه تواجد، محمد شريف لازم راس حرب اساسا طبيعي، هو سريع عنده بيقدر يعمل بس كويس، بيقدر يعدي كويس، عنده هدوء في عند المقابله مع حارس المرمى، عنده هدوء وعنده اتزان نفسي صعب يعني سهل جدا، يعني بيقدر يرفع الكوره بشكل مميز جدا. أيه. يعني مش اي حد في راس حربه لما بيقف مع حارس المرمى بيتخض، بيروح شايطها بسرعه. شريف عنده الناحيه دي، لما لعب مع انبي مع كابتن حلمي طلان تقلته، بيقف على الكوره بشكل مميز، بيقدر يحط الاجوان كلها، بيبقى هادي. فانا شايف محمد شريف يقدر ياخد من اول لقاء، وبعد كده نقدر نشوف السيناريو بتاع الماتش ايه مع موسيماني. لسه كمان استمرار عقده ال 24 ده بيديله يعني دافع كده، و يعني معنوياته في السماء زي ما بيقولوا يعني دلوقتي. ما زي ما انت قلتي. أوه. بس في نقطه كمان لو جينا نتكلم فيها، ودي ترجع للمميزات للنادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي، اللي هم وافقوا الفتره ديت اللي الناس تقدر تطلع تشترك اللي هي مالهاش اشتراكات في اللقاءات اعراض، وده انا بقوي فرقتي بعد كده في المستقبل. زي ما احنا نتكلم دلوقتي في اكرم وفي صلاح محسن، احمد ياسر ريان الفتره اللي فاتت لما وصل مع البنك الاهلي قدر يجيب هدف مكسب، فدي كلها مع سيراميكا. انا كده بجيب برضك يعني ده هيرجع لي تاني، اللعيب بتاعي هيرجع لي تاني، هيبقى مميز ما خسروش. فدي من ضمن الحاجات اللي هي موجوده يعني المميزه جدا في النادي الاهلي الفتره الاخيره، اللي هو بيقدر يخلي اللعيب يستفاد زي اللي حصل مع عوده الاعارات للنادي الاهلي الموسم ده. ما دي اللي تقلت دكه النادي الاهلي اللي جاي بنتكلم. فدي الراجل عنده مميزات كتير جدا غير قبل كده، عندك لعيبه مميزه جدا قاعده بره في اثناء اللقاء تقدر تعمل اللي انت عايزه. طب الغيابات يا كابتن احمد زي وليد سليمان النهارده، وطبعا شناوي ما نقدرش يعني اكيد طبعا يعني في حراسه المرمى وجوده مهم جدا جدا، تاثر على مباراه المقاولين بكره مع المقاولين؟ اكيد. بص انا جاي اتكلم الصراحه، شناوي جون مميز جدا نمره واحد في مصر، جون مصر طبعا. المركز الوحيد اللي بيبقى فيه صعوبه شويه في التشكيل او في التغيير، كابتن هاني يعرف طبعا، بيبقى عنده صعوبه جدا لما يكون حد عنده يعني ما عنده الثقه قبل ما يكتسبها اثناء اللقاء. فالثلاث الحراس مرمى مميزين، بس الشناوي هو اللي بيشارك دلوقتي فهو مميز جدا، هيأثر طبعا اكيد. بس احنا النادي الاهلي عندنا واحد واثنين وثلاثه مميزين يقدر يسد الموضوع ده، حتى اخر واحد مصطفى شوبير لو لعب ووقف النادي الاهلي هيبقى قد الثقه وقد اللقاء اللي موجود يعني. النقطه الثانيه وليد سليمان لعيب مميز جدا، لعيب كبير من يعيش احسن فتراته موجوده في النادي الاهلي، اللي هو مميز بينزل يغير لك اللقاء، وانا بحب من النوعيه دي اللي هي تقعد لعيب كبير، حتى لو لعيب كبير يقعد ما بيتكلمش بره التشكيل، ما بيتكلمش، نزل في الخمس دقايق ما بيتكلمش. دي نوعيه اللعيبه الكبيره اللي او شخصيه النادي الاهلي اللي موجوده، اللي انا موجود تحت طلب في اي وقت. فوليد اكيد مؤثر، وكنا نتمنى ان شاء الله وربنا يسهل ان شاء الله خلال الفتره دي لو يعني العلاج نشوف بس درجه التمزق قد ايه بالظبط، كام في المية يعني كام بالظبط، عشان يقدر ان شاء الله نتمنى نشوفه يعني حاجه متحط في السي في او حاجه لما انت موجود. انا لعبت مثلا كاس العالم في اليابان اللي هي كانت 2005 2006 فدي بتبقى موجوده عندي في السي في. نفس الكلام وليد بيقدر الحاجات دي كلها في الفتره دي عايز يكتسبها مع النادي الاهلي. وحظه كمان انه ما شاركش في دوري ابطال افريقيا، في ما شاركش في النهائي بسبب كان عنده كورونا. اصابه كانت كورونا، كان ساعتها كورونا طبعا. فحظه يعني طبعا كل ربنا يشفي وليد لان لعيب مؤثر جدا طبعاً. وان شاء الله هو موجود مع الفرقه حتى أكيد. على المستوى ككابتن فرقه اكيد هيكون له دور خارج الخطوط، وكمان هيتعالج ان شاء الله على اعلى مستوى، في امكانيات كويسه جدا في الدوحه للعلاج، فهيقضي
فتره علاج مع طبعا تواجده مع الفرقه، فان شاء الله يكون شيء ايجابي. اكيد طبعا هنتكلم. ونسيت اقول حاجه برضك وليد كابتن، برضك من نوعيه اللعيبه اللي هي تقدر تمسك لك في اوضه اللبس زي هو الشناوي اللي هو تقدر تتكلم. انت عندك الالتزام من اول اوضه اللبس لحد لما تنزل لقاء، بتبقى يقدر يمسك اللعيبه، بتقدر يتكلم ازاي، يقدر يشد امتى، يقدر يقف امتى. وشفنا تصريحات من ضمن التصريحات موسيماني قال لك في اللقاء اللي هو بتاع الاهلي والزمالك اللي انا ما بين الشوطين ما اتكلمتش، الشناوي هو اللي كان بيتكلم. وايمن ما انا بقول لك دي بقى اللي هي القياده اللي هو بره الملعب اللي هي النادي الاهلي احنا متعودين عليها. الناس الكبيره في الملعب بتقدر تمسك اللقاء، تقدر تتكلم مع اللعيبه الصغيره، فده من ضمن المميزات اللي انت اللي يكون عندك قائد موجود بشكل كبير. صح زي وليد. طبيعي. وان شاء الله باذن الله كل التوفيق. وانت طبعا كنت عندك خبرات في كاس العالم للانديه وشايف ازاي بعد القرعه، انت طبعا تابعت قرعه كاس العالم للانديه وجوع اول مباراه مع الرحيل القطري، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي بيقابله طبعا مباراه كبيره امام البايرن. شايف القرعه ازاي؟ مدرستك دي. البايرن ده طبعا خلي بالك يعني هيبقى ماتش حلو، انا اتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعدي المباراه الاولى، وهتبقى مباراه البايرن ديت خلي بالك. البايرن يعني بايرن فريق كبير ومدرسه مختلفه، وخلي بالك المباراه الاولى صعبه قوي، فريق الدحيل ده مباراه صعبه جدا جدا جدا. انت عندك مدرب عنده خبرات كبيره جدا، عندك لعيبه محترفه برازيليين، عندك مهدي عطيه لعيب جدا. الدحيل نقطة مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي، لأن مباراة الدحيل ديت أنا زي ما بقول لك لازم التركيز عليها 100%، يعني ما نفكرش في البايرن. يعني الناس كلنا نتمنى نشوف الأهلي بيلعب البايرن، لكن طبعا الفريق الدحيل فريق كويس جدا ومحتاج تركيز كبير قوي. البطولات الكبيرة كابتن والبطولات المجمعة اللي هي كبيرة جدا، الستارت الأولاني بيفرق معاك بشكل كبير. الدحيل فرقة قوية هيقدر يدعم بشكل كبير جدا البطوله على ارضه، مش عايز يخسر بزياده حتى من فرقه. هو حتى تصريحاته شافينها الفتره اللي فاتت قال لك انا هلاعب عامل حساب النادي الاهلي، هلاعب النادي نادي القرن او نادي نمره واحد في افريقيا، عامل لك حساب بشكل كبير جدا. الماتش هيبقى صعب، احنا ما بنبصش على بايرن ميونخ او حاجه، الناس دي ترتيبها عالمي او الموجود، احنا بنتكلم على الشريحه اللي انت بتبتدي بيها اللي هي البدايه شكلك هيبقى عامل ازاي. انت سفير للكره في افريقيا، فلازم تنقل الشكل بتاعك بشكل مميز جدا، او الصوره بتاعت البطل اللي هو موجود النادي اكثر تدويجا موجود في العالم او النادي الاهلي نادي القرن، لازم اشتغل بشكل مميز. الماتش هيبقى صعب، عارفين الماتش هيبقى صعب. شخصيه النادي الاهلي بتبان في الوقت دوت، لعيبه النادي الاهلي الموجوده اللي عندها البطولات وعندها الروح الموجوده والثبات. فاول لقاء لازم نكون مركزين جدا فيه. احنا كنا مثلا الفرق معانا ساعتها ما كنا بنلعب في 2005، البدايه كانت صعبه. البدايه كنا بنلعب الماتش الاولاني كانت اتحاد جده طبعا. الماتش كان اللي هو اول حاجه فرقه تقيله جدا، كان فيها فرقه قويه جدا، فالماتش دوت هو اللي اخرنا، اللي هو اللي اخرنا كان اول سنه بنشارك فيها. فحتى انا يعني افتكر تصريح مانويل جوزيه قال لنا احنا هنرجع تاني بس هيبقى ترتيبنا مختلف، يعني ترتيبنا ان شاء الله هنبقى في مربع كويس. كان لسه اول سنه بنروح فما كناش متعودين، وكانت طبعا عندك عوامل كبيره جدا، انت بتلعب في اليابان درجه حراره كنا بنلعب تحت الصفر، يعني مختلفه تماما والتوقيت التايم بتاعك مختلف اللي هو النوم والاكل والشرب. فاحنا كنا رايحين قبلها باسبوع، فعقبال ما اتاقلمنا كان الموضوع صعب جدا. فانت الحاجات دي كلها هتعديها، يعني انت في قطر مسافه قريبه مش 10 ساعات زي ما كنا احنا ماشيين. اكيد الدنيا هتختلف طبعا في الشكل والمضمون اللي هو انت بتروح تقدمي بيه، والفرقه وقوه الفرقه دلوقتي عن قبل كده، والبطوله كمان. فدي حاجات مميزه كتير. يعني اكيد تابعت تشكيل الفريق اللي احنا ان شاء الله في مواجهته في كاس العالم للانديه، فريق الدحيل شايف تشكيله ازاي؟ القايمه اكيد قريت من ساعه ما تم الاعلان عن القرعه امبارح ومواجهه الدحيل، شايف القايمه ازاي؟ انا شايف القايمه اللي احنا كل يوم بنشوف حد جديد. يعني هو كل يوم بيشتري، هو عنده العنصر وافر بشكل كبير. مش عايز بالعربي كده، مش عايز يبقى منظره مش مميز او منظره مش كويس. فكل هو عنده العنصر المادي متوفر، فبيقدر يجيب اللعيبه على قد ما يقدر. فدي خلي بالك سلاح ذو حدين، لو جبت لعيبه عندي بمبالغ كبيره جدا مش هقدر اسيطر عليها ممكن بره الملعب، او اللعيبه مش هيبقى عندها قوه كبيره جدا. فهي دي النقطه، احنا شايفين فرقه مميزه، فرقه مميزه عندك عنصر مادي بس عنده مشكله هيبقى موجود فيها التاقلم وال انا غايب حتى مميزين كلهم، لازم يكون اللعيبه كلها عندي اللي هي شغاله بروح واحده، اللي هو اللعيبه كلها بتلعب اللعب متكامل. اللي هو اللي بنتكلم فيه اللي هي التجانس بين الانسجام والتجانس. لو انا جبت لعيب مميز من كل فرقه وجيت هشتغل بيه مش هقدر، لازم اشتغل بفتره بعيده
بعيده جدا عشان اقدر يبقى عندي اداء موجود اللي هو او الشغل بتاعي يبان. لو جبت من كل واحد مميز. احنا بنتكلم عن اثنين محترفين لسه تم انتدابهم قريب جدا امبارح، كنا بنتكلم في الانترو عن ده. علي كريم، علي كريم الايراني ده لعيب هايل. لو نتكلم على خط الدفاع عندك المهدي بن عطيه لعيب اليوفنتوس. مهدي بن عطيه بس بقاله فتره، خلي بالك بقاله فتره ما بيلعبش، بس خبرات كبيره جدا. طبعا تلعب في خط النص، عندك كمان في خط النص لعيب على مستوى الاحتراف، لعيب كيني كويس جدا. عندك دودو ده اللعيب البرازيلي عنده سرعات ولعيب هداف. فانت بتتكلم بصراحه يعني احنا كبيرة. قادرين، لكن علشان نكون قادرين لازم نركز كويس قوي، ولازم ما نبصش لبعد كده، ناخد المباراه بمباراه. البطولات دايما بتبدا كده يا كابتن، وانت اكيد عندك هذه الخبرات. اي بطوله بتبدا خطوه خطوه، نبص للخطوه الاولانيه، خطوه ان شاء الله مباراه الضحيل ان شاء الله ربنا وفقنا فيها، وبعدين ان شاء الله لو ربنا وفقنا مباراه البايرن ليها حسابات مختلفه يعني. طبعا يا كابتن الفرقه كبيره بنتكلم، احنا بس لازم نحترمها بشكل كبير جدا. لازم نعرف المدير الفني بتاعها لسه ماشي، اللي هو كان راجل كان موجود معاهم، راح بان ايطاليا حاجه زي كده، كان جاله بان عقد مشي. فاكيد معاهم مدرب كويس، معاهم مدرب فرنسي باصول جزائريه، كان درب كوت ديفوار، درب رين الفرنسي، برضه عنده خبرات كبيره اكيد. المدرسه الفرنسيه كمان او الموجود، فانا لعبت فيها كتير يعني. انا عارف هو عنده اكيد هيبقى عنده قوام اساسي مش هيغير فيه بشكل مميز جدا، بس اللعيبه زي ما كنا بنتكلم هتحتاج وقت الانسجام. فدي الفرصه احنا لازم نحترمها بشكل كبير جدا، ولازم الشخصيه بتاعتها تفردها من اول اللقاء. الماتش هيبقى صعب، اكيد الماتش هيبقى صعب، بس انت عندك التجارب اتحطيت فيها بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. والبدايات لما نتكلم، لو البدايه مميزه لو قدرنا نخلص الماتش ان شاء الله حاجه كويسه، نبص اللي بعد كده. ذكرت تجربتك مع جوزيه في البطوله دي النهارده، موسيماني يمكن مش دي المره الاولى اللي يشارك فيها، قبل كده المره الاولانيه بالنسبه له كانت مع سان داونز كاس العالم للانديه، وشاركته مع الاهلي. ممكن تفرق ازاي معانا؟ يعني مميز جدا لما يكون عندك مدير فني عنده من الخبرات اللي هو راح البطولات دي قبل كده. بيبقى عنده الاجواء كلها عارفها، يعني شايف الاجواء بتبقى عامله ازاي، شايف عامل حسابه هيحصل ايه بالظبط. عندي فرقتي بحضر السيناريو بتاعه، هبدا بمين، هشتغل ازاي، اكيد عنده الشرايط الشكل العام اللي هي الفرقه الثانيه هقدر هشتغل بيها ازاي، مفاتيح اللعبه هتبقى عندي ايه بالظبط. فدي ميزه كبيره اللي انت عندك مدير فني، ودي ترجع برضك من جيلنا بنتكلم على الخطه اللي كانت النادي الاهلي عاملها بقى لها فتره، لما حتى الاختيارات بتاعته على موسيماني الناس عامله كده يعني. كابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو جايب واحد ليه الخبرات في افريقيا او خد بطوله افريقيا، حصل اللي هو جاب لك بطوله افريقيا ما خدش وقت كتير اللي هو تاقلم على طول. ثاني حاجه راجل راح كاس العالم، فاكيد لما ناخد افريقيا اكيد هناخد كاس العالم يعني هنخش كاس العالم للانديه. فالراجل مش هيحتاج وقت، الراجل عنده الخبرات. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي الناس بتبص لبعيد، بتبص على المدى البعيد. فدي حاجه ميزه اللي انت عندك مدير فني عنده من الخبرات وعنده من الحنكه اللي جينا نتكلم عليها، اللي هو يقدر يدير اللقاءات الكبيره زي كده. حتى لو وقعت مع بايرن ميونخ يقدر يكون عنده الشخصيه بتاعته يفرضها، يشتغل بشكل مميز. فدي حاجه ميزه موجوده عندنا، وحتى على مستوى البايرن في احترام كبير جدا لكل الانديه الموجوده. النهارده يمكن هانز فليك مدرب البايرن بيقول هو رايح الدوحه عشان يقابل افضل الانديه العالميه على مستوى العالم، فاكيد احترامنا للبايرن، لكن كمان البايرن بيحترم كل الفرق الموجوده وخاصه النادي الاهلي. وبالتالي الموضوع زي ما انت اتكلمت فيه، النادي الاهلي سادس مره يكون متواجد في كاس العالم، الخبرات المتراكمه ديت والارقام الكبيره اللي حققها النادي الاهلي لازم تنعكس بجزئين، الجزء الايجابي الثقه في النفس، والجزء الثاني التركيز ثم التركيز ثم التركيز. لان لو عندك ثقه في النفس من غير ما تركز اكيد هتبقى عامل سلبي يعني. اكيد طبعا يا كابتن، وخلي بالك الفرقه الكبيره دي عارفه داخله البطوله دي، عارفه دي برضك بطوله تبقى موجوده عنده في السي في بتاعه او في بطولات النادي الموجوده. واحنا شفنا التصريحات لما النادي الاهلي خد بطوله افريقيا، البايرن ميونخ بعت برقيه اللي بيتكلم بيهني النادي الاهلي، منتظركم في الدوحه. فدي تثبت برضك اللي الراجل برضك بيفكر فيك برضك يعني، الراجل برضك مش فكر فيك، عارف اللي هو النادي الاهلي نادي القرن، فاكيد عايز يشوف الشكل بتاعه ايه، الشكل بتاعه المضمون بتاعه بيشتغل ازاي، المنظومه شغاله ازاي، المدير الفني شخصيته عامله ازاي. فاكيد الناس كلها، انت بتلعب بطوله مجمعه باحسن الفرق، العناصر الموجوده عندك، البطولات الموجوده عندك، فلازم اطلع اظهر شخصيه البطل اللي بنتكلم عنها. احسن فرق في كل قاره، وبعيدا عن ان انت النهارده يعني بعيدا عن الدوري وبعيدا عن الكاس اللي انت متعود عليهم، لكن المشاركه العالميه واللعب في بطوله دي حاجه تانية خالص، في حته تانية خالص، ده مهم جدا. كلمني بقى عن
ان شاء الله بيسمح تقريبا للحضور الجماهير 30% بنسبه 30% حضور الجمهور اللي عايز يحضر الماتشات. يفرق معانا ازاي خاصه واحنا بنتكلم عن جاليتنا هناك في البلد المضيف، بنتكلم عن يعني جاليه المفروض يعني تساند جمهور النادي الاهلي بشكل كبير. كلمني بقى عن الجمهور شويه عشان وحشني الجمهور. طبعا وحشنا كلنا طبعا. بس خلي بالك النادي الاهلي في اي حته، حتى لو رحنا اي حته جماهير النادي الاهلي وراه طبعا، فاكيد السبورت هيبقى موجود للجماهير النادي الاهلي للفرقه، هيبقى موجود ان شاء الله. ونتمنى تبقى تزيد شويه، تبقى تزيد شويه عشان نقدر نشوف المتعه. هم وحشونا بقى لنا كتير، بس انت شايفه الاجراءات الاحترازيه او الشكل العام اللي هي موجود فيه، شايفين الفتره دي ان شاء الله نقدر نعديها. بس اكيد السبورت موجود، احنا حتى واحنا موجودين قاعدين بنشجع النادي الاهلي بنديهم سبورت الفتره ديت. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه كويسه مميزه. طبعا شفنا في درجات الحراره تحت الصفر وجماهير النادي الاهلي كانت ماليه مدرجات في اليابان، فجماهير النادي الاهلي اكيد طبعا في كل حته هو الداعم الاساسي، يعني زي ما بيقولوا نمبر 1 الوقود بتاعنا طبعا اكيد. هي هيكون شيء جميل حتى لو 30% صوت الجماهير في الاستاد بتفرق يعني. اكيد يا كابتن، حتى لو انا متوفر كل العناصر الموجوده دلوقتي وكل المنظومه موجوده اللي هي تخليك تنجح، من غير جماهير بتحس ان الماتش مفيش باور موجود. اكيد طبعا النادي الاهلي كمان احنا جماهيرنا موجوده في كل حته، فالواحد لما بينزل الملعب حتى او تعمل كرة كويسة او ترقص حاجة كده بيديك باور، صح. اللي هو بتحس باللي انت عملت حاجة والناس بتشجعك يلا. وخلي بالك كابتن، جماهير النادي الاهلي مش في الفرح بس، جماهير النادي الاهلي لما يكون فترة فيها اي قدر الله اي حاجة بتلاقي نمرة واحد ملالك التتش، بتلاقيها داخلة على التتش على طول. فدي رسالة الفترة دي، الحمد لله الدنيا ماشية كويس، النادي الاهلي مميز، البطولات جايبها، في رضا تام موجود في الشارع المصري بالنسبة للجماهير. فنتمنى ان شاء الله المعازرة قوية، لو نتمنى يفتحوا الضحى يعني الدنيا هتبقى مختلفة، الجماهير هتبقى موجودة. مين من اللاعيبة اللي في الاهلي حاليا اللي ممكن يتألقوا في بطولة زي دي يا كابتن احمد؟ لا خلي بالك النادي الاهلي احنا مش بنتكلم النادي الاهلي جماعة، مين من الاسماء؟ لا كلهم كده حد ممكن بشكل كده فردي. لا انا بتكلم على الشكل العام الجماعيه، النادي الاهلي من اول عم حارس اللي هو الراجل الموجود بتاع الادوات لحد مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، الناس كلها لها دور. نتمنى اللي بيلعب النادي الاهلي اكيد بيبقى واثق. مين من اللاعيبه كابتن احمد اللي ممكن يتالق في البطوله دي؟ لا هي ترجع ان شاء الله بعيد عن الاصابه او يكون لافت للنظر يعني. لا هو انا شايف اللي هيبقى يعني ان شاء الله ربنا يبعد عن الاصابه كلها الفرقه اللي موجوده. انا شايف الي ديانج من الناس المميزه جدا، وممكن شريف هيبقى مختلف لو خد اللقاءات على طول هيبقى مختلف. هو عندنا الحمد لله عناصر كتيره جدا مميزه، ودايما خلي بالك عنصر النجم يعني بيتخلق من البطوله، دايما النجم بيتخلق من البطوله يعني. ممكن جدا وارد جدا يكون عنصر مش شايفينه ويبدا يؤدي بشكل يظهر النجم بتاعه يظهر في حاجه زي كده يعني النجم بيطلع من البطوله. كان في نقطه كمان كان مستر مانو جوزيه يقول لنا يعني انا لسه بلعب متاثر شويه كان بيقول لك النجم بيقول لك النجم هو الفريق. انا ما عنديش نجوم، النجوم دي في السماء. كان يعني يقول لك النجوم والله النجوم هو في السماء، فيقول لك النجم هو الفرقه يعني. هو من ضمن اللقاءات بتاعته كنا في اليابان اول مره في اليابان، فطبعا كنا واخدين الموضوع هناك فرحانين اول ربع ساعه، فرحانين طبعا الناس لابسه يعني طبعا انت عارف هنا في مصر كان لسه الايس كاب والجوينتي وكده. أيوه. والملعب كويس والدرجه حراره تحت الصفر وناس فرحانه، ونلعب بقى ملعب اجواء مختلفه اجواء مختلفه طبعا. والاوتوبيس بتاع علم النادي الاهلي وشكل كبير فالناس كانت واخده الناس واخده الموضوع اللي احنا واخدين برضك الموضوع اول ربع ساعه كده بنجري بنلف حوالين الملعب الدنيا مبسوطين وعمالين نضحك وبنهرج مع بعض وبتاع. بعد 10 دقايق راح واقف في التمرين وراح احنا مش جايين نتفسح طبعا، انتوا جايين تعملوا ايه بالظبط بتاع كهرب الدنيا طبعا. هو عنصر شد الفرقه طبعا يا كابتن. هو بيقدر يتميز بالعنصر النفسي بشكل كبير جدا، وده من ضمن الاسباب النجاح اللي كانت موجوده غير الفني كمان. هو بيعرف يتعامل مع حتى مع اللعيب اللي جوه، مهم جدا التعامل مع اللعيب اللي جوه الملعب واللي بره الملعب بشكل واحد يعني. اللعيب المميز بيأدي له 90 دقيقه، واللي بره عشان ما خسروش بيقدر يعمل معادله صعبه جدا مش اي مدير فني يقدر يتعامل فيها. فهو في الحته دي كان مميز جدا، خلي الناس كلها بتحبه. فهو في وقت معين ممكن يعني ما كنا موجودين يشد الدنيا، خلاص مفيش تمرين مفيش تقسيمه، يوقف التقسيمه الناس كلها تلف حوالين الملعب. فهو كان عنده العنصر يقدر يكهرب الدنيا في وقت معين، عنده السنس اللي امتى اخش واشد الفرقه لو حاسس ان الفرقه بدات شويه ريلاكس. وكمان على العكس لو شايف الفرقه مشدوده ساعات كان بيخش مثلا يداعب بركات شويه، يهزر مع ده انتوا ليه مكشرين يضحكوا. فالجزئيه دي مهمه جدا. اعتقد موسيماني بيلعب دور نفس الدور تقريبا في النادي الاهلي، عنده علاقه كويسه مع اللعيبه،
يتبقى دور الكباتن. عايز اعرف دور مثلا ابو تريكا كان معاكم ايه، ويعني ادوار الكباتن في الفرقه مهمه جدا، ونعرف الكواليس امتى الظروف ازمات مرت وتلاقي ابو تريكا، واحنا عارفين بركات بيهزر شويه لكن ساعه الجد كان شكله ازاي. يعني قول لنا برضو، يعني اكيد عندك حكايات عن ابو تريكا وعن وائل جمعه اكيد. لا، هو الجمعة عندنا كتير حساب كتير جدا، بالذات في اليابان ما كنا موجودين. يعني انا مثلا كان اسلام شاطر معانا، ما كانش بادئ، فممكن كان بركات، فمن ضمن الحاجات اللي انا عمر ما انساها يعني. فبركات هو الجمعة بيعمل باص جامد، يعني بيعمل باص جامد جدا، يعني بيعمل بطن رجله جامد. فبركات احنا مش واخدين الفرح، بركات واقف في وسط تمرين، انا كنت واقف يعني بضحك، قال له بص هتلعبها لي جامد، هديها لك في صدرك مش هتشوفها تاني. ده الوقت الجمعه. قال له بص انا بالراحه، انت خلصت على البكات رايت اللي موجودين كلهم على الشاطر واحمد رضوان وبتاع. فدي من ضمن الحاجات اللي الواحد ما ينساهاش. بالذات برضك في موقف تاني لما كنت مع كابتن نادر السيد، كنا احنا طبعا في الدور ال 22. انا كنت بس في النقطه اللي قبليها اللي احنا كنا بنتكلم الموضوع، كنا واخدينه ركز شويه عشان كانت اول مره لينا في النادي الاهلي في اليابان طبعًا. فكانت الموضوع مش متعودين على الاجواء، فدلوقتي النادي الاهلي عنده خبرات اللي موجوده مختلفه طبعا. كنا في الدور السادسه، كنا في الدور ال 22، فكنت انا وكابتن نادر السيد واحمد سيد، فحصل زلزال، فاحنا لقينا طبعا الفندق عمال يمين وشمال وبتاع، في وقت البطوله دي في الوقت ده كان موجود، كنت انا قاعد انا واحمد سيد وبنلعب، ونادر السيد بنلعب بلاي ستيشن وكده، فلقينا عمال تروح وتيجي، فنادر السيد كان جنبي عمال يقول لي ايه ده، احنا بنتهز ولا احنا اللي هو ايه. فلقيت احمد سيد بيجري رايح ينزل، طب راح فين يا احمد؟ ده احنا في دور 22، يعني لو هتنزل سلام هتروح فين؟ قعدنا نضحك، حتى لو نزلت بس هو رد فعل، هو عايز يجري خلاص. هناك متعودين طبعا يعني بالزلازل دي، هم عاملين الفندق برضك على اساس معين، معمار معين، يعني حتى لو حصل حاجه يبقى ما فيش مشكله، يعني في ده جزء من طبيعه البلد هناك يعني. فدي الحاجه اللي احنا الساعه 3 الفجر راح يجري على الباب يعني، واحنا في الدور 22، طب هننزل نروح فين؟ هتجري فين؟ فدي مجرد ثبتوا بقى، لا خوفنا هنعمل امرنا لله طبعا. بيكون بجانب الاعداد النفسي والتنشن بيكون في اجواء ظريفه، ودي كمان روح العيله الواحده. يعني بتكون روح جميله جدا، وزي ما انت قلت هي بطوله مختلفه، اجواء مختلفه. ان شاء الله يعني ربنا يوفق فرقتنا، لان البطوله بطوله صعبه، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اول مشوار. عايز تطلع فاصل ولا لا عايز اساله عن اكتر مباراه كان نفسه يشارك فيها مع الاهلي في بطوله العالم للانديه لما كنت مع النادي. هي انا شاركت في المباريات الاولانيه بس، كان في ماتش الاخير اللي هو بتاع الفرقه الاستراليه ديت، كانت كان الله يرحمه عن ابو هاب، هو اللي كان بادئ، فكان ماتش قوي جدا يعني، كان ماتش كان مميز، وكنت نفسي العب، بس هي كان الراجل كان محمد ابو هاب طبعا، واي حد بيلعب في النادي الاهلي يتمنى ينزل خمس دقايق، فاكيد كلنا واحد وكل اي حد ما بينزل، بس دي من ضمن اللقاءات اللي كنت نفسي العبها، بس كانت البطوله كلها كانت صعبه شويه. اشمعنى المباراه دي اللي كنت عايز تلعبها كده؟ كان الماتش كانت الاجواء كانت كويسه، وشايف الناحيه اللي احنا كنا اعلى، احنا كنا مميزين، احنا حتى كنا 1-1 عدينا 1-1، احنا كنا اعلى واحنا كنا اقوى، بس زي ما قلت لك الخبرات بتفرق، اللي انت ما بتروحي اول مره غير لما بتروحي ثالث مره او رابع مره. اول مره بتبقى مش عارف الاجواء ايه بالظبط، البطل قدامك ما كانش زي دلوقتي، انت عارفه كل كبيره وصغيره عنه، يعني دلوقتي قعدنا ربع ساعه ولا ساعه هتجيبي يعني اللقاء بتاعه، هتجيبي اخر لقاء ليه، هتشوف اللعيبه المميزه فين، هتشوف كل حاجه موجوده دلوقتي بالانترنت هتجيبيها. الاول كنت بتلعبي فرقه انت مش شايفاها في الدوري بتبقى عامله ازاي، فالظروف كانت بتبقى صعبه شويه. صحيح، ووجود يعني القايمه اصلا، وجود اي لاعب في كاس العالم الانديه شرف، وانت بتحكي دلوقتي طبعًا. من 2005 بتتكلم على 16 سنة ولسه طبعا مكتوبه في السي في بتاعك، انت شاركت في كاس العالم الانديه، فشرف لاي لاعب انه يكون متواجد وخاصه مع النادي الاهلي. طيب نرجع تاني للدوري المصري ورؤيتك خلال الفتره اللي فاتت لثمان اسابيع من الدوري المصري، مفاجآت، شايف فرق كنت فاكر انها هتبقى في المقدمه وفرق في المؤخره، يعني رؤيتك ايه لترتيب الجدول لغايه دلوقتي؟ لا، هو الدوري يا كابتن زي ما انت قلت من اقوى الدوريات السنه دي، احنا شايفين الفرق حتى مختلفه، الفرق اللي طالعه ميزه كبيره جدا، الفرق اللي طالعه من الدوري الممتاز طالعه، يعني مثلا زي السيراميكا مدعمه بشكل كبير جدا، البنك الاهلي عندهم ميزانيه، فعشان كده شايف اداء مختلف. هو بس الواحد اللي شايف الفتره اللي فاتت انديه كبيره جدا، انديه كبيره عندها جماهيريه، عندها بتمر بظروف صعبه جدا، عندك المحله، لازم المحله احنا مش كل مره نطلع يعني، المحله تطلع وتنزل، مش اللي انت بتعمله، مش الاداء النادي المحله، يعني لازم يكون انا عندي خطه، هطلع ادعم بشكل مميز عشان اللي هصرفه في الدرجه الثانيه اصرفه في الدوري الممتاز عشان اكون عامل خطه بشكل مميز. نفس الكلام نرجع نتكلم عن النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي دلوقتي مش من يعني النادي الاسماعيلي، احنا كلنا بنحب النادي الاسماعيلي كلاعب كوره او ناس بنتفرج عليه، النادي الاسماعيلي ثالث واحد او الرابع من تحت، فدي شكل عنده
اعتقد مميز. النهارده كمان التعاقد مع الكابتن خالد القماش بعد الكابتن طالب العسوي ابو طالب العسوي كابتن خالد القماش رجع تاني النادي الاسماعيلي. ما هي يا كابتن هي دايره واحده، ما هي انت خلي بالك المشاكل موجوده بس هي دايره واحده. مدربين خمس مدربين في ست اسابيع ثمان اسابيع كتير. طب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ الراجل هيعمل ايه؟ انت عندك مشكله اللي انت جايب وماشي وش ما يعني مع احترامنا مش ما تناسبش الشكل بتاعك او التيم اللي انت بتعمله. اللي هي ناس مواصفاتها مش نفس اللعب نادي الاسماعيلي، مش شكل نادي الاسماعيلي، مش شخصيه نادي الاسماعيلي. فالواحد حزين على حاجه زي كده. شايفين حاجه مميزه السيراميكا نفسه كويس. نتكلم على طفره موجوده جدا في الدوري المصري، رضا شحاته. رضا شحاته من عجونه عامل اداء ولا اروع، موجود عنده شخصيه في الملعب، بيقدر يجيب اهداف. مش ما عنده واحد نجم الفريق ووتر بويلر لما جه النادي الاهلي ما تاثرش. صحيح. الماتش اللي فات عامل اداء مميز جدا، بيلعب كوره انا بصراحه ما بشوفه ببقى فرحان. صاحبي كان بيلعب معايا وكان قاعد معايا في اوضه قاعده. تاني حاجه الاداء بتاعه مميز، يعني هو راجل دي اللي نتفق عليه، اللي انت لازم تدي الشباب عنده خطه وعنده ورده. كان المفروض ياخد من الاول بصراحه، مع بدايه الموسم كان ماشي بشكل اكتر من رائع اسبوعين ثلاثه، وبعدين جه اعتقد مدرب برتغالي جه جريدو جريدو لا مش جريدو، اللي هو المساعد بتاع مانو جوزيه بيدرو مشي فتره وبعدين اخيرا تولى المسؤوليه من بدايه السيزون وماشي بشكل اكتر من رائع. نتكلم فيه لازم يعني. الثقة والشخصية اللي تديها له والجراءة اللي تقدر تدي له. الراجل اشتغل جاله الامكانيات بان شكل عامل ازاي. جينا نتكلم على فرقة تانية زي المقصة كان عندها عدم توفيق. الإدارة طبعا الثقة عندهم في الكابتن إيهاب جلال صبروا عليه. الراجل دلوقتي بقى النهارده كسبان ورابع الدوري. صحيح. علي ماهر مع النادي المصري برضك عامل اداء مميز. السنه دي الدوري صعب جدا. في مديرين فنيين كذا مدرسه تشتغل عليها، في مدرسه كابتن حسام حسن برضك مع الاتحاد ماشي بشكل كويس جدا. سموحه ايه رايك فيه؟ انا لعبت في سموحه. نادي مميز وامكانياته كبيره جدا بس لازم تكون احسن من كده. انا شايف الكابتن احمد سامي برضك كويس بس هو عنده ادوات تبقى احسن من كده بشكل كبير. انت عندك العنصر المادي متوفر بشكل كبير، عندك لعيبه مميزه بس نيجي نعذره برضك بقى له ماتشين ثلاثه عنده بيعاني من كورونا، في لعيبه عندها كورونا وعندها مشاكل فكان عنده مشاكل في ناحيه الباك ليفت بالذات. نعرف بقى راي كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحه في الكلام اللي انت قلته ده. كابتن احمد، كابتن احمد ناجي برحب بيك. اهلا بيكم طبعا، والاول بقول لهاني كل سنه وهو طيب. انت طيب يا كابتن حبيبي، وانت وحشني كتير كتير جدا ومفتقدك. سام ازيك ويا رب تكوني في احسن حال. وحشنا يا كابتن. الله يخليك وابو الجميل ابو كابتن ناجي. اذا صحتك كابتن حبيبي يا كابتن ناجي. لا طبعا يعني نادي سموحه يعني تعرض لسوء توفيق مش طبيعي، يعني يمكن في ثلاث اربع خمس تعادلات ممكن يبقوا مكسب. لكن هي دي كرة القدم، وعندنا طبعا جهاز فني رائع بقيادة أحمد سامي مدرب فعلا من المدربين اللي طبعا اشتغلت مع مدربين كتير وأسامي كبيرة جدا. هو مدرب رائع جدا وعنده خطة وعنده طريقة شغله وعنده كمدرب كمان وأحداث تدريبية رائعة. ان شاء الله يبان ده في اللي جاي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله متفائلين. كابتن احمد طبعا كنا بنتكلم على صعوبه الدوري وبنتكلم على ان الدوري السنه دي كبدايه فنيه اكتر من رائعه، في تنافس شديد جدا. كمان عايز ايد كلامك كابتن احمد سامي من المدربين الكويسين وعنده فيجن للمستقبل، والاستقرار الاداري والاستقرار الفني بيبقى عامل مهم جدا جدا لنجاح اي فرقه. شايف حضرتك يعني عايز اقول لك كمان باشمهندس فرج مدعمه جدا ومؤمن بنجاحه، ودي حاجه طبعا كويسه جدا لانه طبعا توفير الاستقرار والراحه النفسيه والدعم ده انت عارف انت مدرب يعني وعارف ده بيعمل اكيد إيه اكيد طبعا اكيد. كابتن احمد حضرتك عشت اجواء بطوله مونديال كاس العالم للانديه، وعايز ارجع بقى للكواليس بتاعه حضرتك، تفتكر منها ايه؟ وكواليس حضرتك الشخصيه مع بطوله عالميه زي دي تفتكر منها ايه؟ هو في كلوس مع احمد ابو مسلم نفسه بس لا يمكن يتقال في التلفزيون اصلا. ليه يا كابتن؟ لا 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 لا، معظم الكواليس برضو بتاعت لعيبه الكوره معظمها ما يتحكاش على التلفزيون. لا مش فاهمه ليه لما اشوفك بقى بحكي لك حاجه. اكيد متاكده هتحكي لي طبعا. هو طبعا يا كابتن احمد بتبقى اجواء جميله جدا واجواء يعني لا، وكمان احنا كنا في وقت اللي هو بتاع مستر مانو جوزيه، انا رحت كاس العالم للانديه اربع مرات يعني كلهم كانوا في اليابان،
كان معاه مجموعه لعيبه، يعني مش عايز اقول لك تبقي قاعده على الدكه وحاطه رجل على رجل ومرتاحه وفي اي وقت هيكسبوا، وعندهم روح قتاليه غير طبيعيه وعندهم اصرار، وده طبعا يعني بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للنادي دي تبقى حاجه، يعني هو ده التميز اللي كان في النادي الاهلي في الوقت ده. ان شاء الله المجموعه الموجوده دلوقتي عندها نفس الفرصه ان شاء الله، وعندها بس انا بقول يعني حاجه فنيا، انا طبعا اشتغلت في قطر شويه وعارف الامكانيات اللي موجوده هناك، ونادي الدحيل نادي فيه لعيبه على مستوى عالي جدا، وعندهم مدرب قوي ومديرين انجازات صبري اللموشي البرنس التونسي، يعني شخصيه كويسه وقادر طبعا، هو نتائجه في الدوري عامل زي النادي الاهلي كده دلوقتي من دول. هو الثاني على الدوري دلوقتي يعني بعد يعني بس الفرق نقط كتير عن الثاني. كابتن احمد كنت تتمنى انه الاهلي يواجه الدحيل القطري ولا فريق اخر؟ لا طبعا هو انسب حاجه يعني انسب فريق طبعا لان طبعا النتيجه في الملعب، والنادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن النادي الاهلي يعمل نتيجه كويسه، هتتابع اكيد هذه الاجواء العظيمه لانك عشت فيها فترات طويله، وكابتن احمد ناجي طبعا من الاسماء الكبيره جدا على مستوى التدريب وخبرات كبيره جدا. كابتن احمد يعني ان شاء الله باذن الله رؤيتك للبطوله، النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يوصل لابعد نقطه، انت عارف البطوله كلها ثلاث ماتشات يعني ان شاء الله. هو دلوقتي عندك بايرن ميونخ بطل اوروبا طبعا، وفريق مميز جدا وعناصر مرعبه، الفريق اللي هيتاهل من امريكا الجنوبيه فريق برازيلي، اثنين برازيليين صح، واحد منهم هيوصل وبرده اللي اتفرجنا عليهم في السيمي فاينل طلعوا البوكا جونيور وطلعوا فرق قويه جدا الميراس وريفر بليت، اي حد هيتاهل فيهم فهو برده مرعب يعني، وعندهم امكانيات عالية جدا. لكن ما تنساش ان احنا في احد البطولات خدنا المركز الثالث وعملنا بطولة كويسة جدا، كنا قريبين من قبل النهاية يا كابتن فريق انت الناسيونال، انت عارف المباراة كانت مباراة يعني قريبة جدا واتغلبنا 1-0 قريبة فعلا قريبة، لكن هو دلوقتي اللي المفروض يعني يحصل حالة من التركيز العالي جدا جدا ان شاء الله على البطولة 4 فبراير، يعني خلاص ايام يعني لعيبه النادي الاهلي لازم يبقى الاعداد النفسي ليهم، وانت عارف طبعا قيمه الاعداد النفسي لانه يعني اسم الدحيل القطري في الاول، مش عايزين هم يتفاجئوا بمستوى عالي مش مؤهبين نفسيا، لكن لازم يبقى فيه اعداد نفسي موازي مع الاعداد البدني والفني عشان ان شاء الله يبقى البدايه قويه وممكن نكمل في البطوله بعد كده بشكل جيد. احنا بنشكرك جدا يا كابتن احمد، طبعا مدرب حراس مرمى سموحه والشاعر الكبير كابتن احمد، بنشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للنادي سموحه. شكرا كابتن احمد. شكرا جزيلا. هنرجع تاني للدوري بمناسبه سموحه، اكتر مباراه في الدوري الممتاز لحد دلوقتي احمد بابو مسلم استمتع بمشاهدتها، وعايز اعرف رايك برضو في وادي دجله، يمكن اتكلمنا عن معظم الانديه حتى الفرق الصاعده، وادي دجله عايز اعرف رايك فيه. اشمعنى وادي دجله؟ عايز اعرف رايك في وادي دجله. لا وادي دجله من الانديه اللي ليها الشكل اللي جينا نتكلم فيها الفتره فاتت او بقى لها 3 4 سنين، المهندس ماجد سامي عامل شكل بيعتمد، عنده سياسه معينه اللي هو بيعتمد على الناشئين بتوع النادي، او القوام الاساسي الموجود دلوقتي في وادي دجله كله من ابناء النادي، بس ما فيش بس اللي عم منصف هو اللي من بره النادي، الراجل عنده اساس شغال عليه، من ضمن المشاريع بتاعته اللي هو كان عامل حاجه اسمها جي ام جي، فرقه مميزه جدا اللي هو بيجيب العناصر اللعيبه المميزه كلها في جميع الاعمار، بس لهم فرقه جايين في منها دلوقتي هلال، خرج مجموعه هايله، عنده هلال موجود وعبد العاطي ومحمد محمود موجود في النادي الاهلي، زيزو خلي بالك وزيزو برضك موجود، كان موجود في الارس كان الزمالك فهو عنده مدرسه او فلسفه شكل شغال عليها، مش عايز يجيب ناس بفلوس كتير جدا بميزانيه كبيره، وبعد كده هو عنده ابناء النادي اللي هي احسن موجود، مشروع موجود عنده في الاكاديميات، عامل اكاديميات بشكل كويس قطاع الناشئين، الاداء مش مميز من نوعا ما، هو قدر يجيب مستر بابا فاسيليو اللي هو موجود اليوناني، هو معتمد على المدرسه اليونانيه بشكل كبير،
نفس يشتغل نفس الشغل بتاع التكيس، نفس الشخصيه الموجوده عنده. بس بتفرق دلوقتي اللي بقى في سيلو زي ما بنتكلم عنه، هو عنده عنصر الدفاعي بشكل مميز كبير. اول دجله كان بتلعب كره كويسه بس كانت فاتحه الملعب بشكل كبير، فكان عندك بسبب الاهداف طول الجيم. يعني كان تكيس جوناس كان بيشتغل طول الماتش مفتوح، اللي هو بيلعب لعب مفتوح في وقت من اللقاء من اللي بين اللقاءات. كابتن هاني طبعا مدرب كبير وعارف اللي انا اقدر اقفل الملعب واقدر مش عايز اهاجم اخاطر بشكل كبير، خاصه وانت كنت كسبان. يعني بعض المباريات بيكون متقدم فيها 1-0 او 2-1 ولكن بيلعب بنفس الطريقه. بس انت شايف اختلف في الاداء دلوقتي مع المدرب الجديد، ولا انت شايف نفس المدرسه ونفس السيستم لا هو اختلفت شويه نوعا ما في الدفاع. بقى الدجله دلوقتي بتدافع بشكل مميز جدا، احسن شويه. بس هي جينا نتكلم فيها، هي في عدم توفيق بشكل كبير في الفتره الاخيره. بيلعبوا كره حلوه قوي، بس بيلعبوا كره مميزه، والراجل كمان حتى عنده ما عندوش ريسك الكره بترجع لعب منصف. دلوقتي كنا اول بنشوف تكيز جوناس بيلعب، حتى الحارس مرمى يلعب، لا دلوقتي بقى ما فيها ريسك بيلعب كرة طويلة. ففي اختلاف، بس هي طبعا الأداء بيبقاش يعني مش زي نتيجة، يعني في توفيق بشكل كبير. مش محتاج بعد عناصر الخبرة شوية تقل الفرقة؟ يعني عندك لعيبة كويسة كتيرة تحت السن، يعني ممكن يكون الاستعانة ببعض 2-3 لعيبة تقال يتقلوا الفرقة على مستوى الخبرات؟ اكيد طبعا، اي فرقه لازم الكابتن يكون عندك طبعا ثلاث اجيال موجود فيها، اللي هو العنصر اللي هي العنصر اللي هو الصغير في السن، العنصر الخبره الموجود هو موجود في عبد المنصف، بس لازم يكون عندك ثلاثه اربع لعيبه. حسام عرفات موجود برده، حسام عرفات موجود، عبد العاطي لعب كتير، عبد لعب كتير برده نفس الكلام. فهو يعقوب الباك ليفت بقاله كتير لعب كتير النهارده جاب هدف، فعندك عناصر موجوده، بس العنصر الاغلب عندك عنصر قطاع ناشئين بشكل كبير. فحتى التغييرات عنده بره بتبقى محدوده، يعني هو ما بقاش حد يقدر يغير اللقاء، فدي برضك من ضمن الحاجات المؤثره شويه. طب النص الاول بقى من السؤال اللي هو اكتر مباراه احمد ابو سلم شافها في الدوري الممتاز الى الان، مباراه استمتعت بيها كان فيها كوره؟ لا والله انا بستمتع باللقاءات كلها، يعني انا شايف اللقاءات كلها. الدوري السنه دي انا مبسوط ان عندك فرق عندها شخصيه وعندها لعيبه مميزه بشكل كبير جدا. انا شايف الماتش بتاع البنك يعني سيراميكا كليوباترا بتعمل شغل قوي جدا. الجونه لما كانت الجونه بتلعب، حتى الجونه بتلعب من قيمه بغض النظر اللي هو الماتش بتاع امبارح بتاع الزمالك او اول امبارح، الجونه فرقه مميزه جدا، عجبني جدا. انا عاجبني الشكل بتاع رضا شحاته واللعب بتاع رضا شحاته، فانا شايف اللقاءات كلها مميزه، شايف كلها غير السنين اللي قبل كده اللي انت كنت ممكن تعرفها. النتيجه الاهلي النهارده ان شاء الله هيكسب 4، الزمالك هيكسب 5، الاسماعيلي هيتعادل. فدلوقتي بقى عندك مش عارفه نازله شكل بقى مختلف، شكل مختلف. ودي ترجع حاجه اللي انت بتعيد عليك بالدوري، اللي انت تقدري تسوقي بالدوري المصري بتاعك بشكل كبير، يكون عندك سبونسر يدفع للانديه تسوق بشكل كبير. ان شاء الله لو ربنا اراد والكورونا ابتدت ان شاء الله تروح عن العالم، هتلاقي الدوري المصري بقى قوي جدا. احنا عندنا امكانيات مميزه جدا، بس كنا بنتكلم عن العنصر اللي قبل كده زمان ما كانش فيه الماتيريال الموجود دلوقتي او الاسعار اللي موجوده اللي كابتن هاني بنتكلم فيها. اسعار كبيره جدا في الدوري المصري، شايفين ملايين. احنا بقينا اقوى من شمال افريقيا، حتى تلاقي دلوقتي في التعاقدات شايف يعني. احنا قبل كده ما كانش عندنا لعيبه من شمال افريقيا، يعني من تونس او المغرب او الجزائر. دلوقتي انت عندك الماركت بتاعك بقى اعلى، فهتلاقي لعيبه مثلا ساسي موجود، وفي لعيب والمسلوسي موجود، وبدر بنون في النادي الاهلي، فهتلاقيت لعيبه كلها بتسعى لتشوف الافضل، فانت الدوري بتاعك اقوى. فبنتكلم السنه دي الدوري مختلف، الدوري مختلف، ونفسنا يختلف على نظام المسابقه، يختلف على نظام التحكيم. وعايز ارجع لك، كنت سؤال عايز اقوله لك في اول فقرتنا، لو الجون بتاع ايمن اشرف ده في الدوري الفرنسي، لا جون يا كابتن، لا ده جون، هو مفيش اي حاجه. سيبك من الدوري هنا في اختلاف شويه، لكن انا اتكلمت يعني لو في الدوري الانجليزي او اي دوري اوروبي. انت لعبت في الدوري الفرنسي طبعا يا كابتن، انا لعب 5 مواسم في الدوري الفرنسي، ده هدف، مفيش اي حاجه. هي في مشكله كبيره جدا احنا مش واخدين بالنا منها. انت الراجل اصلا المدافع هو اصلا ما طلعش من الارض، يعني المدافع واقف مفيش اي حاجه، وانا طول ايدي ايمن اشرف ايده عامله كده، يعني ايده بعيد عن الراجل، فدي تعتبر هدف. يعني ده الهدف ده 1000% جون. فجينا نتكلم تاني، هو العنصر التحكيمي. احنا بنتمنى اللي انا العنصر التحكيمي او الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الثلاثيه اللي موجوده، الشكل العام او التقدم اللي احنا موجودين فيه. ما ينفعش كابتن انا دلوقتي صارف الملايين دي كلها وعندي لعيبه بالشكل ده كله، والعنصر التطوير اللي هو بتاع التحكيم لازم اطوره بشكل كبير. في لعيبه، في حكام دوليين اللي فين مش موجودين دلوقتي. جينا نتكلم ناس كتير جدا مميزه كانت موجوده دوليه مش موجوده دلوقتي. مش معنى يعني مش موجوده بالذات في النادي الاهلي، انت بتلعب في 3-4 اسماء هم لكل ماتش بتحطهم لي، لازم على الاقل توسع الدائره شويه، يبقى عندي حتى اعمل يعني اعمل شكل مميز سبورت او 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 حكام ثانيه تقدر يبقى عندها الشخصيه اللي ممكن 7-8 سنين بعد كده، مش لما يجي اي حد. كان في من ضمن موسم من ضمن
المواسم يعني كانت موجوده. سمعنا يقول لك لا انا جايب لك دوت عشان انت بتحبه يعني من دين اللقاء جايب لك الحكم ده عشان انت بتحبه. ففي حاجات برضك سمعنا حاجات غريبه. اه طبعا في حاجات غريبه بتطلع, حاجات غريبه بتطلع. زي ما بنتكلم الكابتن عارف في اوروبا تقرير الحكم هو الفاصل اللي بيني وبينك, ما ينفعش انا اتاثر عليه مثلا يجي برنامج او 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 حد موجود يجيب الاسبوت على مثلا يقول لك بص بيعاملوا ازاي, اروح انا اسخن واروح مد راجل 4 مطوشه. طب ما الراجل جاي يتكلم على المنافس بتاعك اساسي, ما تم اتكلم باسلوب وحش وعمل واحد واتكلم باسلوب صعب جدا وما حصلش حاجه, خد له مثلا 4 مطوشه. لا ده الراجل انت بتتكلم في لازم اكون اقنن حاجه زي كده, لازم اكون عندي لائحه تحكم بيني وبينك بحاجه زي كده يعني عندي. عشان كده بنتكلم انا ومش صاحب المولد كله, لازم يكون عندك انت لوائح تحكم بيها, ما بقاش الموضوع غامض. ما ينفعش انا النهارده على كيف النهارده جيت كابتن هاني النهارده قال لي صباح الخير انت 8 مطوشه عشان الناس برضه ضغطت عليا, فلازم يكون عندي حتى الحكم عنده شخصيه. ده اللي حصل مع الشناوي. تعالى ناخد طبعا تعالى ناخد من ديت, وانت لعبت في الدوري الفرنسي وبنتكلم على كلمه التطور او تطوير الدوري المصري. انت لعبت 5 مواسم في فرنسا, ايه اللي انت شفته هناك في فرنسا او في الدوري الفرنسي نفسك تشوفه يتطبق هنا في الدوري المصري, او مش موجود في الدوري المصري ونفسك تقول اه يا لو ده اتطبق عندنا؟ اديني نقطتين ثلاثه. انت عندك كذا نقطه. اول حاجه يعني عنصر الادميه اللي هو الحكم اللي يحس ان هو قوي. الحكم ده المفروض هو رئيس الملعب, يعني هو رئيس الموجود كله. الحكم بيجي مثلا بتلاقيه جاي على راح بالعربيه بتاعته. اه يعني ده لازم الحكم يكون محترف بشكل كبير ولازم لازم اودي له الوسائل الراحه بتاعته عشان اقدر يبقى عنده ذهن فاضي موجود اعرف اشتغل ازاي. لازم يكون عنده يونيفورم بشكل الاتحاد موجود بشكل معين, يبقى راجل داخل. احنا بنشوف الحكام رايحين ببدل بشكل مميز. صحيح. انت بتقف جنبيهم كده الوقار والشكل العام بيديك انطباع عن قوه المسابقه اللي انت موجود فيها. نرجع نتكلم عن النقطه الثانيه. النقطه الثانيه لازم يكون الحكم اعمل له معسكرات تدريبيه, مش عيب, لازم اطوره. احنا اخر مره هتلاقي من ايام محمد علي اللي الناس اتطورت او قعدت في معسكر مغلق عشان اقدر اطورها. تاني حاجه العنصر المادي, لازم اكون الحكم موفر له الماده دي كلها. ما جيش دلوقتي بنصرف مثلا لسه من اخر موسم اللي فات بيطلع له فلوسه دلوقتي. طب ما هتلاقيه راجل برضك مشتت, ما الراجل برضك عنده اسره وعنده دخل وعنده حاجات دي كلها. ذهنه مش معاك. ما ده بنتكلم. لازم اكون انا الناس اللي موجوده في اوضه الفار اللي جينا نتكلم عليها لازم ناس تكون محترفه. ما ينفعش حد يكون لسه بيتعلم واجي احطه في لقاءات مؤثره تقدر تاثر على نتيجه اللقاء. طب خارج نطاق التحكيم والتنظيم التحكيمي, ايه اللي تاني نفسك, ايه نفسك تشوفه, نفسك تشوف يعني عشته في الدوري الفرنسي ونفسك يتطبق في الدوري المصري هنا؟ لا العداله يا كابتن, العداله لازم. سيبك ما اتكلمنا في العداله, في حاجه تانية بالنسبه للاستادات بتتكلم على اللوجو, لازم احنا اتكلمنا على فكره. اكيد قبل معلش كابتن هاني ما يجاوب بس على السؤال ده, عايزين نقول انه جاءنا الان من قبل اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره في مصر, طبعا تم التراجع عن ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى نادي الاهلي ايقافه 4 مباريات. طبعا تم تخفيض هذه العقوبه, ووقف محمد الشناوي مباراه واحده, وتغليظ العقوبه الماليه ل 50,000 جنيه. تغليظ العقوبه الماليه ل 50,000 جنيه يعني بقت بدل من 20. مباراه واحده. مباراه ان شاء الله هي هتكون اعتقد مباراه المقاولين العرب دي المباراه اللي هتوقفها الشناوي فقط. وتغليظ العقوبه من 20 ل 50,000 جنيه. طيب كنا بنرجع نتكلم على اللي انت عشته خارج. طبعا احنا نفسنا الحكام دي يبقى محترفين, منظومه التحكيم نفسها تبقى منضبطه بشكل افضل, لكن على مستوى يعني مستوى التسويق, على مستوى اذاعه المباريات, على مستوى الاخراج, على مستوى الملاعب, انت شايف الدنيا ازاي يعني؟ ده انا برضك يا كابتن من ضمن الحاجات اللي انا استغربت ليها لما احنا قلنا ابتدينا هنتطور شويه, حتى في لجنه خماسيه كانت عاملاها اللي انت كنت عامل لوجو للدوري المصري. صحيح. بشكل الكوره للدوري المصري, فانت لازم كده يعني اشتغلنا في بلجيكا كابتن وانت كنت معانا. الكوره بتاعت الدوري البلجيكي واحده موحده, اللوجو بتاع البطوله موحده. سيبك بقى يا كابتن من هنا حتى للدوري اللي بيكسب, انا اول مره اشوف دوري برضك في العالم اللي بيكسب مركز يعني بياخد بطوله الدوري ما بياخدش اي مقابل. فدي برضه نفسك طبعا ان يكون في مقابل لازم محترم يكون جدا لبطل الدوري, بالذات انت عندك كمان انت عندك ماركت سبونسر. كبير عندك سبونسر وعندك بيدفع بشكل كبير. وانا انا بدعم ده كله, بدفع الملايين دي كلها عشان اخسر البطوله او ما اخدش مقابل, طب انا اعمل ايه؟ عشان كده تلاقي كل الانديه بتتكلم اللي هي بتشوف البطولات الافريقيه بتبقى مركزه عليها بشكل اكبر طبعا. فانت بتركز في افريقيا وبتضعف البطوله بتاعت بلدك اللي هي الرئيسيه. فدي وخلي بالك انك لما بتبقى في فلوس في نهايه البطوله او بطل الدوري ده بيعمل بيكبر الفاليو بتاع الدوري, بيكون منافسات اكتر. انت شايف الشامبيونز ليج
الناس ليه عايزه تشترك في تشامبيونز ليج؟ عشان كل دور بتاخد فلوس، ونهايه التشامبيونز ليج اللي بياخد البطوله بيبقى مبلغ كبير جدا. دلوقتي البطوله الافريقيه وصلت من 2 مليون، دلوقتي النسخه الجديده هتبقى تقريبا 4 مليون دولار. فكل دوت حتى بتعمل فاليو للدوري بتاعك. ما ينفعش انت ماشي 34 اسبوع وبتاخد بطوله كبيره جدا وفي الاخر يعني لازم ما خدش حاجه. صحيح. فدي صحيح. فدي مشكله، فدي من ضمن الحاجات اللي احنا نتمناها طبعا. اللجنه الاوحديه اللي هي الثلاثيه اللي موجوده دلوقتي لازم على الاقل اعمل الحاجات دي كلها، لازم يكون ليها شكل. أكيد. لازم اشوف اقدر اعمل ايه، ما اقدرش الغي اخد قرارات كده، لازم اكون دارسها بشكل كبير. ان شاء الله خير. نتمنى كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي. بس يعني بعيدا عن كره النادي الاهلي، كره اليد بتتابعها؟ بتتابع منتخبنا ولا طبعا طبعا انا كنت مبسوط جدا اكيد. شرف. اول حاجه بنشكر للدوره المصريه وكل مؤسسات الدوله اللي هي في الوقت الصعب ديت، اللي هي عامله شغل كبير جدا، تنظيم هايل في جائحة كورونا كمان، دي جايه في وقت صعب جدا، كل العالم هتلاقيه بيعتذر عن حاجه زي كده. اكيد مصر قادره على حاجه زي كده، ومصر مميزه من زمان. نشكر الدوله طبعا، المنتخب المصري كلنا دعم ليه وسبورت ليه. النهارده اداء مميز جدا، مش لعيب واحد بس، الفرقه كلها كانت مميزه بشكل كبير. فنتمنى ان شاء الله البطوله ما تطلعش بره مصر ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا ابو حميد، وبالتوفيق ليك ان شاء الله، ودايما منورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك، انا مبسوط طبعا معاكم في البيت الكبير طبعا. شكرا جزيلا ليك. بعد الفاصل كلام اكتر عن بطوله كاس العالم لكره اليد المقامه حاليا في مصر، وكلام كتير عن منتخبنا الوطني المشارك في هذه البطوله في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مرة تانية. الفقرة التانية في البيت الكبير النهاردة بنتكلم عن كاس العالم لكرة اليد. منتخبنا النهاردة بيحقق نتيجة رائعة بفوزه على منتخب الاتحاد الروسي 28-23. هنستضيف النهاردة في البيت الكبير اثنين من نجوم كرة اليد في النادي الأهلي ومنتخب مصر على مستوى فني عالي جدا. هنتناقش معهم إن شاء الله في مباراة النهاردة، مشوار فرقتنا خلال دوري أو الدور الرئيسي، وفرص إن شاء الله تحقيق ان شاء الله مركز متقدم في هذه البطوله العالميه اللي بتقام على ارض مصر ان شاء الله من 13 ل 31 يناير. معانا في البيت الكبير اثنين الكباتن، الكابتن محمد ابراهيم والكابتن محمد يحيى، نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن محمد بنرحب بيك في البيت الكبير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك كابتن محمد، بنرحب بيك في البيت الكبير، منورنا. وبنقول لكم اولا مبروك. الله يبارك فيك. مبروك على النهارده، نتيجه جيده جدا واداء اكثر من رائع. طبعا الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. الف الف مبروك كباتن طبعا، يعني فوز كبير مستحق. افتكر كابتن محمد انه الاداء مختلف النهارده عن الاداء اللي كان مع منتخب السويد، مباراه السويد ده. هو الحقيقه شفت الانتصار ده ازاي؟ ده حقيقي. مباراه السويد بصراحه مش عايزين طبعا نتكلم فيها كتير، هي كانت خطوه. اهم المميزات اللي حصلت النهارده طبعا الفوز ده نمره واحد، بس اهم حاجه ان حصل تدارك على طول للاخطاء اللي احنا عملناها في مباراه السويد، وده كان نجاح من المدير الفني ومن اللاعبين بصراحه. لان احنا لو شفنا مباراه النهارده هنلاقي كل الاخطاء اللي اتعملت في ماتش السويد النهارده ما اتعملتش. يعني بمعنى اصح، احنا في مباراه السويد قعدنا نشتغل دايما على الخط الخلفي، على نص الملعب، ما استغلناش الاجنحه كويس، ما استغلناش الخط الامامي. كل الشغل النهارده حضرتك لو شفناه، يعني لو جزأنا النقط الايجابيه في المباراه النهارده، اول حاجه الروتيشن اللي عمله المدير الفني النهارده باروندو، بدا التشكيله مغير الخط الخلفي، الباكين بتوعنا مغيرهم. دي اول حاجه، لان طبعا روسيا كانت نازله عارفه تشكيل مصر او درسها كويس. بدأ البداية كويسة جدا، بدأ بلعيبة عندها المهارات والسرعات أعلى شوية. ليه؟ لأن المنتخب الروسي بيتميز بالأجسام القوية، بيتميز بالالتحامات القوية في نص الملعب، فابتدى عايز يوجد المساحات دي. يعني احنا حتى لو جينا بصينا المباراة هتلاقي السكاوتنج بتاع المباراة معظم أهدافنا جاية من الخط الأمامي، هو استغل الخط الخلفي الأول في بداية المباراة. يعني احنا مصابين حوالي 12 كرة من الخط الخلفي وجايبين 7 أهداف، ولكن الميزه ان احنا صعدنا الخط الخلفي، ابتدى يحصل مقابلات من فرقه روسيا، فابتدى يفتح لنا المساحات. هنلاقي محمد ممدوح هاشم النهارده جايب 6 اهداف من على الدايره، هنلاقي فيه 6 جوان جايين من الجناح الايمن وجم من الجناح الايسر، فاستغلنا استغلال جيد لاطراف الملعب الاجنحه بتاعتنا ولاعيب الدايره. وده جاي ناتج من طريقه اللعب اللي احنا غيرناها شويه، ما لعبناش على نص الملعب شويه، لان الاجسام قويه جدا في نص الملعب. يعني
كابتن محمد ابراهيم، من النقط الايجابيه اللي يمكن شفناها النهارده في المباراه زي ما الكابتن قال، التنوع الهجوم بشكل مكثف جدا، وشفنا تالق احمد الاحمر. احمد الاحمر اعتقد كان ليه دور كبير النهارده في فوز المنتخب بادائه الرائع. اتكلم على المهارات الفرديه بتفرق كمان في كره اليد، وده اللي ظهر على احمد الاحمر النهارده من خلال اختراقاته وتسديده اكتر من هدف. يعني طبعا في البداية بارك للمنتخب وبارك لينا كلنا والمصر والوطن العربي كله، فوز مهم جدا كنا محتاجينه، أو هو كان عنق الزجاجة بالنسبة لنا أن ماتش زي ده دخلنا تاني في البطولة، لأن لا قدر الله وكان حصل أي نتيجة تانية غير كده كنا هنبعد وهنبدأ نخش في حسابات، وده يكسب ده وده يخسر من ده. لكن هو ماتش زي ده حطينا في الطريق الصحيح. ممكن اختلف مع كابتن محمد سنه، طبعا مش طبعا كابتن محمد كنت بتقول لا وهو بيتكلم طبعا مش كان بيعمل كده، لا لا مش قصدي، لا لا طبعا لا كان عندك وجهه نظر اخرى. لا لا عندي وجهه نظر ممكن تكون مختلفه، والاختلاف لا يفسد الود قضيه. انا شايف ان اداء منتخب مصر في ماتش السويد ما كانش وحش خالص خالص، نفس الاداء اللي عملناه في ماتش السويد هو اللي عملناه في ماتش التشيك او ماتش مقدونيا هو اللي عملناه في ماتش روسيا. الاختلاف بين الثلاث مباريات بس هو ان في ماتش السويد حصل كم اخطاء بسيطه من لاعبين، مش من وجهه نظري طبعا، مش من مدرب. يعني أنا مش خطا جهاز فني، لان لا الناس اتكلمت على ان الجهاز الفني ما تعاملش بشكل جيد. انا يعني ممكن اكون من ضد الموضوع ده تماما. انا معجب جدا بالمدير الفني بتاع المنتخب باروندو. الراجل انا شايفه يعني من احسن مدربين موجودين في العالم، واداؤه ثابت من اول ماتشين اليابان اللي هو كانوا الوديين انا اتفرجت عليهم، وفي ماتش حتى ماتش تشيلي اللي الناس كلها اتكلمت ان هو وحش، لا هو لعب نفس الطريقه، هو راجل عنده طريقه بينفذها في اي ماتش بيلعبه. ماتش السويد احنا كنا لو اللي اتفرج على الماتش وتابعه كويس لحد دقيقه 18 في الشوط الثاني احنا ماشيين كويس جدا وفرق 3 لينا، مشي كان مرسوم له بالتكتيك اللي معمول، كان وصلنا للسكور اللي احنا عاوزينه وكنا كسبنا الماتش. نقطه التحول في ماتش السويد من وجهه نظري هي الطرد. احنا في توقيت معين مصري خد فيه دقيقتين وبكار خد فيه دقيقتين، النقطة التحول في دقيقة 18 في الشوط الثاني هي دي. في التوقيت ده كان فرق 2 لينا، السويد في الفترة اللي لعبنا فيها 4 قدرت تتعادل. بعد كده حصل إصابة يحيى خالد، الإصابة دي ما حصلناش دروب في الهجوم قد ما حصلنا دروب في الدفاع في المكان اللي يحيى خالد بيدافع فيه. فأنا شايف إن دي خطأين أو ظروف حصلت في المباراة أدت للنتيجة السلبية اللي حصلت، لكن لو ما كانش ده حصل كانت هتبقى نتيجة إيجابية وكانت كل الناس هتشيد. بس خلينا أتكلم معاك معلش في نقطة، ممكن جدا ده كان مهم جدا إنك تخسر مباراة السويد. بالظبط بالظبط. يعني أنا شايف إن خسارة مباراة السويد كان ليها عامل إيجابي كبير جدا، رغم يعني أنت عارف حزن اللعيبة ولازم يلموا بعض عشان يخشوا أجواء. وده حصل بالطبع. فيمكن نكون بشرة خير إن إحنا اتغلبنا السويد. بشرة خير يا رب حتى يحصل زي على فكرة حضرتك السيناريو ده اللي بيحصل هو حصل في 2001 اللي إحنا خدنا فيه مركز رابع، إحنا دخلنا تاني المجموعة في الدور التمهيدي ورا السويد، وصلنا ساعتها المربع الذهبي وخسرنا في مركز ثالث ورابع من المجر. فيا رب يكون يمشي نفس السيناريو، بس المباراة دي نوصل إن شاء الله فاينل. السيناريو ده حصل في حصل يعني في 2001 حصل في 2001 وصلنا ساعتها مربع ولعبنا ثالث رابع مع المجر. عايزين نتكلم عن المواجهات اللي بتنتظر منتخبنا الوطني، بس عايزين مع حضراتكم برضو والناس تفهم اكتر نحلل ارقام منتخبنا الى الان في عدد الماتشات اللي لعبها. يعني النهارده بنتكلم عن اجمالي عدد الاهداف اللي بيحرزها المنتخب الوطني لكره اليد في البطوله الحاليه في بطوله كاس العالم، 124 هدف تلقت شباك الفراعنه، 95 هدف في 4 مباريات خاضها لحد دلوقتي، وحراسه مرمى المنتخب استطاعت او نجحت في التصدي لعدد 51 تسديده من اجمالي 118 تسديده. الارقام بتقول ايه؟ الارقام دي لو حضرتك تتذكري كنا حضرتك ما كنت شرفت بحضراتكم في حلقه قبل كده واتكلمنا على قريبه موضوع حراس المرمى. يعني موضوع حراس المرمى هو فرق كبير جدا. حضرتك لو حضرتك تتذكري اتكلمنا على كريم هنداوي ساعتها وعصام الطيار، وكان ساعتها كنا بنتكلم على حميد. حراس المرمى زي ما احنا قلنا الثلاثه على مستوى عالي جدا، سواء كريم سواء عصام سواء حميد. ولكن لو حضرتك تفتكر برضو كنا اتكلمنا في حته كل لاعب ويبقى ليه مباراه حسب سيناريو المباراه. يعني انا الارقام دي برضو بتوضح لنا السيناريو ماشي ازاي. يعني انا طبعا برضو عايز اوضح نقطه، انا مش خلافي عشان مش برد طبعا على الكابتن محمد، يعني انا بوصل نقطة او قصدي الموضوع لا 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 مش قصدي خالص. يعني انا قصدي نقطه الاخطاء اللي هي جوه الملعب، يعني فاهم قصدي؟ لان انا مثلا من وجهه نظري ليه بقول النقطه دي دلوقتي، مش عشان ردا على الكابتن محمد او ان انا اوضح او ارد على نقطه، لان انا مثلا كان من وجهه نظري في ماتش السويد
ان كان كريم هنداوي لازم يطلع اخر 10 دقايق، وده مش تقليل من شان كريم. كريم كان عامل ماتش كويس جدا 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 الشوط الاولاني، ولكن زي ما كنا بنتكلم كل حارس وليه نمط وليه تكنيك. انا بتوقع ان كان عصام ساعتها التصويب اللي من خارج التسع امتار كان هيبقى افضل ومتميز فيه اكتر، متميز فيه اكتر من حته كريم. كريم طبعا ده مش تقليل من شان كريم، بالعكس ده هو على مستوى عالي جدا جدا ولاعب طبعا يحترم يعني. طب سؤال، الجزئيه دي تتفق ولا تختلف معاه في ايه؟ في تغيير الحراس، حراس المرمى. كل واحد ليه طريقه لعبه مختلفه طبعا، يعني بتحطها على حسب المنافس. بالظبط، هي بتبقى ليها حسبه وحسبه يعني. كابتن طبعا محمد يحيى ادرى مني بيها، راجل مدير فني وادرى مني بحاجه زي كده. لكن انا ممكن برضو اقول حاجه، ان ممكن المدرب ساعتها بيحسبها ازاي. انا دلوقتي في الدقيقه 50 او 52 او وات ايفر، فاضل 5 6 دقائق، بيبقى ريسك شويه ان انا اجيب جول قاعد 50 دقيقه او 52 دقيقه من بره واشاركه. هو ريسك، يا يمشي يا ما يمشيش. في ناس تحب تاخد الريسك يقول انا اخد الريسك، وفي واحد تاني يقول لك لا انا خليني مكمل باللي داخل جوه اجواء المباراه. لان احنا في الهاندبول التغييره يا تقلب المباراه تخليك تعلى، يا ممكن تغييره زي دي الناس تلومه بعد كده انت ليه نزلت واحد قاعد بقاله 52 دقيقه. طب بس النهارده حصل الكلام دوت، النهارده اللي بدا مع هي دي النقطه الجزئيه انا كنت غير بدري ما شاء الله. هي دي انا بقولها لحضرتك يعني، اما تغير بدري هيبقى عندي احتماليه تاني ان لا قدر الله عصام غير موفق ارجع تاني الهنداوي يكون قاعد ركز خد تعليمات بالظبط. لكن هي موضوع مدارس يعني، في مدرسه بالزبط. تقول لا انا غير وما يهمنيش، في مدرسه تانية يقول لك لا انا ما اخدش ريسك ان انا في الدقيقه 52 او 53 جون قاعد مش داخل في اجواء المباراه، بالذات لان حراسه المرمى لازم الجون يبقى حاسس بالمباراه. وعصام لسه جون ما عندوش خبره كبيره، ممكن ما يعرفش يعملها. في جوان كان مثلا على سبيل المثال يعني ولا حصر ان عندك جول زي الروبي او حماده النقيب طبعًا. او طبعا الجول القديم ممكن يفضل قاعد مثلا 50 دقيقه ما بيلعبش وينزل، هو عنده كأنه خبرات كان بيلعب بالظبط، عارف ازاي ينزل في توقيت معين حتى لو كورتين يصدهم ويخرج يكسبك بيهم مباراه. ممكن يكون عصام طبعا جون على مستوى عالي جدا، وراجل يعني ان شاء الله يبقى ليه مستقبل عالي جدا ويكسر الدنيا ويحترف يا رب ان شاء الله بره، لكن ممكن لسه محتاج بالبلدي كده وفي مصطلحنا الرياضي يستوي. هو لسه دلوقتي بيستوي على النار هاديه، لكن عصام طبعا جول وجول عالي جدا طبعا ما شاء الله امكانياته. عارف يا كابتن محمد ده، وانا هاخد دايما من كلام الجزئيه الثانيه هاخد من كلام كابتن محمد، هو بيتكلم في جزئيه مليون في الميه صح. لاني انا هاخد من كلامه اللي قبل ده حاجه بسيطه، لو كان احنا كسبنا ماتش السويد كنا هنشيد اشاده قويه جدا جدا بالمدرب. فهي وجهات نظر، انا كمدرب بيبقى حاطط سيناريوهات. ممكن كابتن محمد نفس الكلام، بيشوف موقف لعب او مباراه بيحطها نفس السيناريوهات، هو ممكن ينجح وغير، وانا ممكن انجح وغيري ممكن ينجح، كل واحد بيشوفه من وجهه نظره. ودايما احنا كرياضيين او هنتكلم بقى على كل حتى المتفرجين، يجي يقول مثلا المدرب عمل تغييره مثلا، يعني اقول لحضرتك ممكن تتقاسي ازاي. يعني ماتش السويد ما حصلش فيه تغييرات كتيره، او ما اتعملش الروتيشن او توزيع المجهود البدني على اللعيبه كلها، ما شاركتش بنفس النسب اللي شاركت بيها في مباراه تشيلي وماقدونيا. السويد ثبت التشكيل، طب لو كان نجح هيقول لك شفت الماتش مهم جدا فبغيرش كتير عشان المستوى ما ينزلش، وعملها. لو كان نجح كان كل الناس هتشيد بيها وعملها. طب لما بالظبط لما احنا خسرنا ساب الناس كتير قوي. فهي وجهات نظر، لكن انا كره القدم كره اليد كل يعني هي كده يعني هو فاينل افريقيا، الناس هو لعب بست سبع لعيبه بالظبط في تونس ثبتهم وعلى ارض تونس، والناس كلها كانت بتقول بطوله من المستحيلات ان احنا ناخدها. الراجل لعب بست سبع لعيبه ثبتهم طول المباراه وما شاء الله يعني عملوا كسروا الدنيا بالظبط. فهي مدارس زي ما كابتن محمد قال، ان هي مدارس وكل واحد ليه فلسفه بيدافع عنها وبيفضل متمسك بيها. النهارده اختياره لبدايه التشكيل عجبتني جدا جدا جدا، وبالنسبه لي والله مش عشان ده حصل، انا كنت متوقعها اولا. ايه عجبك في بدايه التشكيل؟ وجود احمد الاحمر مثلا في وجود البداية؟ احمد الاحمر طبعا في البدايه لاسباب كتير. اولا الناس هتقول طب ليه ما بداش في السويد؟ الموضوع مختلف تماما. السويد الكواليتي بتاعت المدافعين مختلفه تماما عن الكواليتي بتاعت المدافعين بتاعت روسيا. الفردي واحد على واحد روسيا اقل بكتير. اولا ده يرجع لان هم لعيب مش كلاس اي في اوروبا، لا هم ممكن يكون كلاس بي او سي كمان. اجسامهم كبيره، الاحمر طبيعه لعبه والتكتيك اللي بيتعمله اللي بيخدمه ان هو بيتوسع له الملعب عشان يروح يعدي واحد على واحد. لو كان ده حصل في السويد ما كانش هيبقى بنفس نسبه النجاح اللي حصلت النهارده. ليه؟ لان كواليتي المدافع في اقوى، والاحمر ما كانش هيقدر يستحمل الالتحامات دي كتير. هو نزل فعلا في فتره وممكن يكون حاول لكن ما قدرش،
مش عشان هو وحش، لا علشان الكواليتي اعلى، فكان دفاعيه للسويد. فدي حاجه تحسب للمدرب طبعا، انه قاري هو بيعمل ايه. بدا بالاحمر رغم ان الاحمر في الـ في الـ في التوقيت ده كانت تغييره تعتبر بعيده. هو بيعمل حاجه ممكن الناس تستغربها جدا، هو الاحمر بالظبط، الاحمر بيلعب في ناحيه الرايت باك ناحيه اليمين، بيرجع دافع ناحيه الليفت وبينزل سيف الدرع. هو اصلا مركزه مش وينج ليفت، هو مركزه ليفت باك وسنتر باك، وبينزله في الليفت وينج علشان يرجع يدافع في المكان اللي احمد الاحمر بيدافع فيه. فهو انا شايفه قاري كويس وعارف هو بيعمل ايه. وخسرته ماتش السويد وجهه نظري برضو كانت سوء عدم توفيق، يعني مش 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 عدم قرايه المباراه. الراجل انا عن نفسي غير بستمتع بمنتخب مصر، انا بستمتع بالراجل ده وبادارته وبقرايته للمباريات وطريقه الدفاع حتى اللي مدافع بيه. طب النهارده السويد لعبت مع بيلاروسيا اللي احنا هنقابلها ان شاء الله في المواجهه اللي جايه، شفت النهارده ده ازاي؟ هما اتعادلوا النهارده 29-29. المدرسه البيلاروسيا هي نفس المدرسه الروسيه ونفس سلوفينيا اللي هنلعبها. نفس الكلام برضو اللي حصل في المباراه ما بين مصر والسويد، مشيت نفس مجريات المباراه، نفس الكلام بالظبط حصل. يعني كان بيلاروسيا متقدمه حوالي 5 أهداف في الشوط الاولاني، والسويد رجع برضو للمباراه في الشوط الثاني في اول حوالي 10 دقائق، وبعد كده الماتش خلص تعادل. فحتى انا قعدت افكر فيها، هل السويد طيب ايه الميزه اللي بتخلي السويد يبقى خسران الشوط الاولاني ويرجع للمباراه نفس الكلام اللي حصل السيناريو في منتخب مصر بيرجع تاني يتعادل؟ شخصيه بالظبط، شخصيه الفريق بالظبط، خبرات شخصيه الفريق بالظبط، لعيبه كلاس ايه في اوروبا، الكواليتي عاليه ما بيتهزش، ايه خسران 5 مفيش مشكله. يعني اللي يتفرج على الشوط الاول في ماتش بيلاروسيا والسويد، لا ده وان سايد جيم، السكور وصل ل 13-5 يعني لصالح بيلاروسيا، لصالح بيلاروسيا وفي الاخر انتهى 13-10، يعني فرق 3 بس او فرق 4. فده ندل على شيء، يدل ان دي فرقه عندها شخصيه، مهما خسر او الماتش عالي عنده بالظبط، هو عنده ثبات انفعالي بيقدر طبعا يرجع مباراه في اي وقت. سؤال فني شويه يمكن اطرح من خلال يمكن الثلاث ماتشات اللي فاتوا، عندنا مشكله في الباكين، مشكله تهديفيه. يعني احنا عندنا الباكين في خلال اعتقد سجلوا 6 أهداف، والباك الشمال اعتقد الباك اليمين بتاع روسيا لوحده سجل 8 أهداف. عندنا مشكله تهديفيه بالنسبه، ما بنلعبش على الاطراف كتير بلغه الكره كده، يعني ما بنطلعش الباكات ما بتسجلش بشكل مباشر. وانا دي مدرسه يعني انا برضه من وجهه نظري الشخصيه ما عندناش قصور في الحته دي، ولكن يعني دايما حضرتك بتشوف الرانكينج حتى بتاع الهي منتخب مصر داخل فيه سند، داخل فيه محمد ممدوح هاشم، داخل فيه يحيى الدرع. طبيعه لعبنا او المدرسه لعبنا احنا بنلعب لعب جماعي، الفريق كله فيه لعيبه على اعلى مستوى، ما بنعتمدش على طريقه النجم الاوحد. يعني ممكن حضرتك لما تيجي تروح لمنتخب روسيا هتلاقي عنده باك ليفت مثلا، بيلاروسيا نفس الكلام عنده باك ليفت برضه معتمد عليه اعتماد كلي. يعني حضرتك اتفرجت على ماتش روسيا النهارده هتلاقي الشوط الاولاني كله 99 اللي هو الباك اليمين ده بالظبط كده، هتلاقي الشوط الاولاني كله في ماتش روسيا كل الاهداف جايه من ناحيه الليفت عندهم، ناحيه الرايت دي ملغيه تماما، الباك رايت شات كورتين الكورتين بر، كل شغل ناحيه الليفت. هو بيعتمد على لعيب عنده مميز، كل اللعب رايح في اتجاهه، سواء التجهيز سواء التكتيك اللي بيشتغله، هو بيجهز للباك ده عشان هو اللي ينهي الهجمه. احنا بصراحه ودي ميزه في منتخب مصر ان هو ما بيعتمدش على النجم الاوحد، لان الناس كلها على مستوى فني عالي جدا، سواء الخط الخلفي او الخط الامامي، هي بتبقى طريقه لعب. ويمكن حتى لما انا ذكرت وقلت الاخطاء بتاعت ماتش السويد او سوء التوفيق اللي حصل او النهارده، ودي حضرتك اللي كنت بتسالني فيها من شويه، لغه الارقام. أيوة. يعني النهارده ارقامنا كلها لو حضرتك بصيت هتلاقي 7 أهداف من على 6 متر من على الدايره، من نص الملعب وتحت الباك ليفت، 6 أهداف من الوينج، 7 أهداف من الخط الخلفي، 3 الخط الخلفي. طب هل ده قصور؟ لا، هي طريقه لعب. ما هو ده السيناريو بقى او اداره المباراه للمدير الفني اللي بيتكلم عليها كابتن محمد. هو بيدير. يعني احنا لو لاحظنا برضو ونرجع لما كابتن محمد اتكلم على احمد الاحمر ومشاركته دي كانت مهمه جدا، لو بصينا على افضل رجل في المباراه بالظبط كده، لو بصينا الاول 16 دقيقه هو ازاي بيستخدم احمد الاحمر، سواء ان هو يوسع الملعب يلعب 1-1 لان هم قليلين في الدفاع 1-1، او كان بيسحب الملعب ناحيه الرايت عشان يفضي لمحمد ممدوح هاشم يستلم ما بين 1 و2 اللي هي اطراف الملعب. فده كان نجاح. فهي دي اداره المباراه او السيناريو اللي هو يقدر يكسب بيه، ولكن مش قصور عندنا في الخط الخلفي، بالعكس. استعنا في الفتره الاولى ان بمهارات احمد الاحمر في الاختراق والتسديد واحراز الاهداف اكتر من اللعب على الدايره، ما كانش اللعب على الدايره كتير بمعنى صح، يعني ما كناش شايفين اللعب على الدايره بشكل ده كان مقصود نتيجه
للتكتيك اللي بيلعب بيه المنتخب الروسي؟ هو عادة التكتيك بيبقى ليه كذا احتمال، يعني الشغل اللي بيتعمل مثلا او معظم المدرسة الاسبانية هي تجميع اللعبة في اتجاه عشان نفضي في اتجاه تاني، والدايره يبقى واقف مستني الحركه بتاعه المدافع. فمثلا حصل ان احنا جمعنا اللعب ناحيه اليمين، ناحيه الشمال هتبدا تخش تلعب، لو واحد من ناحيه اليمين من واقفين الدايره في الناحيه دي مثلا في الناحيه عكس اللي هيخش يلعب، لو المدافع ضم بتتساب للدايره، ما ضمش بيروح في مساحه واسعه واحده. يعني عندك حلين بالظبط، المدافع جه هتقفل الدايره ما رجعش، ما تحركش وقفل هنا واحد تاني يجي الباك من وراء. هي فلسفه في اللعب، هي مدرسه سايده دلوقتي في العالم، معظم منتخبات العالم ومعظم الفرق الاوروبيه بتلعب بيها، هي المدرسه السايده. كان في فتره المدرسه الالمانيه هي السايده، فتره تلاقي المدرسه السويديه، فالمدرسه السايده دلوقتي في العالم سواء دفاعيا او هجوميا هي المدرسه الاسبانيه. اللي هي بتعتمد على شغل الدفاع في اتجاه وتلعب في اتجاه تاني وتنتظر رد الفعل الدفاع وعلى اساسه تبدا تتحرك بعد كده. كم كابتن محمد لما كنا اتقابلنا اخر مره وكنا بنتكلم عن اصعب المواجهات اللي ممكن تقابل منتخبنا الوطني، قلت لي السويد، ويعني الحمد لله عدت، وسلوفينيا. وسلوفينيا ده حقيقي بيتعمل لها الف حساب بالمواجهه دي، وهي برضو هكرر كلامي، هي نفس المدرسه بتعتمد برضو، عندهم اجسام قويه بتعتمد على القوه البدنيه، ولكن اللي يميز فرقه سلوفينيا شويه الفاست بريك بتاعهم، هم عندهم سرعات عاليه جدا في الاجنحه، بيلعبوا على الكونتر اتاك كتير قوي. فدي اللي احنا برضو لو رجعنا لموضوع الارقام هتلاقينا احنا مثلا في مباراه النهارده جارين فاست بريك واحد من واحد، ما جريناش فاست بريك كتير خالص. في لقطه كنت اتفرجت عليها كان ممكن يتعمل فاست بريك ولقيت المدرب قال لك هولد سيناريو. ما هو المباراه بالظبط، هو اصل حاجه يعني المباراه كذا مره شاور بالظبط قال لك ليه هو عايز يتحكم في رتم المباراه، في رتم اللعب، هو مش عايز يجاري روسيا بطريقه لعبها، فعايز دايما انا اللي متحكم في رتم المباراه من بدايتها لنهايتها، وده نجح فيه. تكمله برضو كلام كابتن محمد، الجزئيه اللي قالها انت عندك برضو المباراه الاحتمالات بتاعتها ازاي. انت المباراه ده المباراه كلها عباره عن مجموعه مواقف بتحصل، وفي مباراه دايره ثانيه ما بين المديرين الفنيين، فانا ابتديت العب سي مثلا تصوم الخط الخلفي، ابتدى يعلى زي بالظبط ما هو جه في الدقيقه 10 في الشوط الثاني لعب 5-1، بدا يطلع واحد عشان يقلل يضغط عشان يبقى سرعه الكره اقل ما توصلش الاجنحه، او التقاطعات اللي في الخط الخلفي بتحصل هو يعطلها يفسد التقاطعات يعني اللي بتحصل بالظبط. فبيبتدي هي ببتدي اشتغلت شويه باحمد الاحمر 1-1 او تصوم الخط الخلفي، ابتدى الدفاع يلم ناحيه احمد، ابتدى العب 1-2 ناحيه ممدوح هاشم، ابتدوا يقفلوا الملعب، ابتدى يلعب على الاجنحه، فابتدى يلعب على الاجنحه، هي بتبقى مباراه شطرات. فهو بالظبط، فهو بيدير المباراه دارها بصراحه النهارده بنجاح بصراحه. طبعا انا مش بقيم المدير الفني، هو على اعلى مستوى طبعا ومصنف عالميا يعني، ولكن في اجزاء احنا بنتمنى نشوفها. يعني انا فرقه منتخب مصر انا مش شايف فيها السرعات العاليه، طبعا ده مش نقد ولكن احنا عايزين نشوف ده. طبعا هو المدير الفني يبقى شايف الكلام ده اكتر مننا كتير، بقى احنا برده مش جوه الملعب، هو بالظبط كده احنا مش جوه الملعب، ولكن احنا النهارده مثلا فاست بريك قليل جدا، واحد بس عملنا ماتش مستوى عالي جدا. ولكن انا بتكلم على انا دايما ايه المباريات دي، ما انت برده ستيب باي ستيب انت بتخش في فورمتك بالظبط طول ما انت جوه البطوله بالزبط. فانت بتشتغل على شغلك اللي انت ممكن تحتاجه بعد كده في مباراه. فده المقصود من الكلام، يعني ان احنا وهاخد ده اللي كابتن محمد، الفاست بريك عندنا قليل، ده نتيجه ان عايزين نحافظ على لياقتنا، ولا ما عندناش فعلا الامكانيات او السرعات ان احنا نعمل فيها الفاست بريك؟ لا بالعكس، انا يعني بالعكس انا شفت منتخب مصر بيعرف يعمله، بيعمله كويس جدا، لكن ممكن تكون هي فلسفه شايلها المباراه مثلا زي سلوفينيا، شايلها المباراه زي بيلاروسيا، مش عارف يعني. انا ما اعرفش، عمري ما شفته بيوقف فاست بريك، لا ده في كذا ماتش يعني ده جديد عليه يعني، مش عارف، ممكن يكون حاجه مقصوده، حاجه مستخبيه، حاجه مستنيها كارت يلعب بيه، الله اعلم يعني، انا ما اعرفش. لكن عايز اضيف حاجه على كلام كابتن محمد برضو بالنسبه لسلوفينيا، غير طبعا بيلاروسيا، انا يعني ممكن ارجع تاني لبيلاروسيا، لكن سلوفينيا اضيف عليها القوه الجسديه والفاست بريك، بيميزهم عن فرق اوروبا المهاره الفرديه اللي هي احنا بنتميز بيها. يعني عندهم لعيب زرابيتش، ده واحد بطل اوروبا مع فريق كيل، لعب على اعلى مستوى 1-1 واللعب مع الدايره. بومباتش نفس القصه، بيلعب في تزاجد المجري، برده لعيب مهاري جدا. دولينيتش لعيب في برشلونه. الثلاثه الخط الخلفي غير ان هم لعيبه اقوياء ومصوبين، هم لعيبه مهاريين، فده ممكن خطرهم يبدا من هنا، لعيب مهاري يعني لعيب عنده حلول،
لعيب ان انت لما تقفل عليه الدفاع هو بيعرف يحل المواقف الصعبه. فاللعيب اللي زي ده بقى مزعج جدا. يعني احنا دايما نقول احمد الاحمر مزعج ليه؟ بيعرف يعمل كل حاجه في الهاندبول، بيعرف يعدي، بيعرف يشوط، بيعرف يسقط. نفس الكلام طبعا على الدرع وعلى الزين وعلى كل اللعيبه. فاللعيب ده بقى مزعج جدا لاي دفاع ولاي مدرب. مش ما عندوش حل واحد. الحل الواحد بيبقى سهل، انت تقول لعيب مصاب اطلع قبله بدري خلاص، لعيب بيباصي بس اقفله تحت. انما لعيب بيعرف يعمل كل حاجه في الهاندبول ده بيبقى لعيب مزعج. فهو ده سبب ازعاج سلوفينيا لينا في الدفاع. ممكن اللعيبه عندها مهاره فرديه، عندهم حلول فرديه، فالحلول الفرديه دايما بتسبب ازعاج للمدرب لان ما بتعرفش تعملها سكاوتنج، ما بتبقاش متوقع رد فعله. انما الحركه سهله تعملها سكاوتنج، لكن المهاره الفرديه هو مهاري بيعرف يغير اتجاهاته على حسب اللي انت بتعمله. طيب عايز ارجع تاني بقى، واحنا بنتكلم كنا على حراسه المرمى النهارده، محمد الطيار كان متالق جدا ونجح فعلا انه يتصدى لهجمات كتير، صح؟ ده حقيقي. يعني قارني بالهنداوي ومحمد الطيار يا كابتن محمد. هقول لك حاجه، يعني خلينا نقول يعني مش هنحطهم في مقارنه، لان زي ما قلت لحضرتك هما اتنين على مستوى عالي جدا. اللي يميز كريم ان هو برضو عنده خبرات عاليه جدا. تمام. ولكن نفس الكلام اللي كنا لسه بنقوله، انا بتكلم على كل لاعب بيبقى ليه ميزه. زي ما لسه بنتكلم حالا بنقول لعيب متكامل بيعرف يعدي وبيعرف يشوط وبيعرف يسقط. في لعيب تاني بيصوب بس من بره. في لعيب تاني عنده فوتورك عالي جدا لكن ما بيصوبش من بره. نفس الكلام في حراسه المرمى. حراسه المرمى كل حارس ليه ستايل. تكنيك وليه ستايل هو بيميز بيه. انا دايما لما جيت اتكلمت على جزئيه التصويب، ينفع التصويب من خارج التسع امتار لو فرقه بتصوب بتسع امتار كتير يبقى موجوده عصام الطيار، لان اطرافه طويله فبتقفل شويه زاويه التصويب يعني، فبتساعده شويه في التصويب الخارجي. يعني لو بصينا لاحصائياتنا احنا في اول ثلاث مباريات، احنا بالنسبه للتصويب علينا من 9 متر 40%، متشاط علينا 25 كره صدين 10. على العكس الاجنحه نسبتنا فيها 82% نجاح. وده كان كريم هنداوي لعب الفتره الزمنيه الاطول في الثلاث مباريات الاولانيه. كده كريم هنداوي فكان مميز جدا 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 في الخط الامامي. بيكملوا بعض يا كابتن محمد. بيكملوا بعض. ده ليه ستايل وده ليه ستايل. ده ينفع مع المدرسه دي وده ينفع مع او طريقه اللعب بتاعه المنتخب ده وده ينفع مع منتخب حتى هو تاني. هو واحد فيهم بيلعب التاني بنشوفه ازاي بيستاندوا بره. يعني بالظبط. ودي الروح اللي لفتت النظر النهارده جامد جدا. انت حضرتك لو لاحظتي هتلاقي كريم بيشجع الطيار بكل والعكس. جوارحه والعكس ونفس الكلام عصام لما بيكون بره. هما بيكملوا بعض، ان هما حتى على المستوى الشخصي اصدقاء واخوات. لكن انا بتكلم في الحته الفنيه شويه او الادوات اللي بستخدمها في المباراه بتاعتي يعني. فانا ده كان وجهه نظري، والنهارده عصام نجح في ده. يعني نجح في التصويبات اللي اتشاطت علينا من خارج التسع امتار، صد منها كتير يعني. وعكس كده دخل عندنا من الاجنحه برده كام جون في عصام. فانا قصدي هو ده مميز عن ده في دي، مش مميز ان هو الافضل، ولكن ده مميز عنده بيكملوا بعض. عنده ميزه ولا عنده ميزه مستوى المنتخب بالزبط. لان حضراتكم دايما سمعنا من خبراء وكباتن زي حضراتكم ان حراسه المرمى 50% من من فريق كره اليد بشكل كبير جدا. طب خلينا اسال الكابتن محمد على طبعا يحيى خالد. بعض الناس يحيى خالد طبعا لعيب محترف وكان مرشح ومن حتى هو بيلعب على مستوى التشامبيونز ليج على بطوله اوروبا. في ناس بتقول لا لسه ما دخلش، يعني لسه ما دخلش الفورمه انه اللي كان مرشح او هو من احد المرشحين يكون احسن لعيب في البطوله. رايكم ايه برضو في مش هقول النقد لكن المعلومه ديت؟ والله طبعا انتوا ادرى مننا يا اخي. يعني ممكن طبيعي ان اي لعيب او اي فرقه بيبدا مستواه يعلى في البطوله بالتدريج. لكن انا شايف يحيى لحد دلوقتي هو مقدم المطلوب منه على اعلى مستوى. يعني حتى ماتش السويد هو لعب ماتش كويس جدا وفعلا حسينا بدروب لما خرج. لعيب اولا لعيب متكامل، واللعيب المتكامل اللي زي يحيى بيدافع وبيهاجم بيبقى وزنه ليه وزن في الملعب غير لعيب بيهاجم بس او لعيب بيدافع بس. فالنوعيه اللي زي يحيى لا بالعكس انا شايفه وارد يكون لسه ما وصلش للتوب فورم بتاعته، واحنا كجمهور مستنيين منه اكتر من كده علشان احنا حاسين بوزنه او حاسين بمستواه. هو ممكن يكون مثلا بيعتمد عليه بشكل كامل برضه المدرب، يعني ممكن يكون بيعمل المطلوب منه. لكن احنا كجمهور زي ما حضرتك قلت احنا عارفين ان هو راجل بيلعب في التوب فورم في اعلى حاجه في الهاندبول، في طبعا من بيلعب في فرقه من احسن اربع فرق في العالم صحيح. مش في اوروبا بس. فممكن يكون هو عامل المطلوب منه، لكن احنا عايزين اكتر. يعني احنا كجمهور طماعين شويه بالظبط. يحيى لعيب بيعمل كل حاجه في الهاندبول، لا عايزينه يعمل كل حاجه وزياده يعني كمان. طيب احنا عندنا فاصل، بعد الفاصل نتكلم عن المواجهه القريبه جدا بيلاروسيا يوم الجمعه اللي جاي.
هنتكلم فيها والمواجهات اللي بتنتظرنا أيضا في المجموعة بعد الفاصل في البيت الكبير. من المنتخب اللي يعني هيشكل أو هيكون منافس قوي في البطولة ديت أو هيكون الأبرز كمان منتخبنا الوطني لكرة اليد بتنتظره مهمة أو مواجهة مهمة جدا مع بيلاروسيا يوم الجمعة اللي جاي. كباتن مشرفنا كابتن محمد يحيى وكابتن محمد إبراهيم منورنا مرة تانية، وعايزة أعرف في البداية المواجهة مع بيلاروسيا شايف إزاي؟ شايفها إزاي المواجهة دي؟ أنا شايف مواجهة بيلاروسيا هتبقى بنسبة كبيرة شبه مواجهة روسيا النهاردة. شبه نفس طبيعة اللعب، نفس المدرسة الدفاعية بتاعتهم، بيعتمدوا برضو على الأجسام القوية قوي، بيعتمدوا على الالتحامات، ولكن عندهم عيوب كتير. يعني أنا شايف في شغلهم، حتى لو جبنا اتكلمنا عن طريق الإحصائيات يعني واتكلمنا عشان نقرا بيلاروسيا دي، ما انا لازم الارقام دي انا اترجمها لاداء. يعني دايما هم عندهم التصويب مثلا من خارج 9 امتار، وده هيريحنا شويه. نسبته 48%، نسبته ضعيفه جدا. ما بيشتغلش هو على التصويب، هو برده بيعتمد على السرعات وعلى الفاست بريك، بس ما بيعملش الفاست بريك اللي هو الموجه الثانيه والثالثه. بيشتغل عنده اجنحه سرعة، فبيشتغل على الموجه الاولى اللي هي من الحارس، عشان برده الناس تبقى واضحه، من الحارس للاعيب الجناح اللي طلع او الفيرود اللي جه الاول. الموجه الاولى دي ما عندوش الاستمراريه في اللعب في الموجه الثانيه والثالثه، او بيلعب دايما ناحيه الباك ليفت. عندهم باك ليفت مميز جدا، بيشتغل برده كل الجري وكل الهجوم منظم ناحيه الباك ليفت ده. فمش هيتعبنا كتير في هجومه المنظم ان شاء الله يعني، ولكن دفاعيا وبعد ما شفنا النهارده طريقه لعبنا والحلول اللي احنا قدمناها في مباراه روسيا النهارده، اعتقد ان شاء الله هنقدر نشتغل على فرقه بيلاروسيا كويس قوي. طبعا مش بقول ان هو منافس سهل او منافس قوي، بس احنا فعلا بتكلم ده من الثقه اللي في منتخبنا. يعني منتخبنا عنده لاعبين قدراتها عاليه جدا، زي ما كنا بنتكلم، عندنا في ناس عندها حلول فرديه، ودي فعلا من اللعيبه اللي بيجيدها جدا احمد الاحمر. الحلول، خلي بال حضرتك ان هي مش مجرد لاعب عنده حلول فهو اللاعب الاوحد بس اللي بيلعب. يعني لو نلاحظ احمد الاحمر لما بيشتغل شويه بيبقى عنده الحلول، ولكن حتى لو مش هو بيجيب الهدف، ممكن هدف يجي من الناحيه الثانيه خالص، من ليفت باك او من ليفت وينج، يكون اساس شغله احمد الاحمر. يعني بالظبط، يعني هو بيشتغل بيلمه عشان يفتح الصفر بالظبط كده. ونفس الكلام اللي اتكلمنا فيه هم برضو بيلاروسيا، نفس الكلام اللي كان بيقوله كابتن محمد، مش كلاس ايه ونوضحها قوي ايه، يعني ما عندهمش القدرات الدفاعيه اللي هم يعني عايز اقولها برضو ايه، زي ما بيقولوا باللغه الدارجه كده، هم مش اذكياء دفاعيا. مش اذكياء، هم التحامات قويه، قدرات بدنيه عاليه، ولكن مش اذكياء في الدفاع. احنا نتميز عن كل المدارس دي، سواء روسيا النهارده اتغلبنا عليها، سواء بيلاروسيا. احنا فنيا اعلى بكتير، حلولنا الفرديه اعلى بكتير، الاداره الفنيه اعلى برضو نفس الكلام. فاعتقد ان شاء الله هنعدي بيلاروسيا. تتفق ولا تختلف؟ بس يزيد، هي طبعا نفس المدرسه زي ما كابتن محمد قال، وبتفق معاه في كل كلمه قالها، بس يزيد على يعني يميزهم عن منتخب روسيا، عندهم لاعب دايره يعتبر احسن لعيبه في العالم، من احسن لعيبه الدوائر في العالم، كاراليك، لعيب على مستوى عالي جدا وبيلعب في فرق بتلعب في بطوله اوروبا. هو ده بس ممكن يسبب لنا ازعاج، ده الفرق بينه وبين منتخب روسيا. يعني اللي يخلي شغل منتخب روسيا النهارده غير ناجح، لعيب دايره غير ناجح، او لعيب دايره ما بيشتغلش شغل للخط الخلفي. لكن اللي يفرق روسيا عن بيلاروسيا وممكن ينجح هجومهم نوعا ما، لكن طبعا هم مش فريق زي ما كابتن محمد قال ان هم مش كلاس ايه، هم من الفرق اللي نقدر نكسبها وان شاء الله نكسبها بمكسب مريح لو ركزنا ولعبنا بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها. هم بس اللي يميزهم ان هم عندهم حراسه مرمى افضل شويه من روسيا، بالاضافه للعيب دايره يعتبر من افضل لعيب دايره. رغم النهارده حارس المرمى كان مستوى جيد جدا، اعتقد ما كانش وحش يعني، حارس يعني على مستوى اللي انتم شايفينه على مستوى الدولي. لا مش يعني هو ممكن ما يتقاسش كده شويه، يعني هو ممكن يكون لاعب يعمل طفره في مباراه، موفق في مباراه، لكن ما عندوش المستوى الثابت. يعني بالظبط، ما عندوش الاستمراريه او المستوى الثابت اللي يقدر يلعب عليه. بعد مباراه بيلاروسيا عندنا طبعا سلوفينيا ان شاء الله. تعتبر سلوفينيا مفاجاه بالنسبه لكم، بالنسبه للنتائج اللي عاملاها، كانت على الخريطه انها تبقى دلوقتي
دلوقتي احنا خلي بالك احنا السته الفرق، ويمكن الناس تحب تعرف ترتيب المجموعات. احنا طبعا السويد المركز الاول، سلوفينيا المركز الثاني، مصر المركز الثالث، المركز الرابع روسيا الاتحاديه، روسيا الاتحاديه، المركز الخامس بيلاروسيا، والمركز السادس مقدونيا. كانت مفاجاه بالنسبه لكم ان سلوفينيا تبقى بعد الاربع جولات دول تبقى في المركز الثاني في مجموعتها؟ بالنسبه لي والله هو ده المركز الطبيعي ليها، يعني المتوقع هي السويد كمان لو كانت جايه كامله كان هيبقى شكلها افضل من كده بكتير. يعني السويد منتخب محترم ومنتخب ليه تاريخ، حصل على 2 بطوله عالم قبل كده وذهب في اولمبياد مره، فمنتخب ليه تاريخ عنده عراقه في اللعب. يعني حتى لو هو لو يعتبر جاي بالصف الثاني، لكن هو ده مدرسه لوحدها، فهو قادر انه يبان عنده الحد الادنى من اللعب. سلوفينيا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، انا من وجهه نظري ما وصلش للتوب فورم بتاعتهم. سلوفينيا لو هم لعبوا لعبهم او هي دي سلوفينيا اللي نعرفها، لا مرعبين اكتر من كده أكتر. لكن بالنسبه لي انا شايف ان شاء الله، انا اتفرجت عليهم ماتش او ماتشين، حتى ماتش النهارده لا شايفه ماتش في المتناول. يعني انا اتفرجت عليهم كانوا بيلعبوا مقدونيا النهارده، مقدونيا فريق متواضع جدا وغير جاهز. لا الماتش مشي جون بجون الشوط الاول، بالظبط، رغم ان فريق مقدونيا فريق غير منظم تماما، وده ناتج ان هم ما جهزوش نفسهم، هم اصلا جم بعد ما تشيك اعتذر عشان الكورونا. فلا شايفهم مش هم منتخب محترم لكن مش المنتخب المرعب. نفس المنتخب السويد، منتخب محترم لكن مش المنتخب المرعب. يعني مش بنتكلم على النرويج او الدنمارك او هو غالبا الفرقتين اللي شايفهم فرقتين مرعبين دول اللي هيجونا ان شاء الله. بالظبط، النرويج دنمارك وممكن البرتغال تخش معاهم شويه. وبالنسبه لي مفاجاه كاس عالم لحد النهارده هي بولندا. بالظبط، من المنتخبات اللي بقى لها فتره بعيده عن الخريطه واصلا مش متاهلين لكاس عالم، دول جم بجرين كارد من الاتحاد الدولي دعوه وعاملين شكل هايل جدا ومجددين الفرقه كلها. لكن لما تيجي تبص ليه الطفره دي حصلت لهم، تبص على الدكه بره تلاقي 2 من نجوم منتخب بولندا الذهبي، سواء ازمال الحارس المرمى، حارس مرمى بولندا عامل بطوله عالميه. فانا كنت متفاجئ بيه لما شفت على البنش بره ان ازمال هو المدرب حراس المرمى بتاعه، ما اتفاجئتش لان ده واحد من اعظم حراس المرمى اللي جم في تاريخ الهاندبول، ولعب الدايره بتاع بولندا برده اللي هو بتاع الفريق الذهبي بتاعهم موجود على البنش. فساعتها ما اتخضتش، هم خلاص ده خلاص هم كده ماشيين على الطريق الصحيح وعارفين بيعملوا ايه. بس مين الحصان الاسود في البطوله دي لحد الان كابتن محمد؟ انا لسه عند كلامي من المره اللي فاتت. انا بصراحه برضو من ضمن الفرق اللي معجب بيها مع بولندا البرتغال. ما اداه ده لو حضرتك تتذكري قلت برضو على نفس كلامي النهارده، عملوا مباراه عاليه جدا 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 مع النرويج، خسروا فرق هدف. عاملين مباراه قويه جدا. فبرضو البرتغال من الفرق اللي انا كنت متوقع كده، يعني قلت هتعمل مفاجاه او تبقى الحصان الاسود في البطوله دي. بس خليني اقول لحضرتك برضو اللي انا برضه وقفت عنده منتخب سويسرا. بالظبط، كنت لسه اكلمك عليه. منتخب سويسرا بيأدي مباريات عاليه جدا بالرغم من منتخب سويسرا بعيد عن مشاركات كاس عالم من 95 في ايسلندا. جت بعد ما امريكا اعتذرت. اكيد انا النهارده كمنتخب او دوله مش مشاركه في كاس العالم، اكيد مش عامله معسكرات، مش عامل اعداد، مش عامل اي حاجه، يعني ولكن مستوى عمال يرتفع من دور لدور. النهارده شايفينه بيكسب النهارده ايسلندا، مع ان ايسلندا مدرسه كبيره في كره اليد، بيكسب منتخب ايسلندا 20-18. فده المنتخب، انا قلت البرتغال كان حصان الاسود، ده كان توقعاتي من قبل ما تبدا البطوله. لكن المفاجاه في البطوله دلوقتي سويسرا. مش عامله نتائج مبهره، لكن بالظروف المحيطه او الظروف اللي دخلت بيها سويسرا، او هي بعيده عن مشاركات في بطولات العالم وتمشي بالخطوات دي المفاجاه بالنسبه لي. يعني حضرتك ما اتكلمتوش مثلا على فرنسا. فرنسا من اكتر الدول في العالم حصولا اعتقد على بطولات 6 مرات. بطوله العالم 6 مرات. مستوى فرنسا ايه؟ لا، ما انا اتفرجت عليهم ما اقنعونيش برضو للاسف، يعني رغم ان انا من عشاق منتخب فرنسا، لكن مش هي دي فرنسا. طبعا هم منتخب قوي لكن مش هي دي. يعني بسبب الجائحه كوره ثانيه، لا هم بيمروا حاليا بفتره احياء وتجديد. يعني نجوم الفرقه معظمهم يعتبروا مش موجودين، ونيكولا كاراباتيتش جاله رباط صليبي قبل البطوله، كانت يعتبر ضربه قاسمه للمنتخب. يعني فطبعا منتخب قوي لكن مش ما اقنعونيش زي منتخب كرواتيا. منتخب قوي لكن لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ما قدمش اوراق اعتماده زي ما بيقولوا. فممكن يكون مع الادوار الجايه او مع الماتشات الجايه يعلى خطوه بخطوه،
ويخش جوه البطوله. انت شاركت كتير يا كابتن محمد، اصلا ليك كم مشاركات دوليه كتيره جدا. تفتكر ايه يعني كانت اصعب مشاركه ليك مع اي منتخب، وفجاه حسيت في نص الماتش يعني او المباراه ان انت هتحققوا حاجه مش هتحققوا حاجه، امتى حسيت بده؟ والله كل ماتشات الفرق الاوروبيه دايما بتبقى صعبه يعني. بس دايما الماتشات اللي بحس ان هي فعلا صعبه هي ماتشات الدول الاسكندنافيه. يعني دايما كنت يعني مثلا ما نلعب فرنسا بنعرف نلعبهم. ليه؟ فرنسا لعبهم شبهنا على المهارات الفرديه والواحد على واحد. الكرواتيا نفس الموضوع، اسبانيا لعبهم مزعج جدا لانه برضه هم شبهنا ومتميزين كمان اجسامهم اقوى. لكن دايما اللي كنت بحس فيه ان الموضوع صعب هي الدول الاسكندنافيه، يعني اللي هو سواء نرويج، دنمارك، السويد في عزها، لكن حاليا برضه السويد مش هي السويد بتاعت زمان. دول دايما بنحس مش عايز اقول بصعوبه، لكن بتحس فعلا الموضوع. اولا هم يعتبروا كلاس ايه في التكنيك، احسن تكنيك في الهاندبول سويد الاسكندنافي النرويج سويد دنمارك. اعلى تكنيك، سرعه، قوه، عنف في اللعب، عنف مش عارف اقولها ازاي، عنف مشروع بمشروع بنظافه يعني. هو بيلعب قوي يعني يلعب قوي ما ياخدش فاول بس شيك. بالظبط. فدايما كانت بنحس بصعوبه ناتج كبر اجسامهم كمان. اكيد. طيب هناخد بس عايزين كمان بنتكلم عن الناحيه الفنيه، لكن كمان عايزين نخرج بالايجابيات من تنظيم البطوله. واكيد متابعين الصور الرائعه مثلا منتخب اليابان على البحر، بتتكلم على منتخب المانيا وزيارته للاهرام. كمان النقطه دي مهمه جدا ان التنظيم ما كانش بس لغايه دلوقتي تنظيم اكتر من رائع، وان شاء الله يكمل ان شاء الله بالمستوى الفني. لكن الصور اللي حضراتكم شايفينها قدامنا ديت كمان رسائل مهمه جدا جدا يعني بتوصل للعالم كله ولكل البلاد. اعتقد ده منتخب البرتغال يعني، شفنا منتخب المانيا، كلهم الصور دي يا جماعه كلها بتنشر على الوسائل الاعلام الدوليه في بلادهم وكل بلاد العالم يعني بصراحه. ده كلمونا بقى كمان على الرحلات دي السياحيه دي. هي بصراحه دي زي ما حضرتك بتقول رساله بصراحه للعالم كله. يعني انا برضو تابعت كده، كان في مؤتمر صحفي بعد ماتش المجر والمانيا، ازاي المجر بتشيد بالاجراءات الاحترازيه واللجنه الطبيه والتنظيم اللي حاصل. فعلا مجهود قوي جدا جدا من كل الجهات المعنيه بتنظيم البطوله. النهارده حتى برضو لفت نظري في المدرجات سيادة الوزير شابو الرياضه الدكتور اشرف صبحي لا حتى تسقيفه ووقفته بعد المباراه طبعا. وازاي الدوله كلها وراك وبتدعمك. ففعلا كل الناس بتشيد بالتنظيم وبتشيد بالمجهود اللي حاصل. ده حقيقي. كابتن حسين طبعا لبيب معانا مدير البطوله دي، بيقول انا لسه بشتغل يعني لحد دلوقتي يعني لسه كان في مكتبه طبعا دوريه لغايه بالليل كل يوم اجتماعات وكل يوم كل الناس بصراحه ما حدش بيبخل المجهود عشان يطلع البطوله تنظيميا ورساله للدول العالم ان شاء الله تطلع في احسن صوره وتكمل على خير ان شاء الله. لان حتى المسؤوليه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها طبعا. دي ازاي انت منظم واثناء البطوله انت متوتر جدا وقلقان جدا لا قدر الله ان شاء الله ما حصلش اي حاجه. بس ازاي مسؤوليتك وانت سواء مسؤول او غير مسؤول انت عايز الامور تمشي كويسه، فبتعمل طبعا. اقصى مجهود طبعا. عندك عشان لا قدر الله ما يحصلش حاجه عشان نجاح البطوله. فدي افتكر كابتن محمد الصور دي افتكر كابتن كمان بتكمل المشهد بالظبط، بتكمل مشهد التنظيم، بتكمل مشهد سير المباريات والبطوله لحد دلوقتي. احنا بنتكلم عن اربع صالات، عن اربع مدن مختلفه تقريبا صح بتقام فيها المباريات. فدي بتؤكد كمان يعني رياده مصر واستقرارها كمان وخاصه في الفتره دي. انا بس حابب يعني اقول للناس اللي كانت قبل البطوله، انا بتكلم مش الناس من جوه مصر، من بره مصر، الدول الاوروبيه كانت بتهدد ان هي مش هتيجي وان مصر مش هتقدر وان البطوله دي هتفشل. كل الكلام ده كنا بنسمعه لحد قبل البطوله باسبوعين ان الموضوع صعب. مزبوط. وفي فعلا لعيبه اعتذرت ان هي خايفه تيجي فانا عايز اسالهم دلوقتي اخباركم ايه؟ يعني انتوا حاسين بايه؟ يعني تراجعوا علينا وزعلانين بالظبط. المنتخبين اللي تراجعوا بتقصد المنتخبين اللي تراجعوا؟ لا 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 تراجعوا دول دي كانت ظروف غصب عنهم. هو طيب كان في معسكر إيه؟ لا لا في لعيبه فعلا كانوا متخوفين هم يجوا بالظبط. يعني في منتخبات هددت ان هي مش عايزه تيجي وان ازاي بطوله زي كده تلعب في توقيت زي ده وان موضوع زي كده مش هيفشل والموضوع هينتشر والمنتخبات مش هتعرف تلعب.
انا عايز اقول لهم دلوقتي اخباركم ايه، عملتوا ايه؟ في لعيبه فعلا في منتخبات بدون ذكر اسامي اعتذرت. بالظبط اعتذرت، مش عشان اصابه ولا اي حاجه، علشان هو خايف من كورونا. فانا عايز اقول له بعد ما انت شايف الصور دي زعلان دلوقتي يقول لي زمايلك قاعدين في الشمس وفي الاهرامات وكده، ايه اخبارك دلوقتي عامل ايه؟ فاحب ان رسالتي توصل له واقول لا طبعا تنظيم ولا احسن، وده مش جديد على مصر بصراحه يعني، وحاجه يعني لما انا عارف لما بنحب نحط دماغنا في حاجه بنعملها حقيقي. احنا مصر غير البطوله دي 2016 نظمنا بطوله افريقيا في عز ما كان في جمعه مش عارف ايه، وكان كل الناس برده بتقول صحيح. ازاي هننظم بطوله في طائز ده؟ لا بالعكس نظمناها وكانت بالجماهير، وكان كان يعني الاستاد القاهره ده ما فيهوش مكان لحد يقعد فيه، فطبعا ده مش جديد على مصر. الكوره كمان ده مش هاند بول بس، ده كمان ده بيلاروسيا، وانا عارف ان لعيبه الهاند بول كمان بتحب تلعب فريق بيلاروسيا طبعا، ان شاء الله يلعبوا كره قدم قدامنا على نكسب كتير. لا طبعا صوره جميله جدا وصوره رائعه، وخلي بالكم الصور اللي احنا بنشوفها دي كمان بتوصل هناك طبعًا. يعني ده الاروع اللي فيها ان احنا كمصريين سعداء بالصور ديت، لكن كمان الصور دي بتوصل لكل يعني كل واحد فيهم. اكيد انتوا عارفين دلوقتي سناب شات وبيبعت الفيديوهات لاولاده ولاهله، فشيء جميل جدا، وان شاء الله تستمر الفرحه ديت والاحتفاليه ديت ان شاء الله كمان على المستوى الفني. ونرجع له تاني المستوى الفني، حضراتكم تقولوا لنا ان شاء الله باذن الله يعني وصول منتخب مصر، يعني ترتيب ازاي الوصول لدور الثمانيه، احنا دلوقتي في الدور الرئيسي ان شاء الله ازاي نوصل لدور الثمانيه، ومين الفرق المرشحه تكون تقابل مصر في دور الثمانيه؟ احنا ان شاء الله عندنا مباراتين زي ما كنا بنتكلم، عندنا بيلاروسيا الماتش المباراه اللي جايه يوم الجمعه، يوم الاحد هنلعب سلوفينيا ان شاء الله نكسب، هنقابل من المجموعه الثانيه، وانا يعني متوقع فرقه الاولى هتاخد دنمارك اول في المجموعه الثانيه اكيد يعني توقعات يعني بالنسبه للامكانيات الفنيه والشكل وكده، بطله عالم عندها الامكانيات الفنيه، فاتوقع الدنمارك، وفرقه اتوقع طبعا كرواتيا، بس هي كرواتيا قطر يعني هو فانا اتمنى ناخد اول عشان ما نصطدمش قطر كمان جابوا اثنين لعيبه كابوتي كان عنده كورونا وخاف لعيب تقيل طبعا لعيب جدا عالمي. اجمد لعيب اعتبر في المنتخب هو وجد ستاني، اعتبره من اهم اثنين لعيبه موجودين في منتخب قطر، والمش الغريب يعني ده اللي عشيه دول ان طبعا بيلعب من غير اثنين لعيبه مهمين جدا، مع مدرب محترم طبعا اوليفيرا من احسن مدربين في العالم برضه اسباني من رواد المدرسه دي يعني، فهو طبعا اضافه كبيره ليهم ومنتخب عربي ونتمنى ليهم التوفيق يعني. هو اي حد طبعا النهارده عايز يشارك المجال تقريبا الجوي مفتوح صح بالزبط. يعني النهارده في البطوله دي برضو كان كابتن حسين بيتكلم النهارده معانا في الموضوع ده انه اي لاعب ممكن يعني اي منتخب عايز يستخدمه بيجي في اي وقت. بس كابتن من محمد القايمه المبدئيه اللي اتبعتت يعني في الاول خالص هم بعتوا الحد القايمه في البدايه خالص بعتوا قايمه فيها 35 لعيب ده للاتحاد الدولي تمام قبل البطوله مباشره، بيبعت القايمه فيها 24 لاعب، ال 24 لاعب قايمه البطوله 20 والسكور شيت اللي بتتسجل في مباراه 16 تمام، ال 20 دول القايمه الاساسيه، الاربعه يقدر يستعين باي لاعب من الاربع لعيبه في اي توقيت، يخرج لعيب من ال 20 ويدخل لعيب من ال 24 فهو من حقه يدخل اي حد بس من داخل ال 24 اللي مقدم قائمه من داخل القوائم اللي هم قدموا للاتحاد الدولي قبل بدايه البطوله. اختصر ال 35 ل 24 بالظبط، ال 24 دول اللي هيشاركوا اللي بيشاركوا يقدر يستعين باي لاعب داخل ال 24 ودي عشان الظروف الاستثنائيه، هو في العادي ما تبقاش كده يعني طبيعي ما كانش كده طبيعي. كلمه في الاخر تحب توجهها كابتن محمد وليه حضرتك كمان لمنتخبنا الوطني في البطوله دي، كلمه كابتن ابراهيم محمد لو كابتن محمد احب اقول لهم طبعا املنا فيكم كبير، عندكم الامكانيات، انتوا لعيبه على مستوى عالي جدا، الجيل ده طبعا مش عايز طبعا مش بقل من الجيل اللي فات طبعا، بس ده جيل فيه مميزات كتير جدا، كل جيل وليه طريقته وليه مميزاته، ولكن نامل ان شاء الله يروحوا لابعد نقطه ونحقق البطوله باذن واحد احد يعني. عجبني جدا جدا لميتهم بعد ماتش السويد وازاي اللعيبه الكبار سواء احمد الاحمر سواء كريم هنداوي سواء المصري سواء اسلام حسن ازاي قعدوا مع الفرقه حفزوهم ازاي عندهم الاصرار، فبقول لهم ان شاء الله خليكم زي ما انتم ماشيين بالقوه دي بالاصرار ده بالعزيمه دي، خدوا المباريات اللي جايه مباراه مباراه، مش عايزين نبص الدور الثمانيه، احنا عايزين نبص مباراه مباراه مباراه،
اجتهدوا على قد ما تقدروا قاتلوا. يعني عجبتني جدا جدا في مداخله النهارده مستضيفين احمد الاحمر بعد المباراه مباشره، لقيته بيقولها كده بالعاميه يعني احنا متفقين احنا واللعيبه عشان نخسر ونخرج من البطوله دي، عايز يقول يعني ايه ان احنا موت احسن ما نطلعش من الملعب. فعجبتني قوي الكلمه دي بصراحه. الروح دي حلوه جدا جدا، استمروا على كده وان شاء الله ان شاء الله نبارك للشعب المصري كله ولكل منظومه كره اليد بعد البطوله باذن كابتن الله. كابتن ابراهيم سريعا واخيرا اقول لهم كملوا على كده، ما تفكرش في اي حاجه سلبيه، شيل الضغوط من عليك، العب. اللي بيفكر في ضغوطه بيعمل حسابات بيعرفش يلعب. شيل اي ضغوط، شيل اي كلام سلبي دلوقتي، ما تحاولش تبص لاي اخبار سلبيه لان اي اخبار سلبيه هتاثر عليك وعلى لعبك وعلى تركيزك. ركزوا مع بعض، لموا بعض زي ما كابتن محمد قال، اقفلوا على نفسكم ال 10 ايام ولا 15 يوم الجايين. بعد كده بقى بص على الاخبار وبص على السوشيال ميديا وبص على كل حاجه، هتلاقي كل حاجه موجوده زي ما هي، مش هتروح في اي حته بس بعد البطوله يعني. بلاش جوه البطوله عشان فعلا الاخبار ساعات السلبيه بتاثر، في لعيب يكون ما عندوش ثبات ممكن تاثر عليه. وكمان انا بتفق معاك كابتن، وكمان يعني نقطه كمان ان التفاؤل الزياده كمان مش مطلوب، او الفرحه الزياده مش مطلوب، البالانس ولا الحزن الزياده ولا الفرحه الزياده بالظبط. فده يعني ان شاء الله نتمنى يعني، يعني انت رقم واحد في الحاجات دي راجل يعني ان شاء الله يعني. هي طبعا هي الرياضه عامه يعني كره القدم وكره اليد قريبه، لكن دايما يعني الفرحه الزياده بتبقى والزعل الزياده. فان شاء الله بهذا المستوى وبهذا الاداء، وان شاء الله منتخبنا يوصل لابعد نقطه. طبعا في نهايه البرنامج بنشكركم شكرا جزيلا كابتن محمد، طبعا شرفتنا ونورتنا، شرفتونا، وان شاء الله بقى نشوفكم بقى في الادوار اللي جايه وان شاء الله لغايه ما ناخد كاس العالم ان شاء الله. شكرا كابتن محمد يحيى، شكرا كابتن محمد ابراهيم، شرفتونا. بكره ان شاء الله مشاهدينا بيتجدد اللقاء ده من 10 لـ1 في البيت الكبير. صباح على خير.